السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات. نحن على المباشر. وعليكم السلام الأخ محمد. إذن الإخوة والأخوات، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر. لعلكم استمعتم من أنه فيه يعني تحديد اليوم تاع الانتخابات الرئاسية، بالتالي رايحين نشرعوا في سلسلة من النقاشات ومن الحوارات على المباشر. موقفكم كجزائريين من الانتخابات الرئاسية بشكل عام في حالة ما قدموا هذا الناس اللي راهم في السلطة، قدموا بوتفليقة، في حالة ما قدموا شخص ثاني. موقف نتاعكم من الانتخابات بشكل عام، هل ترى راكم مايلين للمقاطعة نتاع الانتخابات؟ هل ترى راكم مع المشاركة فيها؟ هل ترى عندكم اقتراحات في حالة ما تقدموا بعض المرشحين؟ هل ترى عندكم مرشحين حابين يعني يكونوا هما في هذه الانتخابات؟ ربما عندكم مقترحات تقدموها لبعض الشخصيات السياسية، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. أسعد بالمشاركة نتاعكم في هذا النقاش. أخ لطفي، وعليكم السلام. حمزة هبة الرحمن بن يوسف، إذن أسعد بالمشاركة نتاعكم في هذه الدردشة على المباشر. راني فتحت لكم الباب نتاع المشاركة، إذا كان فيه إخوة هكذا يشاركوا معنا في هذا النقاش بإمكانكم هو أن تطلبوا الإضافة. أذكر فقط الإخوة ربما اللي ما يعرفوش هذه المسائل، هو أنه النقاش يكون عن طريق الهاتف النقال، مش عن طريق الجهاز تاع الكمبيوتر، عن طريق الهاتف النقال بإمكانكم هو أن تشاركوا معنا في هذا النقاش. نبدأ مع أخونا هذا رؤوف. النقاش يعني بإمكانكم هو أن تتكلموا بكل حرية شريطة الاحترام المتبادل. الو، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخ، منين راك تكلم فين؟ الو، نعم هاني نسمع فيك، تفضل. كيف اخويا؟ صافا؟ الحمد لله، منين راك تكلم فين؟ من جيجل. مرحبا بك، تفضل الأخ، كيفاش الاسم نتاعك؟ رؤوف. مرحبا بك الأخ رؤوف، تفضل في الموضوع تاع الانتخابات الرئاسية، وش رأيك أنت كمواطن في هذه الانتخابات؟ يا هل ترى راك مع المقاطعة؟ يا هل تراك مع المشاركة؟ كيفاش تشوف الانتخابات بشكل عام في ظل هذا اللامبالاة، في ظل هذا العزوف تاع المواطنين؟ إلى غير ذلك، المهم كلام حر، تفضل في إطار تاع هو الانتخابات الرئاسية. إيه هنا الانتخابات هادو؟ شوف، ملي بديت ننتخب جامي انتخبت على واحد، جامي انتخبت على واحد معين، لا في المير، لا في الديبيتي، لا في الرئاسيات، ومازال قدام انتخابات وما انتخب على حتى واحد. شكون ماني داير في حتى واحد ثقة؟ يعني ما هذه عمركش هي، عينيك. ما كاش لي عمر لي عيني. والعهدة الخامسة هذه راني يعني ضدها أنايا، والتأجيل الانتخابات راني ضدها ثاني. هذه هي، وش نقول لك؟ البلاد راها وش مخسرة، تقترح؟ لا من تنتخب راك ضد نبدأ. العهدة الخامسة، ضد تأجيل ايه الانتخابات، وش تقترح انت؟ ايه ونقترح دوك يشوفونا بالك واحد يخدم البلاد، بس كل بلاد خسرت، من هم اللي يشوفوا؟ البلاد راحت فيها، البلاد راحت فيها، هذيك راك عارفها باللي البلاد راحت. لازم يشوفونا واحد يتهلا في من الليجان، هم راهم هذا طالعين الناس؟ الليجان. ها يا الأخ رؤوف، من هم هذا الناس اللي انت وي يشوفوا لك؟ شكون؟ يوم كيما بالك في الجيش قيد صالح، بالك ما يعرف كذا حاجة، فهم في السياسة تاع السياسة ما يعرفوا، لو قيت صالح فهم هو طلعوا معاهم، واحد يخدم البلاد أو معاهم.
لقيت صالح هو معاهم، راهو دخل معاهم. انا سمعت هضره باللي قايد صالح ماهوش معاهم، كون ما راهوش والله معاهم اعلم، ما يخليوش، تأكد والله اعلم. كون ما راهوش معاهم يخليوش. ايه وما قدرولوش، وما قدرولو بينحوه او قدر عليهم او وعلاش قبض ما لي بروف يقدروش؟ عليهم، قادرين علاش في ينحوه؟ قادرين يبعثوا له مجموعة نتاع الكوموندوس يهزوه يديروا كتفوه ويديوه، ولا قادرين طالما يخصوا له قبض لي واحد بروف هكذا يدير عليهم، له يعرضه على قهوة ولا تاي، وقال قايد صالح راهو نقل على جناح السرعة العين ناجة ومركي في الحيط. ما هو صرات له ديك النهار راح الامارات ولا من القطر، كيعاودوا ولا قدموا له، قالوا له قدم الاستقاله نتاعك. سعيد بوتفليقه قال له قدم الاستقاله نتاعك، هاو عبالك واش داير؟ قال له قد نروح انا نشوف بوتفليقه، كيقول لي بوتفليقه قدم الاستقاله، نقدم الاستقاله، وبوتفليقه راه ميت. شكون اللي قال لك ما هذا؟ شكون اللي قال لك الكلام هذه هذا؟ اي تهدر، هذه في اليوتيوب هاي الناس قاعد تقولها، هذه في اليوتيوب، تدخل اليوتيوب على قايد صالح وش صرالو وتشوفها هذه. شكون هذه الناس اللي راه بيهضروا في اليوتيوب هذا؟ هذه ما كلام هذا كذبتش تاع عليك، واحد يقزن، فهمت؟ تاع الناس هذه اللي راهم وهدرها يقزنوا. وعارف اش كاين اش ما كاش، هذه اللي هدرها وعارف اش كاين اش ما كاش في السياسات، واش عارف شكون واش كاين راه هذا في الشخص الجزائر. هذا؟ من هو هذا؟ إيه نومامو زيتوت هذاك، والله اعلم. اخشى انني داخل للأسف الشديد خرج خونا هذا رؤوف من جيجل، راه فيه مجموعة لا بأس بها ما شاء الله. نشوفوا ترى مع خونا، نشوفوا نبدأ بكم كيما يونس محمد بوزيان بركة أحمد حسين حميدوش أوسكار هذاك أمازيغ فارس زكي محمد داودي و بوخديش نصر الدين. المهم نجي معاكم بالواحد، نبداو بهذا سيد احمد. سيد احمد اتمنى هو ان الاخوه يفيدونا في هذا النقاش، واتمنى هو انه يكون السلام كلام عليكم. موضوعي. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بسيد احمد من راك تكلم فينا. سيد احمد من باريس. مرحبا بك الاخ. خويا انا جي سوي كيما يقول لك حراقه بلاك وغط، وشاني نشوف في بلادي غير نتاسف بزاف، والله العظيم غير نتاسف بزاف قسما بالله يا خويا. عندك بزاف الأخ والله سيد شوف أحمد في فرنسا. عندي شوف عندي عامين في الألمان وعندي تقريبا 3 سنين هنا في فرنسا يا ربي يكون معك إن شاء الله. ان شاء الله. وحنا كيما يقول لك ما خرجناش في بوطي، مي خرجنا على طريق واحد اخرى، خرجنا على تركيا وكذا، مي الحمد لله ربي وفقنا. الحمد لله. بصح يا خويا، بصح يا خويا هذيك البلاد يا خويا ما كاين حتى كيما يقول لك ما كاين حتى شانس، والله والله قسما بالله ما ندير في ما نفوتي على حتى واحد، ما نفوتي على حتى واحد انت قسما اصلا بالله. ما عندكش الكواغط، كيفاش تفوت انت؟ شوف 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 لا 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 لا، انا لو كان بايزوم، لو كان انا جيت في الجزائر والله العظيم ما نفوتي على حتى واحد، ما نفوتيش باسكو كاع السراقين الاخ كاع كاع اخ سيد احمد كاع. اسمح لي، احنا واش نحاولوا نتفاهموا مع بعضنا البعض، نتناقشوا يعني نستفادوا من بعضنا البعض. انت دركا وجودك في الخارج يعني معناتها باللي خلاص فقدت الامل، خرجت من حقك، انت راك خرجت على جال باش انت تسعى على جال باش دير مستقبل ماشي روحك. بصح خويا، بصح اصبرني اصبرني بصح برك، خويا ماشي بس اصبرني بصح ماشي غير انا راني فاقد الامل، راني انا مع راني نشوف شو اصبرني صار في بلادي. اصبرني اصبرني، دوك نعطيك الكلمه وتكلم بالراحه نتاعك. انت درك راك خرجت للخارج، انت راك فقدت الامل، ماكش غير انت، راهم كثير من الشباب وفقدت الامل في هذه السلطه، وانا معاك انا معاك. انت راك خرجت للخارج على جال باش تسعى باش دير مستقبل روحك، تتزوج، دير سيتياسيون على روحك، من حقك. ولكن درك انت هذ الناس هذو كيفاش رايحين يخرجوا؟ كيفاش هي الطريقه اللي نخرجوهم بها هذ الناس من هذا النظام هذا وهذه السلطه، ويروح هذا النظام خلاص، ما نزيدوش نعاودوا نسمعوا به خلاص، ونعيشوا في بلادنا. راهو عندنا كل الاشياء اللي تخلينا نعيشوا في بلادنا ونعيشوا ناس معانا، شي غير وحدنا برك احنا الجزائريين.
وش نقول لك الاخ الصديق، ما تنجبش. انا على سيباني وش شفت وش نعرف كذا، ما تنجبش تنحيهم، ما تنجبش تكي تصيب مسؤول عنده 70 سنة في عمره وثمانين سنة في عمره في الحكم، وواحد صغير هكا 25 سنة ولا 30 سنة ولا هكا كي حبكش ما يدير، ولا يكسره ما يخليهوش يفونسي، ما هذه معاك يخليهوش معاك هذه معاك، ولكن هذه الناس هفهمني لازم يروحوا، هفهمني. وقت لازم بس يروحوا. انت اكيد كي بك انت تطبق اسمع يديك خويا 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 خويا، دوك الشعب راه مجروح كيما يقول لك، جدودنا تعذبوا مع فرنسا، ومن بعد جا الارهاب، ومن بعد زاد جات جماعه بوتفليقه 20 سنه. والله انا رايحين بها خويا، والله انا رايحين بها، والله يعني انا رايحين معاك. بها. لازم ندير لا التغيير. كي تقول لي بصح انت دوك، التغيير دوك التغيير كيما كي تقول لي انت دوك صح، انت والله كيما الاخ هذا اللي كان من قبلك، انت راك دوك ماكش فايق في هذا الناس، ما تنتخبش. ومن بعد ما يهمهمش فيك هما، ما تنتخبش على روحك، ما يهمهمش فيك. تجي في فرنسا وقعد، تجي في الالمان وقعد، تجي وين حبيت، ما دام راهم هما دوك راه عندهم البقره تعلب وراهم كاينين قداشه، هما راهم مستمرين في الحكم غير كون كاني. صح. شوف خويا شوف خويا، والله صدقني يا خويا، انا وين نسكن وين نسكن، باش حبيت نهضر مع المير مانطا ما خلونيش ندخل ليه، مانطا اقسم بالله غير مانطا ما خلونيش ندخل ليه، ونهضر معاه على جال السكنه والضيق وهذه وكيفاش. والله يا خويا غير هنا في فرنسا، غير كنت نخدم في وحده بلاصه اونوار، وصدفه جا البريمي مينيست ادوار فيليب جا، والله العظيم غير نهضر معاه غير نورمال، ما نورمال كاع، تشوفوا كيفاش يهضر مع يا الناس، ودي تشوفوا نهضروا بوطون كاع هذو ما الجزائر، هضرنا على الجزائر وانتخابات الرئاسيه، تهضر لي انت على ادوار إيه فيليب هذا، هضرنا على الجزائر دوك يا خو صاحبي. نحوسوا هنا، انت دوك دوك كي تقول لي انت جزائر ما هضرتش مع رئيس البلديه جزائر. وما شوف درولي خويا شوف الشكوى خويا هذيك، شوف شوف خويا شوف الشكوى شوف انتهينا خويا منها. شوف خويا شوف البلاد مريضة بزاف، البلاد يوم معاك لازم المسؤولين، دوك المسؤولين يرحم بابك، هذو اللي راه مع الموند السانكيام كاع شاين دي زابارتومون هنا في باري في لونجلتير، بيقول لك السانكيام موندا، والشعب راه يموت لا في البحر لا في الجبال لا في على اي بالنا بلاصه بها هذه. يطيح. لا دوك لازم الشعب، دوك المشكل في الشعب هو اللي لازم يخرج، الشعب هو اللي لازم يخرج، كيفاش؟ لازم يخرج للساحه، لازم يخرج مسيرات سلميه، يدير مسيرات سلميه، يقولوا باللي كاينه الديمقراطيه في الجزائر، كاينه الديمقراطيه، يخلوهم يخرجوا يخلوهم. بصح واش انك تعرف القزوله لازم ما تهضرش في البلاد، هذه هي وبيا ولا بلا بيك، يديروا السانكيام موندا، يديروا السانكيام موندا كي يحبوه، ما يديروا السانكيام موندا، باسكو هذه العصابه ما ينجم لها غير ربي سبحانه، ما ينجم لها لا انا لا انت لا 40 مليون، باسكو نعم، كلش شكرا بيناتنا. شكرا الاخ سيدي احمد. نمر الاخوه اخرين راهم ينتظروا. المهم الاخوه كل واحد منكم يحاول يختصر ويحاول يلتزم بالموضوع من فضلكم، على جال محمد بوزيان. المهم الاخوه راكم في مجموعه ما شاء الله عليكم، نحاول كل مره نطلع واحد. شوفوا ترى مع هذا اخونا محمد بوزيان. مرحبا بك يا اخ، مسمي روحك فاقد الامل. على اخويا تفقد الامل هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ محمد. واش راك يا الاخ نور الدين؟ والله لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ محمد؟ نتكلم فيك من ولاية تيرف ما شاء الله، مرحبا بك. واش يا قلنا الاخ خويا. محمد حاول في تاكي الانتخابات؟ بدي السرطان استفحل خلاص، انا فاقد الامل تماما، ما او كان كيفاه حتى السرطان حل هذا، كيف نديروا له هذا؟ ودي في كل المجالات وفي كل الميادين وعلى كل الأصعدة، ما كاش حل خلاص. او كيفاه ما كاينش الحل هذا بلاء صاحبي، علاه هذا؟ كاش الحل سي نور الدين، بلاء صاي، هذا بلاء هاو حطه كانوا الله سبحانه نقعدوا، كان وتعالى على مثلا هذا واحد عنده الشعب. كونسر يقعد يستنى فيه، راه ياكل فيه وخلاص، ما كاينش دواء والله. يا سيدي يقتلونا ولا يبيعونا للشناوة بالكيلو، يا سيدي راهم يخدموا منا الكربون ويخدموا الزيت ويخدموا. سبارك حاب ترجع زيت ولا كيفاش؟
يا ولد زيد وما نعيش في وسطهم يا بن عمي، بزاف خلاص بزاف، عينا نستناو فيهم يموتوا ما ماتوا، عينا نستناو فيهم يدوروا على بعضهم ما داروا، هذو راهم هذو راهم احنا، هذو حاجة مدتهم يا بن عمي. طيب خلاص، أو أنا لازم راني لازم من جيل، أنا راني من جيل السبعينات يا سي نور الدين، نعم أنا راني من جيل السبعينات، نعم وكنت مع الانتخابات الأولى تاع 91، آه وراني كنت في نفس المعهد اللي كان فيه ولد عمك ولا بالبرج، يقولوا له يوسف خبابة آه في 91 ولا اه كنت مع النهضة. لا 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 لا، كنت حر، كنت من بعيد برك، ماني لا مع النهضة لا مع الفيس لا والو. اوكي. ولكن كيفاش الاخ، كيفاش يعني نبقاو هكذا دوك نتفرجوا فيهم وخلاص، ولا كيفاش؟ لا، لازم تدخل علينا دولة أخرى، ونعاود نديرو ثورة أخرى، ونعاود نخرجوهم، باسكو هادو راهم هادو صعبين، وكيما دير معاهم تحصل. هادو راهم صعبين، وجذروا بزاف، راهم في كل مكان. إذا غير عددهم اللي في الحزب، شحال راهم في الحزب، غير في الحزب شحال، في الأحزاب وفي الأميار وفاميلاتهم، واللي داو الدعم الفلاحي، واللي داو الزينات، هذو كاع أصحاب مصالح، هذو كاع يحوسوا على النظام يقوم ويكون ويقعد. المهم شكرا للأخ محمد، نمر الكلمة آه يا للإخوة آخرين. ربي يبارك فيك. شوفوا هذا برك أحمد. المهم الإخوة راني مرة على مرة نفوت واحد هكذا، كل واحد واش عنده. شوفوا ترى مع هذا أخونا أحمد، أخونا أحمد للأسف الشديد فيه رفض من الجنب نتاعك. نمر للأخ نشوفوا الأخ هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بتيدو. الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك هشام، نطلع الناس اللي راهم في القائمة، اللي ماهوش موجود في القائمة الله غالب. الأخ مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، الاسم نتاعكم من دارك تكلم فينا وتفضل في الموضوع. محمد الأمين من علمه، مرحبا بك الأخ محمد الأمين. بارك فيك يا أخي. لا الله، محمد رسول الله، السلطة غاشمة كما نقول احنا، سلطتنا سلطة فاسدة، وباه تتغير وباه يتغير النظام هذا، لازم الشعب اللي ينوض ثورة بأي ثورة. طريقة الأخ محمد الأمين؟ لا ثورة لازم ثورة نحيوهم، كيفاش؟ نحيوهم. ثورة سلمية، ثورة مسلحة، كيفاش؟ لا لا، ما عندنا، مدينا للأسلحة خويا، ما نحبوش الأرواح تروح، هي كيفاش؟ لازم يروح، كيفاش تكون، كيفاش لازم تكون يروحوا الثورة؟ ثورة سلمية، ثورة سلمية، لازم يخرجوا القادة الكبار اللي قادرين عليها، ثم اللي عندهم كيما نقولوا الرأي العام، يقدروا يغيروا في الرأي العام. لا ما عندناش كيما نقولوا، تقصد كانش تسمى شخصيات سياسية اللي يعني عندهم رأي مسموع يخرجوا وشعبي يمشي من وراهم. لازم الشعب، لازم يقود واحد، ما تقدرش كذا الشعب يخرج وحده وهكذا، لازم واحد يقودنا، نعم بس كون النظام هذا كما قال هذا وين اللي كان قبلي يتجذر صايد، عنده نعم مفروغ منه هذا، في كل إدارة عنده ما كما نقولوا فروغ. تاعو، أتباعه، الشبكة ايه تاعو، ايه فروع تاعو كاينة بزاف. نعم وكبان نخرج لازم توعي الشعب، ثاني الشعب لازم توعيه باللي الحاجة اللي راح تخرج عليها راح تخرج على حقك، حق معيشة وحق حياته، كيما راسو كيما نقول هنا، نعيشو كيفهم، ما نخرجوش نفسدو، باسكو حنا شعبنا يفسد، يخرج يفسد املاك الدولة، تفسد في املاكك مش املاك الدولة، نعم فاهمين، خاسرة والو، بعد تعاود تبنيهم. وكيفاش تشوف انت في الانتخابات هذه الاخ محمد الامين، هذه اللي راها دوك الان وما راه معلنوها باش تكون في يوم 18 ابريل، كيفاش راك تشوف فيها؟ يا هل ترى تشوف فيها انت من اللي مغلقه محسومه، يا هل ترى فيه امل، يا هل ترى هي فرصه على جال باش يحدث تغيير، كيفاش راك تشوف فيها انت بشكل عام؟ ما موش راح يحدث تغيير، ومش راح تتبدل، وراح يديروا كلون كما في قبل، ما هذه مفروغ منها، راح يديروا بلبلة للشعب، يخليه يتخبط في بعضه حتى يوجدوا اللي يحوسوا عليه. دوك من الوقت الحالي ما ظنيتش لقاو، باسكو ما كانش
في الشارع ثم مشاكل عندكم في العلمة واش راهم يقولوا ثم الناس، يعني كيفاش راهم في العلمة، وكل ضاربين وكل ساكتين واحد ما يهدر، مام حتى الأحزاب اللي هنا الأراندي والله الأفلان والله حزب التاج، وكل ساكتين يضربوا كل في مصالحهم برك، دخر فيهم يقول لك أنا لا صلاحي عم وباقي الشعب، الله عم يسهل. الشعب يعني قصدي واش راهم يقولوا، يعني ترى في حديث حكمه انك انت راك من العلمه، ما كانش حديث قال مثلا راه مش معاه في الفلاني وجدوا في هذا معاذ بوشارب، ما كانش من هذا النوع هو الكلام هذا. شعب فاقد الأمل، وكل يحاول يخرج وكل يحاول يهرب، وكل وكل يحاول يخليه تزاير وما خليوهاش بربي إن شاء الله، يعني نقعدوا فيها وكلها عندنا وين راح نروح، ما كاينش بلي تلم خطر لنا. كبير هذا، لا خطر يهدد أمة، وكراي ثم البلاد في تلاقي طريق الناس راح الانهيار، تبدا قاعد تحوش غير على تنهار. الغربة. مشكل كبير، مشكل كبير، هذا هو مشكل كبير. الناس هي ما تحسبلوش، لا تهرب، هاي لا تهرب، نعت لي شعبك هرب من بلاده. ما كانش سوريا ما نحكيوش عليهم، هذوك قصتهم قصة، هذوك الناس كل كونترهم، من الجبهات من النظام من الدول الداخلة كل كونتر الشعب. بصح حنا وين بيها، حنا كون إذا ما أنت نوضوش الأخ حنا محمد الأمين ما راكش تشوف باللي كاين أمل في هذه الانتخابات نتاع 2019، ما في، ما كانش دوك هما يحاولوا يخرجوا والحل هو بوتفليقة ثورة ذراع. سلمية على حسابك أنت، ثورة سلمية هاي قودوها مجموعة من الشخصيات. قدوها مجموعة من الشخصيات، والطبقة المثقفة هي اللي من الأول فيها، اللي من الطبقة المثقفة وراو الدور تاعهم، مهم يديروا في حتى دور كل سياق، ومش غير دوك طبقة مثقفة اللي تقدر تغير الرأي العام. أميرة بوراوي هذيك أنا ما نتبعهاش، هذيك أنا ما عندها ما تدير، هذيك وما تقضي لهمش طول. وينهم شخصيات مثلا اللي انت تقدر تثق فيهم؟ مثلا اعطينا شخصيات هكذا اللي تقدر تثق فيهم، ممكن بالك راهم كاين منهم ناس راهم يسمعوا فيك لهنا، ممكن اتباع نتاعهم، كاين ناس ممكن يوصلوا لهم الكلام. والله وينهم انا شخصيات اللي خاف انت مثلا تقدر تثق فيهم اللي يقدروا هما ياثروا في الراي العام ويدعيوا للثوره السلميه مثل ما راك تطمح انت؟ ما كانش، يعني انا شوف انا شتي شاكي بخليل، يعني عذرا انا يقولوا معاه والله ضده، بصح هذاك اللي قادر يسيرها شكيب سكون خالي. لا محنك ما نقدر يخلينا. ام كل الدو هو وكل مع ولاد فرنسا، ما كلاش وحده والله، هو شاف ولاد فرنسا ياكلوا في السناطرة قال له خويا ناكل انا ثاني، وداها صفقات ما داهاش سوارت، والله داها صفقات ذراع عليهم. بصح حاليا في السياسة هو اللي قادر، هو فاش اللي قادر قادر، من مام حيث هو واش؟ واحد. من حيث واش قادر يعني؟ احنا ما عندنا ما نديرو بيه شي بخالي، بصح شحال من واحد يقود الأمة هذه بركة. مر لواحد اخر من الاخوه، شوفوا ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو اوسكار مزيق، ربي يبارك فيك الاخ محمد هدف، الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك امازيغ، الاسم نتاعكم دارك تكلم فينا ومرحبا بك في الموضوع. الله يسلمك، الاسم مازيغ من تيزي وزو. مرحبا بك. الله يسلمك خويا، صبارك شاك مليح. الحمد لله، الله يبارك فيك. واش تقول لنا الاخ حول الانتخابات الرئاسيه هذه، واش رايك فيها كمواطن نتايا، واش هي الطموحات نتاعك، اقتراحات نتاعك، ربما راهم كاين فيه ناس اقدر راهم يتبعوا فينا، واش تقول الاخ اللي كان من قبلك؟ انا كنت اعتقد هو انه راح يحدثنا على شخصيه سياسيه من الناس اللي يعني حدثنا على شكيب خليل، شكيب خليل اللي راه هو مازال ما خرجش من هذا النظام هذا. شوف الأخ، باش نجيك من الآخر، الشعب ما عندوش هدرة، صوت ولا ما صوتش سا شونج غيان، ما راح يتبدل والو. هما اللي يعينوا وهما اللي على بالهم دوكا شكون لو بروشان بريزيدون، هما اللي على بالهم دوكا كلش. حنايا فوطي ولا رياح. أخ أمازيغ واش سامحني اخويا؟ الأخ، شوف أنت دوك لما تروح تنتخب تروح نعم. تحط الورقة نتاعك في الصندوق نتاع الانتخاب، أي والله. كائنا من يكون هذا الشخص هذا، أنت راك رحت انتخبت حطيت الورقة نتاعك في الصندوق وتروح تروح لدارك، راك مثل ما رحت بالضبط. حطيتها في لابوبال عشاك. نفس الشيء الصوت إذا كان ما تحرصوش
إذا كان ما توقفش عليه كأنك رميته في لابوبال. فهمتك. أبارك لو كان ننتخب صح، لو كان ننتخب كابابل يعني ننتخب على واسمه هذاك يا ربي من ذاك ثقة في هذاك وما نديرش ثقة في واحد آخر. كون وينه؟ هذاك اللي راه بون دوكا راه راهو الصوت تاعك يتقطع مرة على مرة، مش راهو في عاود فرنسا دوك. هذاك اللي ما يعرفش يغني قسامة، عايش في مريخ بدون حياة تهضر بجد. لي على اسمه لا رشيد نكاز ولا فوالا يعطيك الصحة. هذاك شغل بصح فهم اسمع عليه، الشعب اسمع هذاك. عليه. اولا رشيد نكاز ما يخليهوش يترشح قانونيا، قانونيا ما عندوش درو باش يترشح على حساب الدستور اللي راهم دايرينه حاليا، ما عندوش درو باش يترشح، ها علاش ما عندوش بورتو درو، ترشح ديجا، ما ترشح ترشحش. ديجا ماما. لا كيف شوف نقولوا لهذوك تاع لا 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 شوف الانسان المترشح هو اللي راهو لم التوقيعات، واللي هو راهو دار ملف نتاع الترشح، ملف كامل فيه التصريح بالممتلكات، فيه الشهادة الطبية، فيه برنامج، فيه نتاع التوقيعات، ويتقدم للمجلس الدستوري ويقاليزيو له الملف نتاعو، فيما بعد يترشح. اللي ترشح هو بنفليس، تقول لي ترشح اوكي بنفليس مرشح، بصح رشيد نكاز ماهوش مرشح، هو اعلن على الرغبة نتاعو في الترشح بصح ماهوش مرشح. هذيك دوك اللي راك تسمع فيها مرة على مرة دايرينها في السيفيات نتاعهم هكذا، قالهم مرشح في الانتخابات، هذه كلها الريح في الشبك. المرشح هو اللي راهو عنده ملف، لانه الملف نتاع الترشح فيه جماعة نتاع التوقيعات كانوا في وقت سابق 75 ألف بصح متفق توقيعات. معاه هذاك فيه. اسمح لي، سرقوا له توقيعات. لا يا هو نهار اللي الملف هبط ما له فيهش معاه. غير التوقيعات، الملف اخ ما ما فيهش غير اصدق. التوقيعات، الملف فيه التوقيعات، فيه التصريح بالممتلكات، فيه شهادة طبية، فيه لازم واحد إذا كانوا الوالدين تاوعو من قبل 48 لازم يثبت باللي راهو باباه باللي مجاهد، فيه وش اسمه برنامج، مش غير فقط نتاع التوقيعات، هو الملف نتاعو غير كامل، بدليل هو أنه ما قدمش التصريح بالممتلكات. مثلا تروح أنت قال بن فليس ولا بوتفليقة، خلينا صح ولا كذب حاجة واحدة أخرى، المهم راهو قدم تصريح بالممتلكات، قال عنده فيلا، عنده سيارة، عنده أبارتمون في كذا، ينشرها في جريدة من الجرائد، واحدة باللغة العربية واحدة بالفرنسية. شفت أنت رشيد نكاز قدم التصريح بالممتلكات تاعه؟ ما كانش، صح. ما كانش، ما قدمش هو الملف نتاعه. هو ادعى من أنه راهم سرقوا له التوقيعات، ولكن راهم كاين شهود كانوا معاه، ما كاش لكن ما منها. كانش منها، هو ادعى باللي راهم سرقوا له بلاش سرقوا لي السينياتور. بصح الاخ الكريم، والله غير حبيت نقول واحد الحاجه. يعني ابارك شغل سي با هاد البلاد، سي با ماشي البريزيدون اللي راح يبدل هاد البلاد. لا لا ما كاش منها. ابارك شكون اللي يقدر يبدل هاد البلاد؟ الشعب اون بيرسون كيدير مسيرات. خويا حبيت نسقسيك، ابارك بلي الجيري كامل بلي برد قلوبهم كاع باردين ابار القبايل. ماشي كي راني قبيله راني نهضر هكذا. نعطي لك مثال بسيط خويا، نعطي لك مثال بسيط كي نكمل هضرتي تفهمني مليح هكذا صح. خويا كي زادوا في سعر البترول، كي زادوا في سعر بون ليسونس غازوال ايتو، بويرا بجايه تيزي وزو، واش داروا؟ قاروا كامل في وسط الطريق، ما كاش اي كاروسه اون كومبرمون. لوتوروت مغلوقه، تيزي وزو مغلوقه، بجايه مغلوقه، الطريق اللي تخرج من بويرة مغلوقه، ما كاش. ما تزيدوش في الليسونس خويا. ايماجين 40 ولايه داروا هكذا وشاك جور هكاك، ولا يديروا كيما صحاب لي جيليجون تاع في فرنسا. كيما يا اخي ماكرون زاد لهم في تقصد باللي فيه تسمى المناطق الأخرى من البلاد ما راهمش متضامنين مع المنطقة نتاع القبائل. علاش ما همش متواضع. فوالا علاش باريزون في وهران
كاش نهار شفت مسيرة في وهران، كاش نهار شفت مسيرة في بن عباس، كاش نهار شفت مسيرة في تلمسان. لا لا، وعلاش المسيرة راهم يندوزوا في يدورها في المنطقة تيزي نتاع وزب الطبيعي؟ ويا رب جاية، ما فهمتش هذا أنايا واش؟ على يعني ها. أنت قصدك ذوك مثلا الناس ناضوا في باسكو بجاية حنايا داروا نقول لك مسيرة. حاجة، والله العظيم حنايا نحبوا بلادنا وحبينا تبدل بلادنا ودمنا سخون، وحنا بزاف سونسيبل، حنايا حساسين بزاف، أي حاجة خلاص خلاص، حنا شغل متقرمدين في مخنا، صاي راك شايف، ما نخافوش لا لا بوليس لا ما شكون كان، تشوفش ما تشوفش الجندرمية هذا حاول الكلام يا والو الاخ خويا. الكريم، دوك الاخ نفهم لك الكريم خويا، اصبر والله اصبر العظيم لازم شوف شوف باش تحرر بلادك، اصبرني برك دوك انا نوضح مستعمرين لك نقطة خويا، برك باش تحررها الاخ لازم الكريم. تخرج. اسمحني وين اسمحني نوضح لك نقطة برك ومن بعد دبر راسك. شوف دكر في مناطق مختلفة في الوطن ناس تحوج على التغيير، فهمت؟ اها ولكن فيه ناس في منطقة القبائل، فيه ناس اللي هما يحوسوا على الانفصال. لا لا، هذيك برك هذيك انت بارتي وحدها، خلينا منها، جو سوي اصبرني كابيتي جو سوي اصبرني نكمل لك كونترول. الفكرة، برك نكمل لك الفكرة ومن بعد دوك انت لما هذه المناطق الاخرى لما يشوفوا باللي فيه ناس راهم هما يسعوا للانفصال، ما يهمش الغرض هذاك اللي خرجت انت عليه، ليسونس، الدخان، الزيت، السكر، اي ذريعة، فهمت؟ وما عارفين من انه هذيك المساله راها راح تستغل من اجل علاجها باش تعطي الفرصه لهذوك الناس. وبالتالي ما دام راه الفكر هذا موجود، ما دام راها ناس ترفع في اعلام غير العالم الجزائري، ما دام راها ناس ترفع في نشيد غير النشيد الجزائري، ما دام راها ناس تمحي في اللغه العربيه، تاكد باللي باقي الولايات ما راهمش راهين يتحركوا. هذه غير نغارونتيها لك. حتى الناس اللي هما راهم يأمنوا بالتغيير الراديكالي للنظام، ما نحكيكش على الناس اللي راهم درك هما موالين للنظام، نحكيك على الناس اللي راهم هما يؤمنون بالتغيير الراديكالي للنظام، ما راهمش راح يتحركوا. هذه غنعطيها لك، تفضل. ما شاء الله يا خويا، وش راح نقول لك خويا، ما يعني شو حبيت نحضر حاجة. شوف لازم الشعب تاعنا ديجا كيفاش لو بوين فيبل تاعو، فرقوه فرقوه ديجا ديجا لكن ديجا انت داروا راك داروا برك انت ديجا كاريا فيها، والراسيزم، انت هادي برك كاريا مقيم فيها. والراسيزم باش يفرقونا. مازالنا نقولوا حنا القبائل، انتوما شاوية، انتوما هكذا، انتوما العرب، بوحنا جزائريين، كاع جزائريين، علاش ما نمشوش بعقلية واحدة كيما فرنسا، شاك ويكاند يخرجوا برا مش كيف كيف، ويجوا على مش حقهم كيف وجابوا حقهم، علاش ما نولوش كيما مش كيف كيف يا راجل. هذوك راهم عندهم قرون، راهم عندهم احزاب تشتغل، عندهم اعلام، عندهم نقابات، عندهم جمعيات، عندهم احزاب، والمواطن نتاعهم ما راهوش هو يفكر في التريسيتي والغاز، ويفكر هو في الفاتوره نتاع الماء ومانيش عارف انا، هما راهم لحقوا المستوى من المعيشه راقي مقارنه بالوسمو نتاع الناس. راه مازال تحكي على الكوليرا، مازال تحكي تشوف انت الايامات الاخرين هذو واش راهو صار على الغنم، ناس راها عايشه في عالم واحد اخر، فهمتني؟ ما تقارنش انت فرنسا للجزائر، انت هذا في 2000 2019 اها 2019 تشوف انت اها قناه فضائيه تحكيك انت على شركس او ساكن في مخ انت عمره، ويجيبك فيها حصه فيها ساعتين في التلفزه الجزائريه. الورك شركس راهو متوسد فئات كبيرة من الشعب، فهمت؟ اها شكون اللي يرقيهم؟ فهمت؟ ناس اها راهم مشركس في روسهم الجهل، مشركس في روسهم العنصرية، مشركس في روحهم التخلف، مشركس في روحهم الفساد. بالتالي انت دوكا ما لازمش تقارن، اللي انت لو كان تروح تجي دوك مثلا لهنا في فرنسا، انا راني عايش في فرنسا، لو كان تجي انت تحكي مع ولد في عمره 6 سنين ولا 7 سنين، تطرح له غير سؤال يشبع عليك ضحك، يقول لك انت ترك تخمم لك يا اخي. تقديم، ايه تقديم خديمة، واش بالتالي إبراهيم؟ ما لازمش تقارن الاخ الكريم الوضع في فرنسا والوضع بصح في الجزائر. صح، اي جوسكا كون ما نبقاش نقارن، تما نريح هكذا. لا لا،
حنايا نعملوا من اجل التغيير، ولازم كاين اشياء اللي حنايا ناجلوها، مش هذا هو الوقت نتاعها، نعملوا من اجل الاجل باش نغيروا، نبنيوا دوله نتاع مؤسسات، دوله نتاع حقوق اللي عندها الحقوق الناس كامل، ونعملوا شيئا فشيئا بالتدريج بناء نتاع الدول. هذا ما يجيش هكذا. انت دوك مثلا، انت نعطيك مثال، قال مثلا انت طائره باش تبنيها، تبنيها مسيره، دير مسيره تبني طائره، تبني مصنع تبني مسيره، لا لا ندير مسيره لتغيير النظام الحكومي السراء هذايا، هذا ما كان كيفروها هادي، ومن بعد نتقدموا، ومن بعد يبنوا مصانع، ومن بعد يخدموا الشعب، ومن بعد نلقاو كاع خدمه، والشعب ما يروحش لفرنسا، هما اللي يجوا. الاخ الكريم شوف، المسيره هذيك انت تضغط بها، تضغط دوك. انت لو كان تكون في دوله قال مثلا كيما سويسرا، ولا ما على باليش انا انجلترا، ولا في امريكا، لما انت تدير مسيرات واحتجاجات ويعرفوا باللي هذ المسؤولين باللي راها فعلا نابعه من الشعب وكذا، يسمعوا لك. صح في الجزائر ما على بالهمش بيك، دير مسيره. صح ما على بالهمش بينا، عبالك وقتاش ما على بالهمش بينا، كي تخرج ولايه ولا زوج ولا ثلاثه، ولو كان خرجوا 40 ولايه 43 مليون خرجوا للشارع قلبوها. واش يخرجهم؟ سلميه، سلميه، مانيش نهضر الخراب، لا لا الخراب، لا لا العنف، لا لا سلميه. كارون طروا مليون ألجيريين خرجوا مسيرة سلمية. صح نزيد بار اكزومبل، نعطي لك عفسة يعني نخمو شوية بعيد شوية هكذا، كيما لا هولاند زادوا لهم في ليسونس شوية، هذه قديمة شوية، هذه صارت 2002، حوس عليها هكذا، حوس عليها أباك، زادوا في ليسونس وزادوا في كلك في واحد صوالح هكذا. الاخ الكريم راه وراك يضيع الوقت نتاعنا، وراهم كاين اخوه كثيرين. خويا نكمل هادي ونروح، نحاول الانتخابات الرئاسيه. نعم تفضل. هادي ونروح. صح نعم خويا، هادي صارت في هولندا. صح زادوا، ولات غاليه شويه المعيشه، واش داروا؟ عبالك الخدامين كاع ما ناضجوا كاع يخدموا، والو متفاهمين كاع بيناتهم، افيشو بارتو ما راحش يخدموا. عبالك يقول لك ما يخدموش، واش يصرى البلاد طيح اون كريز نهار من نهار. بعد واش صرا؟ روح هكاك سمانه الدوله خافت، صاي دراهم بداو يطيحوا، تما تروح الله هولند خلاص، صاي تروح في لا كريز، صاي سي بون. واش داروا لهم؟ خافوا. هذيك ماشي الجاي، خافوا. ومن بعد واش داروا لهم؟ كيخافوا ولاو كاع قالوا لهم خلاص. عبالك واش داروا؟ نقصوا في السومه، ماشي طلعوا في السومه وما بقاتش كيما راهي، نقصوا لهم في السومه، اخدموا يا الشعب. نعم شكرا للاخ الكريم. نمروا للاخوه اخرين راهم ينتظروا فينا. شوفوا ترى الاخ هذا كريم باقي هذا. المهم الاخوه اعذروني مره على مره هكذا، نحاولوا ان نشارك اكبر عدد ممكن من الناس، وكل واحد والمستوى نتاعو راكم تعرفوا، مش الناس راه على قدر من الفكر ومن المستوى، كل واحد وكيف. مره على مره يجي واحد هكذا تناقش انت وياه، ساعات الواحد يخرج شوية الموضوع. المهم الإخوة والأخوات، الموضوع تاني حول الانتخابات الرئاسية، ماذا بنا كل واحد يعني يحضر كلماته سيدي، ويتفضل يشاركنا بالرأي نتاعو، وماذا بنا باش نخرجوا بالنتيجة من خلال هذا النقاش هذا. مهم الأخ الكريم يبدو هو أنه راه الخط نتاعو شوية ضعيف. نمر الإخوة آخرين. الأخ فارس عندك مشكلة في الهاتف نتاعك، نشوفه رابح لأبوبي هذا، نشوفه الأخ رابح هذا بلك لعله يقدر يطلع. إذن الإخوة والأخوات، الموضوع تاعنا هو حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر. كما سمعتم من أنه راه تم الإعلان على استدعاء الهيئة الناخبة هذه في الجزائر، ولا شك راهم كاين بعض الناس اللي هما بداو يعنوا في الترشيحات نتاعهم، ولا في الرغبة نتاع الترشيح نتاعهم. الأخ رابح مرحبا بك. ألو ألو أخ رابح. نمر الأخوة آخرين، شوفوا ترى الأخ هذا مراد
نتمنى أن الأخ مراد يطلع معنا. يا الله يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أهلا. بك الأخ مراد. واش راك؟ واش راك يا سي نور الدين؟ والله بخير. والله لاباس الحمد لله، ربي يبارك فيك. واش راك تاياك؟ والله بخير الحمد لله. اليوم واش قلنا اليوم الأخ مراد عن الانتخابات؟ الانتخابات انا واش نقول لك، الحكم هذا ما يروحش بالانتخابات. بصح هو وسيله. الحكم هذا وسيله، يقدر، معليش. عندي دو بروبوزيسيون، يقدر يروح بالانتخابات. ديروا ذاك النهار كيما يسموها، كيما المكسيك. المكسيك راحوا للتغيير هاك بالانتخابات. المعارضه اتفقوا على كونديدا واحد وراحوا الانتخابات، ربح هذاك المعارض، باسكو كل واحد عس البيرو دو فوت، ماكانش على حد حكم ستيلو تاعو. وكاين انا ولا بروبوزي واسمو، انا نقدر بروبوزي حمروش. حمروش هذا يقدر يلعب هذا الدور، صحيح الانتخابات يحكم عامين برك، سي ترانزيسيون الترانزيسيون دوز عامين، يقدر يحكم 5 سنين. ماشي 5 سنين، بس هو كبير، عمره 70، وفي 70 ما يقدرش دوكا يتلاقى مع ماكرون 36 سنه، يتلاقى مع سمعت لي وكلش لي جان سي دي جان. واش حبيت نقول كادي وحده، وثانيا لازم الشعب، لازم الشعب، بس لازم الثوره كما قال لك هذاك، ما نحتاجوش 40 ولايه، لا نحتاجوش 40 ولايه، هذا ما عندنا ما نديرو ب 40 ولايه، لا ما صل في 2011 ناضوا 40 ولايه، ناضوا 3 ملايين مصريه في 80 مليون ولا 90 مليون مصري ولا شاب، باش عندهم الشعب. راح حسني مبارك، حنا نحتاجو هكذا 3 ملايين 4 ملايين جزائريه، نطلعوا للجزائر الجزائر ما نروحوش من ثم حتى يروح الحكم هذا. اما يقول الاخ مراد فيما يتعلق بحمروش، اصبرني الاخ مراد، خلينا في النقطه هذه، نقطه مهمه ذكرت انت هذه نتاع حمروش. حمروش على اساس واش يتقدم؟ يعني ترى هو يتقدم كهكذا بنفسه، والله لازم له جهات تقدمه، جهات تقدمه مثلا المعارضه، تقصد يعني هذا اللي راهم دركم يطالبوا بالتغيير، مثل قال مثلا مقري واسمه طابو، مش عارف انا شكون اخر، بوشاشي، قال هذا الناس هذو يعني قدموه كمرشح، فيما بعد تروح الناس للتغيير. خاطي مقري خاطي مقري ما يخدرش مقري لي دو سيستيم سي نور الدين، مقري لي دو سيستيم وكذا، عندهم لي دوسي تاعهم، مقري من السيستم، مقري من حماس وقتاش كان مع معارضة، مقري ضد العهده الخامسه، يقدر يكون ضد العهده الخامسه، عنده ان كلون في الفوق يخدم مع الكلون تاعو. سمعت مقري ما يقدرش يروح بعيد، ما تكلوش على مقري، الحماس ماهوش حزب معارض جدا. انا شفت المواقف نتاعو، والله غير شفت المواقف نتاعو تختلف كثيرا على الناس اللي قدامه، يعني تحديدا واسمه مثلا ابو جرى سلطان، شفته مقري خاصه في المده الاخيره، ممكن تختلف معه في بعض الاشياء، ولكن مع التغيير هو. انا قلت حاجه، انا والله بكل نطلق بدون لغه الخشب، كل معك صريح جدا، وانا نعرفك في السياسه وين الميول تاعك، وين راك، سمعت نعرف العائله السياسيه تاعك سي نوردي، سمعت نعرفك قبل ما نجي نهضر معاك، وسمعت والله اسمع، انا اسمع قدام الناس، غير صبرني برك نوضح لك النقطه هذه برك، والله ونقسم لك على المصحف الشريف، لا انتمي الى اي حزب سياسي الان، ماني حتى مع واحد، راني شوف نقدر نتفاهم مع جماعه تاع لفافاس، نقدر نتفاهم مع جماعة نتاع الفلان، نقدر نتفاهم مع جماعة نتاع الارشيدي، نقدر نتفاهم مع جماعة نتاع حمص، ما عندي حتى إشكال. أنا شوف نقول لك، منذ سنوات وأنا أشتغل في هذا الإطار نتاع، هو أنه تلتقي الناس على مائدة الحوار، هو أنه تمشي الناس لمشروع مجتمع جديد،
بالتالي درك انا راني نحوس نقرب الناس. درك انت كي درك حنا مثلا نقصي وهذا واسمه مقري ماهوش وحده. انا مذهبيه درك لو كان انا مذهبيه باش توضح لك الفكره برك. انا مذهبيه لو كان قبل الانتخابات لو كان يقدروا هما اللي راه عندهم الامكانيات. انا في هما اللي راه ما عندهم الامكانيات. نوضح لك النقطه ونعطيك الكلمه الاخ مراد. نعطيك الكلمه. شوف انا مذهبيه لو كان هذا الاخوه اللي راهم درك هما يامنوا بالتغيير الحقيقي في الجزائر كائنا من يكون. درك الان احنا ما راناش كيشوف كاين وضع طبيعي وكاين وضع غير طبيعي. احنا الان رانا في وضع غير طبيعي. بقى ثلاثة شهور غير كافيه على جال باش انت تروح تجيب واحد. قال كيما راه بعض الناس هكذا يقول لك واحد من الشباب وما على باليش. انا ما عندكش الوقت هذاك تكون انت في الوضع الطبيعي لما تكون كاينه منافسه وتمشي الناس على برامج وكذا. احنا الان لازمنا نتكتلوا من اجل مرور بمرحله ولازمنا نفرضوا هذا التغيير شعبيا. انا من رايي هو انه هذ الناس اللي راهم يامنوا بالتغيير انا مذهبي على جال باش يكونوا عده مرشحين فيما بعد هما يخدموا مع بعضهم. قال مثلا يتقدم واحد من الناس اللي عندهم توجه علماني واحد من الناس اللي عنده توجه اسلامي يخدموا مع بعضهم وعلى جال باش تكون هناك ارضيه مشتركه وتكون هناك ضمانات. وفيما بعد حمروش يقدر يلعب دور كبير. انا معاك حمروش يقدر يلعب دور كبير. تفضل الاخ مراد. واش حبيت نقول لك كاين تاريخ الجزائر عندها تاريخ سياسي. نحكي لك تاريخ سياسي. 1995 تلقاو الجزائريين بكل اطيافهم الاسلاميين العلمانيين اليسار واليمين المتطرف واليسار المتطرف قعدوا في سانتي جيديو هكذا لقاو الحلول مدوا ان شونس للحكم باش يخرج في المازق اللي داروه هو الحكم هذا. الحماس كثم حماس كان ربي رحمه واسمه او مات محفوظ نحنح كان معاه نحنح مش مقري كان اي نحنح مش مقري نحنح كثير نحنح عنده الكاريزم عنده تاريخ. اما مقري ما عنده لا تاريخ لا الكاريزم. سمعته نحنح هرب وشارك في الانتخابات الرئاسيه 1995 هكذا شارك في الانتخابات تاع 95. انا ما نتكلمش على الناس هادو ما سي نور الدين. انا الناس ما نحكيلكش على هادو ماهمش معارضين هذا ضد المعارضه. هادو سي واش نقول لك هذا ميكروبات. هذا ديجا لو كان يكون عنده سياسه غدوه الانفتاح السياسي في الجزائر هادو ما عندهمش بلاصه. اي ديجا ما عندناش مشكل ايديولوجي في الجزائر. يا هل ترى سعيد سعدي ديمقراطي يدعي بانه ديمقراطي؟ هل حقيقة سعيد سعدي ديمقراطي؟ هو راه ديال التجمع الوطني ايه انا يعني هذا السؤال ماهوش ديمقراطي. انا الاسلاميين الاسلامية واسمه الاسلاميين نهضة الاصلاح وحركة حمص يا هل ترى اسلاميين؟ ليسوا باسلاميين حقيقيين. يا كاين المزاح النون تروتسكي ولا كيفاش تروتسكيست نورمال تروتسكيين هادو زعما لا ريفوليسيون بيرمانونت مع الطبقه الكادحه ولا الشاغله. شوف مع من مشات مع جنرال توفيق وتسكر على الناس كيما هادو. حنا واش حبيت نقول المعارضه؟ كاين معارضه. كاين الافلان تاع مهري ليكيب تاع مهري وكاين الافافاس ماشي لاباري تاع دوكا. الافافاس ماشي لاباري الافافاس القوه تاعو ماهيش في لاباري والله ما عنده 25 مناضل في لاباري. الافافاس برا المحبين تاعو القبائل اللي سمعت في القبائل المحبين هذو هما نحوسوا على الناس هذو وليكيب الفيس الاسلاميين تاع الصح الاسلاميين تاع الصح. باسكو انا علماني انا جيت من العلم انا من اليسار ولكن ما قدرش نسير الجزائر بدون الاسلاميين. سمعت بس الاسلاميين في الجزائر الاسلام في الجزائر حقيقه سياسية ثقافية تاريخية. سمعت واحد ما يقدر ينحي الإسلاميين واحد ما يقدر ينحيهم سوتو بالكلاش. نقدر ننحيهم سياسيا بالأفكار أن هذه فكرة كلمة تاعك يقدر الحال الشعب ينتخب عليا بالسلاح وكل شيء. ومن بعد كيفاش دار الحكم هذا؟
نحل الفيس، الفيس نحل الفيس، جبنا هذو جبنا. خلينا من التاريخ، خلينا من التاريخ الأخبار هذا، احنا نحوس نحوسوا على ظهرك، احنا نحوسوا على ظهرك. أمور دين بدون تاريخ والله ما تقدر دير والو بدون تاريخ. لا ما رانيش نقول لك، اسمح لي، لا باش ما ندخلوش في التفاصيل برك، الخطر لو كان ندخلوا في التفاصيل انت تحكي وانا نحكي وربما ما نخرجوش بالنتيجه. احنا نحوسوا على درك الان، احنا رانا في وقت مزير نتيجه ثلاث شهور، شكون يقدر يلعب ساك رايك انت من انا حمروش. ها قلت دوكا في الوقت كيما هذا شكون يلعب يقدر يلعب الدوره هذا دوره. سمعت ان خرج الجزائر في الى بر الامان هو حمروش. حمروش لماذا؟ ولكن اولا النظام ما نكرش قال لك انا ابن النظام يا ودي ما تدخلش في التفاصيل كيفاش على بالي بها. لا 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 اسمع لي الاخبار اللي حمروش راني نعرف الافكار تاعو. انا ما رانيش ضد حمروش، فهمت باش تكون في الصوره، ما رانيش ضد حمروش ولا ضد باش هو انه يتقدم، ولكن كيفاش تركيا الطارة هو انه حمروش هذا يتقدم هو. انا هكذا ما على حسب الوسم نتاعي رايي وعلى حسب المعلومات نتاعي هو يعني منذ القدم هكذا، يا اما انه الجيش ما لازمش يكون عندهم مرشح، لانه اذا كان هما دوك نتاعو الجماعه نتاع الجيش عنده هو معلومات، راه عنده جماعه جنرالات يعرفهم ولا الناس مقربين ليه باتصالات وكذا، اذا شاف باللي هاد الجماعه لي ديسيدور قرروا باللي راهم رايحين يديروا سانكيام موندا هو ما يدخلش، هذه ناكدها لك ما يدخلش. واما هو انه تكون انتخابات مفتوحه، دوك لما تكون انتخابات مفتوحه باش تعرف باللي درك في الانتخابات الرئاسيه راه لازم لك جمع تاع توفيقات. او الحكم هذا ما يديرش انتخابات مفتوحه، ما يديرش انتخابات مفتوحه الا تستنى انت الشيطان. صبرني كاينه قضيه كيما نقولوا تدخل في اللوجيستيك، درك الجماعه هذو درك اللي راهو اي واحد راه يدخل الانتخابات الرئاسيه راهو يوجد قال عنده ممثلين على مستوى الولايات، عنده مكاتب مصاريف، هذه مطابع، هذه هواتف، هذه اجهزه، هذه كذا. درك باش واحد يروح يدخل لك هو يغامر بخمس ملاير ولا بعشر ملاير ولا شغل واحد يقمر، فهمتني؟ على هذيك الناس درك راه ما تدخلش. كاين الناس اللي راهم درك كيما ذاك رباعين وهذاك مستوات هذوك يدخلوا على جال باش ما يديو مصروفه، لكن حمروش هو ما يدخلش. حمروش لو كان ما تكونش ناس من وراه، دوك لو كان نقولوا مثلا قال مثلا افافاس، دوك لما يدخل هو معاه الافافاس فقط ما راهوش راه يشكل اجماع، ولكن لما يجتمعوا معاه ناس قال مثلا دوك مثلا جماعه تاع الار سي دي، جماعه تاع حمص ويتفقوا قال مثلا باللي راه تكون مثلا قضيه نتاع قال مثلا كاينه ارضيه وقال كاينه فطره قال مثلا مرحله انتقاليه كاين دستور جديد كاين كذا، تمشي الناس. تسمى الكيفيه، انا راني نحكي لك واش هي الكيفيه اللي هو يترشح بها حمروش. فوال يجمعوا لنا المعارضين الحقيقيين، اما هذوك ار سي دي وكل شيء انا ما نامنش بهم، هذو ماهوش معارضين. المعارضين شكون؟ المعارضين اللي ربحوا الانتخابات في 91، سمعت؟ اللي ربحوا الانتخابات في 91 هذا هو المعارض عندي، اللي ربحوا الانتخابات هما ثلاث جبهات، الافلان تاع مهري والافافاس والفيس، ثلاث جبهات هذون كاينين على ارض الواقع. ارض الواقع ما كانش او كاينين اللي مناظر، انا ناظر في طناني فالناظر مازالني ناظر راهم كما كاينين او ما ماتش الفيس لكلك. لا ما شوف اسمح لي الاخ مراد، في التسعينات هذه الجبهات كانوا موجودين، كانت عندهم الاغلبيه. الان هذه الجبهات الثلاثه ما كان لا مهري ولا اي تحمل ولا اسمه ولا علي بالحاج. للاسف الشديد خرج الاخ مراد، يبدو هو انه عنده خلل في الخط نتاعو. نمر للاخ نبيل قجاتي. الاخ مراد المهم ماذا بيا لك، كان عندك الوقت تعاود ترجع باش تكمل الفكره نتاعك. شوف ترى مع الاخ نبيل. المهم الاخوه اللي راكم تكتبوا في التعليقات اعذروني، مره على مره لما كنت نتكلم راني ما نشوفش التعليقات. لا
الاخ موسى ماهيش قضيه نتاع قلب الفيس، تاع قضيه دوك نتاع الانصار تاع الفيس في 91 وفي 90 ما همش درك في اللي راهم دوكا في الفيس، راهو راح حشاني راهو دا معاه طرف، مات محمد سعيد قتلوه دا معاه طرف، وشخصيات اخرى مش غير واسمه فهمت عباس المدني راهو درك في قطر، والنداء نتاعو ما راهوش هو نتاع 90 ولا 91، يكذب عليك كاذب اللي يقول لك باللي فهمت. شوفوا ترى الاخ هذا بلال، اخ بلال اللي ترمز الاسم نتاعك ببروكسل. شوفوا ترى هذا الاخ محمد اللي دخلتو ما نقدرش نعاود نطلعكم. شوفوا ترى هذا عبدو للأسف الشديد. متفق معك الأخ عبد القادر. المهم كاين مجموعة من الإخوة، ولكن للأسف الشديد الأغلب تاعكم عندهم خلل في الهاتف. نزيد نعاود نشوف الأخ نبيل. نزيد نعاود معاك المرة هذه، المرة اللي فاتت كاين رفض من الطرف نتاعك، تما انت لما ما ديرش اكسبتي ما تقدرش تدخل الحوار. ننتظروا في خونا نبيل هذا لعل الله يقدر يطلع. المرة اللي فاتت خلاص مرتين دوك نطلعك وترفض، تسمى تطلب ومن بعد ترفض مع ديما ندير لك. نشوفوا مع هذا اصبر ترى نزيدو نعاودو نطلعو الاخ مراد للاسف الشديد المرة هذه رؤوف. للأسف الشديد الأخ مراد عندك ممكن خلل في الخط. نشوف ترى مع هذا فارس. للأسف كاين الناس اللي هو موجودين في القائمة ولكن واحد منهم ما يقدر يطلع. بلال ما اللي ما اللي ما محمد الامين مشكل في الهاتف. رؤوف تاعك وقيل اعتقد دخلتك قبيل. رؤوف شوفوا ترى هذا الاخ امين نفس الشيء. ما عندي حتى مشكل انا الاخ الكريم، لو كان جا عندي مشكل لو كان ما رانيش نتكلم، ولو كان الاخوه اللي راهم دخلوا هما ما قدروش يدخلوا. كاين اللي هو راهو يتصل بك بالكمبيوتر كيفاش راح تطلع. قلنا لكم باللي لا 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 الاخ فارس لا لا ما عنديش مشكل انا، دليل هو انه راني نتكلم كيفاش عندي مشكله أنا. والدليل هو انه كاين اخوه اخرين راهم كانوا يتكلموا. مرات كاين نقولوا مثلا واحد عنده ضعف في الخط او ربما في عنده مشكله في نشوفوا ترى مع الاخ هذا فريد. لا كاين الناس اللي راهم يطلعوا تشوفهم ويتكلموا. كاين مرات واحد عنده ضعف في الخط، واحد عنده للاسف الشديد الاخ فريد راني طلعتك. شوفوا ترى مع هذا الاخ كريم. اخ كريم عندك مشكله. كريم
نشوفوا مع هذا أكرم. بارك الله يطلع. أو يسيني لي وعلى رواهم يتزو معهم. مرحبا بك الأخ زهير. ومرحبا بالإخوان تاعتي بازا. وين؟ لا لا. السلام عليكم الحاج. السلام الأخ أكرم، مرحبا بك. تحياتي لك. مرحبا بك الأخ أكرم، من راك تكلم فينا؟ الله يبارك فيك خويا، من سطيف خويا. إيه أخويا. دنك دنك. واش راك؟ تفضل الأخ أكرم. للأسف الشديد يبدو هو أنه عنده مشكلة في الخط. الأخ أكرم، يا الله يا كريم. يا الأخ أكرم، يبدو هو أنه عنده مشكلة في الخط. نشوفه مع هذا بلال. يا الله يا كريم. آمين. والله كاين الناس اللي للأسف الشديد طاهر رؤوف كريم يا حسرة كريم تومي عبدو هذا والو بلال والو أمين والو لا إله إلا الله. وهذا باقي نفس الشيء. باه أصبر تشوف ترى نعاودو. المهم الإخوة إذا كان فيه من يحب يشارك للإخوة اللي كانتوا في القائمة كامل راني خرجتكم، لأنه للأسف الشديد ما لا 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 ما كان لا معرفة ولا هم يحزنون. وش من معرفة؟ نتكلم على المباشرة. وش من معرفة؟ معرفة أن تجي تكلم على جلبش اللي بالرأي نتاعك ما نطلعك شوية. ما مشكلة. شوفوا مع الأخ آدم هذا. الأخ موسى كيف كيف؟ ماهيش ديجا ما راكش ما طلبتش ميم با كي تكتب لي انت تكتب لي ميساج. اطلب اطلب راه كاين الخانه ثم. مرحبا بك الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك بشريط هكذا. هذا بشريط. مرحبا بك الاخ ادم، منين راك تكلم فينا؟ من خنشله. خويا بارود. خنشله. مرحبا بك. بيك ويهنيك. واش تقولنا الاخ ادم في الموضوع تاع الانتخابات الرئاسيه اليوم؟ والله الانتخابات في الجزائر انا ظهر لي المسح الشامل تاع السيستم هذا كامل. تسمى انت راك توافقني في المسح الشامل هذا؟ المسح الشامل. ولكن كيفاش؟ يعني الشعب الجزائري، الشعب الجزائري يكون ياخذ راي ندير نرشح واحد من الاضرار. وعلاه ضرر ما يسحقوش ولا غيستاهلوا؟ ايه احنا جهه الصحراء، بعد جهه الصحراء ما طلعش حتى واحد رئيس. الشعب الجزائري المره هذه كرموا جهه الصحراء اضرار تيندوف ليسونسيال يرشح واحد من جهه الصحراء. ايوا لكن شكون هو الانسان اللي راهو درك معروف وراهو يقدر هو يحقق اجماع وطني هكذا بحيث هو انه الناس تلتف حوله؟ ما يكفيش هو انه قال مثلا واحد يبريزونتي روحه هكذا يقدم روحه ويكون من الصحراء. احنا نوجه لهم نداء من المنبر نتاعك انت الناس الصحراء يقدموا لنا واحد. و
ولا شوف هو انسان جماعة المتقاعدين، المتقاعدين المعطوبين تاع الجيش، تاع الجيش. تاع الجيش تاع الجيش هم كاين الناس اللي راهم هما درك يقول لك باللي ودي بركونا من تاع الجيش خلاص من وقت بومدين جماعة من تاع التنسيقية، الجيش تاع الجيش. التنسيقية الناس هذو، ها واش كنا الناس هذو اللي مهضومين رشح عمار البيري ولا رشح عمار البيري ولا مروان ولا السعيد، أي واحد منهم. الناس هذو اللي مهضوم الحق نتاعهم مهضوم. العاطفة وحدها الأخ أدم ما تدير والو، فهمت السيستم كامل راه مريض السيستم. شوف ما كانش كنت لما تخرج نقولوا مثلا هكذا في مسيرة، وقال مثلا أنت عندك رجلك طايرة ولا ذراعك طايرة ولا عينك طايرة، ولا تعاطف معك الناس، قال السيد هذا راهو محقور تتعاطف معك الناس، ولكن غدوة أنت لما تتقدم أنت الانتخابات الرئاسية يقول لك ريتي بغلك، فهمت؟ لأنك أنت القضية تتطلب برنامج وتتطلب علاقات دولية وتتطلب معرفة بالاقتصاد ومعرفة بأمور كثيرة، ماشي قال أنت روح قدم روحك برك ما هيش، فهمت؟ يتعلم يتعلم يتعلم، هذه كل حاجة تتعلم. درك الناس هذو اللي حاكمين النيفو تاعهم كله راهو نيفو جرادي قال مع الزيرو. بصح حنا نحوسوا على الامور تتطور، فهمت؟ روح تتطور جيب لي دوك انت انسان مثلا تتطور. دكتور قال مثلا دكتور في الجيش، دكتور واحد في الجيش قال مثلا عنده نظريات اقتصاديه، ولا قال مثلا واحد راهو قال مثلا قاري العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، وراهو قال انسان متبحر، قال مثلا لما يعطيك تحليل في امر ولا في قضيه ولا كذا انسان ينورك انسان كذا تدور. بصح تروح تجيب لي انت يا واحد لو كان هذاك لو كان غدوه ما على باليش انا يوصل للسلطان ممكن قال نص الشعب يرحيه يقلبوا كاشير. ما عندناش حل درك السيستم، نبقاو في السيستم، نبقاو في السيستم. لا 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 مع التغيير، مع التغيير بصح للاحسن. الأحسن ما كانش عندك حل باش تمشي للأحسن، ما عندكش حل، ما عندكش حل حل إلا أن نجيبه إنسان أنكوني في الجزائر غير معروف في الجزائر. ما تمشيش معاه، كيفاش تمشي أنت مع واحد غير معروف؟ هذه لازمنا مسيرة وطنية. ماهيش ما هو يخرج من شوف قال لك الثورة أرمي بها للشارع، يحتضنها الشارع ويخرج لنا خويا، يخرج لنا واحد من الشارع. هذيك الثورة، الثورة بكري كانت الناس تحت السلطة نتاع الاحتلال، وكانت الناس ناقمة من الوضع. للأسف الشديد خرج خونا آدم، نشوف نعاود نرجع لك الأخ كريم بالك لا الله. للأسف الأخ كريم ما قدرش تطلع، شوفوا مع هذا الأخ محمد حسن. محمد حسن أخ كريم، شوفوا ترى هذا عادل لا الله يطلع. يا الله يا كريم، شوفوا ترى الأخ عادل. المهم الإخوة والأخوات اعذرونا مرة على مرة، كاين بعض الإخوة اللي عندهم هكذا ضعف الخط وكذا للأسف الشديد. أخ عادل مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا الشيخ. الله يبارك فيك، من راك تكلم فينا الأخ عادل؟ من ولاية بنجبوري. إيه منين؟ من بليمور ولا من العناصر؟ من وسط مدينة البوش. آه ما شاء الله، من جهة لاقرا في وين؟ الفيبور ولا كوشا؟ لاقرا اكزاكتلي، لاقرا. أيه حي عبد المؤمن. واش راك؟ واش راه من البريجيه؟ والله الحمد لله، وانتم كيف احوالكم؟ والله غلبس الحمد لله. واش تحكي لنا الاخ عادل في الموضوع تاع اليوم؟ والله فيما يخص موضوع الرئاسيات في الجزائر، انا ضد فتره تمديد او ما يسمى بالفتره الانتقاليه. المفروض ان الرئاسيات تقام في افريل القادم هكذا.
لا هذه خلاص، هذه تسمى فصلوا فيها صاي. فيما يخص المطارات الرئاسيات، تقديم شخصية من الشخصيات الوطنية كرئيس أو كمرشح، توافق تسمى انت مع فكرة نتاع انه يتقدم واحد مرشح يعني يتوافقوا عليه الناس؟ بالإجماع، يكون بالإجماع. من ولكن يرون فيه التوافق حول واش يكون؟ حول الشخص ولا حول المشروع؟ حول الشخص وبرنامجه. البرنامج يكون جماعي ولا نتاع شخص؟ لا يكون جماعي، يكون الأحزاب اللي ترشح بالإجماع على هذا الشخص وتقدمه. وش تشوف انت، وش كون الشخصيات اللي تقدر انت تقترحها؟ أنا كشخصية ما في رأيي، وجهة نظري فقط، أن يكون رمضان الأمامرة كمرشح توافقي. هذاك هو مجمع تاع النظام، هذا كيفاش يترشح؟ انت من جهة تحوس على النظام يروح وتجيب لي انت النظام. أنا يعني ما يبدو لي فقط، يعني قلت لك وجهة نظري من بين يعني الوزراء اللي تعاقدوا على الحكومة. أنا لا أظن أن النظام سيتخلى على واحد من رجاله، دائما سيكون النظام سيقترح واحد من الأسماء التي تنتمي إلى سلكه أو التي تنجر وراء كيف أفكاره. انت مع مرشح؟ اذا مرشح النظام، نعم، مرشح النظام تسمى انت لما تكون انت راك مع نظام ما تقدرش تغير، تسمى تولي انت تمشي في الاطار نتاع الاستمرارية، لانه هذا الناس شوف نقول لك كاين ربما بعض الاشياء اللي ربما ما تعرفهاش، ولا ربما كاين بعض الاخوة اللي ما يعرفوهاش. علاش انت مرات لما تسمع قال مثلا الناس راها تنتظر الى ترشح بوتفليقة ما يترشحش، لماذا؟ لماذا في رأيك أنت؟ السؤال كيفاش شيخ؟ مرات تسمع أنت يا قال مثلا في وسائل الإعلام المختلفة، والله حتى حديث الشارع يقول لك باللي الناس راح تنتظر إذا كان ترشح بوتفليقة، وحتى مرات تلقى بعض الشخصيات اللي هو يعلنها. يعني نحكي لك أنا عن الناس اللي راهم درك هما معارضين، درك قال مثلا ويحيى، إلا ترشح بوتفليقة ما يترشحش، بالخادم اذا ترشح بوتفليقه ما يترشحش، وشخصيات اخرى هذا رمضان العمامره بالذات ما يترشحش. لماذا؟ لانه هذا الناس هم يعتبروا باللي الراس نتاع هذا النظام ما لازمش يعارضوا، لانه هذا الشخص راهو عنده باسبور دبلوماتيك، راه عنده شهريه، راهو عنده كذا، ما يقدرش هو يعارض النظام اللي راهو كان فيه، ما ينجمش. بينما كاين الناس اللي راهم درك هما يؤمنون بتغيير هذاك النظام، كاين منهم اللي هو دوك لما يشوف قال مثلا بوتفليقه ترشح يقول لك باللي اللعب مغلوق خلاص، معناتها باللي صاي. تسمى الشيخ، ما فهمت من كلامك ان في حال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه فان هذه الشخصيات كلها لن تعارضه، لانها سيضمن لها بقاء المنصب بيان والحفاظ سور، على امتيازاته. بيان سور. اذا شكون الحل اللي هو في يعارضوا؟ يعارضوا اللي راهو درك هو قال مثلا لما تعارض، هو ماشي كلام، تعارض بمواقف، تعارض هو انك تريسكي، ماشي قال عارض جي في قناة فضائية وبرح، ولا قال جي في الفيسبوك ولا في اليوتيوب وواحدر، ولا تعارض باش انت تعارض النظام، راك رايح انت تواجه مخاطر، راك رايح تواجه مشاكل، فهمتني؟ وهذا الناس في الاغلب نتاعهم هما عندهم امتيازات راهم حاصلين عليها، جواز سفر دبلوماسي، راه يداوي، عنده البيان تاع الطياره، طالع هابط، بالتالي هو ما يعارضش المرشح نتاع السلطه. لما يتقدم مرشح نتاع السلطه امشي معاه، حتى اذا كان يروح هو ينتخب ويلوحه بيضاء، ولا يروح ربما مانيش عارف انا يدير فيها خربشه، المهم يؤدي الواجب نتاعو. قال السيد هذا راهو انتخب، فهمتني؟ ما ينتخبش الغدوه يبعثوا له رساله قال بعثنا شهاده الحياه تاع النظام هذا. والله يعني نقولها لك، غير مره داروها لاحمد طلب الابراهيمي،
والله راحوا بعثوا له قالوا له بعثنا شهادة الحياة، قالوا له بعثنا شهادة الحياة. النظام هذا، النظام هذا تاع عمك انت. صح. وكحل تقترحونه انت؟ واش نقول لك انا، انا تسمى الامر هذا مشخصه جيدا، فهمت؟ مشخص الامر هذا جيدا يعني منذ لما كنت في الجزائر. النظام هذا شوف لو كان ما تكونش هناك متابعي صفحتك. نعم قلت لك انا من احد متابعي صفحتك على قناه اليوتيوب. ربي يبارك فيك. شوف نقول لك الاخ عادل، انا متابع جيدا للشان الجزائري. الناس هذو اللي راهم درك هما عندهم امتيازات، هذو غير الانسان ينساهم، ينساهم ميؤوس من درك. هذا الاحزاب السياسيه كاين منهم اللي راه هو مغمس مع السلطه، عندهم علاقات وعندهم لقاءات سريه وكذا حتى ما يعنوهاش في وسائل الاعلام، والله عندهم علاقات وعندهم صفقات وعندهم كذا. درك الشعب للاسف الشديد الشعب راهو درك متفرق، فهمت؟ ما كانش يعني كيما نقول لك قاطره صحيحه اللي هو يشد فيها الشعب ويمشي. كثير من الناس تبدلوا، فهمت؟ لما يكون هو قال مثلا عارض في النظام والله يتكلم، من بعد هو يوصل للسلطه يبدل الهاتف نتاعو ويبدل العنوان نتاعو، كاين حتى اللي بدل حتى المراه نتاعو ويبدل حتى ولادو. وبالتالي درك الشعب فقد الثقه، الشعب فقد الثقه. درك الشيء اللي بقى هو النظام هذا باش يضوك يتغير من روحه، هذه ما كانش منها. كي شغل لك انت تويو تويو من الثقب وراك انت تنتظر فيها لجل باش تويو يسود روحه، ما كانش منها. النظام هذا النظام لازم يروح، النظام خلاص. هذه سياسه نتاع البريكولاج ونتاع التطبع، هذه ما راها راح تؤدي لحتى النتيجه. النظام لازم يروح ويروح بشكل تدريجي، والناس لازم تعمل عمل جماعي، لانه هذاك العمل الجماعي اولا راه راح يقتل الزعامه، راه راح يقتل المشيخه. والعمل الجماعي هذاك راه راح تتشاور الناس، تتشاور الناس على الراي الصحيح، تشاور الناس على الراي الصائب. وحتى الشعب لما يشوف مثلا مجموعه متجانسه ويشوف ناس يعني قال مثلا راكحين في التحليل تاعهم في الاسم تاعهم ربما يلتف حولهم. اما هو انه الناس تروح وراء شخص هكذا ضد شخص، والله ما الامور ما تمشيش، خاصة اذا تعلق الامر بنخبة المجتمع. اذا كانت فئة من المجتمع نخبة هو المجتمع، كما قال قبيل الاخ واسمه مراد حمروش، رغم انه هو الان راه تقدم في السن يقدر يلعب دور يعني في مرحلة يعني، ويكون النقاش حول المشروع وليس الشخص، يكون نقاش حول المشروع. بحيث هو انه انا علاش قبيل دوك مثلا تكلمت مع الاخ مراد في القضيه هذه نتاع واسمه نتاع عبد الرزاق مقري. عبد الرزاق مقري مش في شخصه، لانك انت لما انت قال مقري روح وقال نتاع الرشيدي روح، يما انت كنت راك بانيها على الاقصاء، ما تقدرش انت تقصيهم. هذ الناس راهم يمثلوا راي داخل المجتمع، حتى ولو انه هاد الناس راهم ما مش يتمتعوا بالاغلبيه، ولكن يمثلوا راي. دونك انت لما تجمع الناس تحوس باش دير انت التغيير جماعي، ما لازمش انت تبني على الاقصاء، لازم الناس تشارك، تشارك الناس كلها. وقال المرحله قال فرضت علينا على جل باش حنا نتاقلموا معها او باش حنا نتسايروا معها، تقترح الشخصيات اللي هو تقدر انت دير تشكل بها اجماع. قال مثلا انني قلت لك يكون المشروع يكون هو الصح، مشروع المجتمع يكون النقاش حوله. ايه مشروع لازم الناس تامن، تامن بالجزائر تاع الجميع، هذه لازم تكون عند الناس كل جزائر الجميع، اللي هي لا تقصي لا اللي عنده توجه اسلامي ولا اللي عنده توجه وطني ولا اللي توجه علماني، الناس الجزائر تاع الناس كل. فيما بعد الشخص هذاك شكون هو اللي درك مثلا على درك انت لما تقول حمروش، انت لما تدرس مثلا موضوع تدرس حمروش مثلا، حمروش قال حمروش مثلا اسكو عنده حساسيه مثلا من جهه نتاع القبائل، اسكو مقبول حمروش؟ يقدر هو قال مثلا هاك شوف قبيل كان من الاخ من الافافاس يقترحوا، معناتها باللي كاين راهو عنده قبول
عند تيار معين مثلا علماني، فهمتني؟ تروح قال مثلا تيار اسلامي، لما انت تلقى مثلا واحد كيما واسمه الناس من نتوع الفيس ولا من نتوع حمص ولا من نهضه ولا من كذا، قال اوكي، قال لنا حمروش نشوف فيه بلي انسان وطني، لما لا؟ راهو ربما هو لما يوصل للسلطه قال ربما تكون فيه حريه اخرى، قال ربما نحقوا على اشياء واحده اخرى. تروح انت قال مثلا مجموعه نتاع الجيش، قال بوركو با حمروش، قال له ودي راهو كان ضابط في الجيش وراهو قال مثلا ما عندوش عداوه، قال مثلا موش انسان قال نتاع انتقام ولا نتاع، قال لما لا؟ فهمتني؟ وتقدر انت من جهه هذا الشخص اللي هو قال مثلا يمثل قال اجماع الى حد ما، ماشي 100%، راك راح تلقى معارضين، تاكد ربي وراه ما عنده معارضين، الرسول صلى الله عليه وسلم وراه ما عنده معارضين. امر طبيعي هو انك تلقى انت ناس راهم يعني يكفروا به وما يامنوش به، هذا امر طبيعي، ولكن الى حد ما قال تقدر انت تتوافق الى حد ما. شخص ثاني قال مثلا احمد طالب ابراهيمي مثلا، قال راهو عنده توجه قال مثلا وطني، يقدر هو قال مثلا يجمع جماعه من تاع الفيس والله تو حمص جماعه من تاع الافافاس الى حد ما، فهمت؟ الشخص اللي يكون مقبول، ما تروح تجيب لي انت دوك مثلا واحد انت قال ما على باليش انا خالد بونجمه، قال راح ندير به رجل اجماعي، تروح تهضر مع واحد يقول لك اي يرحم والديك روح عفنا برك انا من السيرك تاعك، فهمتني؟ صح، كاين بعض الشخصيات اللي ما عندهاش وكاين اللي راهو ربما يقدر يكون مقبول، ولكن مقبول عند جهه برك. قال مثلا دوك مثلا واحد راه عنده توجه اسلامي مثلا، نعطيك امثله، قال مثلا احمد بن محمد وزير التربيه السابق، احمد لا مش علي بن محمد، احمد بن محمد تاع اليشير، يعطيك الصحه. احمد بن محمد عنده توجه، ربما لو كان نقولوا مثلا تروح لجماعه من تاع الفيس والله مش مع اللي عندهم توجه اسلامي يقول لك ايه وعلاش لا، ولكن لو كان تروح للجانب الاخر الجانب العلماني او مثلا الجانب الاخر داخل الجيش يقول لك هذه برك ساعه، هذه غير برك مش تهضر فيها، فهمت المساله وين راها؟ تسمى انت باش تجيب واحد اللي هو ياثر داخل المؤسسه نتاع الجيش، يعني عنده قبول بالاضافه الى العلاقات الدوليه، تدوك مثلا تروح تجيب لي واحد قال مثلا دوك انت مثال، تروح تجيب انت علي بالهاج وراهو قال عنده قبول مثلا الى حد ما في الاسلاميين وحتى العلمانيين، قال مثلا يقبلوه، وغدوه مع العلاقات الدوليه انت رايحين يسكروا عليك، كيفاش راح دير انت؟ لازم انت هذا الشخص هذا لازمك تنظر له من عده زوايا، قال ها هو قال مثلا القبول تاعو على المستوى الوطني مثلا الاحزاب الاسلاميه العلمانيه وسمو على المستوى الدولي، قال غدوه مثلا مع المغرب مع تونس مع فرنسا مع الامريكان، هذه الامور كامل لازمك انت تاخذها بعين الحسبان، ما تقدرش انت تروح تراهن على شخص اللي هو ما يقدرش فهمت، ولازمك انت تنظر للبعيد، ما لازمش تشوف قدام عينيك. تلقى مثلا كي انت تحكي انت على فتره نتاع عامين ولا 3 سنين ولا 5 سنين، فتره نتاع عامين ولا 3 سنين تسمى باش انت تبني دوله ما هي والو، واحد يروح يبني دار او واحد يبني دار يقعد فيها عامين ولا 3 سنين، ما بالك انت تبني دوله. الشيخ، نعم، سؤالي الموجه اليكم، بما ان باب الترشح الى الرئاسيه هو مفتوح لكافه المواطنين الذين يستوفون شروط الترشح، نعم، اليس كذلك؟ اذا في حاله ما اذا لم تحقق يعني لم يكن هناك اجماع على شخصيه وطنيه ولا عده شخصيات، نعم، راح يتقدم يعني اي واحد باش يترشح للرئاسيات، نعم، يعني في هذه الحاله لو تقدمت اسماء يعني مجهوله عن الشعب الجزائري، كيف سيكون لنا او ما هي معايير اختيار او الانتقاء بين اسماء المترشحين او هؤلاء المترشحين الذين تقدموا بالترشح؟ شوف نقول لك الاخ عادل، شوف أنا. المسألة ماهيش في قضية هو أنه تتقدم، وش رايح تقدم، ماشي تتقدم، أنت وش راح تقدم للبلاد؟
دوك انت لما انت تروح تجيب لي دركا مثلا، قال ما على باليش انا حافظ دراجي مثلا، هذه اللي حافظ نقول لك انا، دراجي. لان شفت بعض الاسماء مجهوله ايه تقدر ايه لك ايه تعرف. ايه دوك نجيك، دوك نجيك، قال مثلا حافظ دراجي. اوكي، حافظ دراجي كان معلق في التلفزه الوطنيه، وراهو راه يترشح للانتخابات الرئاسيه، يعرفوه الشباب مالفين يسمعوا في كره القدم وتعليقات الرياضيه. دوك انت تدخل راح انت مرشح، من الناس يعرفوك بالك معلق رياضي، فهمتني؟ راه موك معلق رياضي، واش راح تقدم انت للبلاد؟ تروح تجيب لي انت واحد كان يدير في السيرك، كان يدير في السيرك، وكنت تروح تجيب لي مثلا نصوي الحنتايا تقدمه ويترشح انتخابات رئاسيه، برك انا من لا. واش لا كنت نحكي يقل لك؟ هذا تاع معايير، معايير تاع واحد اللي راهو راح يتقدم للانتخابات الرئاسيه لازم يكون عنده مشروع، مشروع هو في نفسه، بمعنى انه انسان مثقف، انسان يعني عنده الى حد ما ثقافه عامه في مجالات مختلفه، ويكون مقبول مثل ما كنت نقول لك، عنده مثلا في قال مثلا التيار الاسلامي، قال مثلا التيار الوطني، التيار العلماني، قال داخل الجيش، في الخارج، كذا، لازم تكون فيه تسمى صفات اللي هي تخليه على الجلبش هو، بالاضافه شخصيا تاعه، شخصيا تاعه يكون انسان ما يقبلش الذل، ما يقبلش فهمت، ما يقبلش الاهانه، ما يقبلش اسمه، عنده شخصيه، مش انسان قال تروح تجيب لي انت يا واحد هكذا تحط له ثم يشوف فيه جنرال يهز قشو ويروح، لازم واحد عنده صح شخصيه كيف يثبت. فهمت، تشوف انت دوك مثلا هاد الناس اللي راهم يتقدموا انتخابات رئاسيه، شوف اعطيك مثال برك، اردوغان، حط روحك انت في هذاك نعم المكان، تشوف شنو انت، قال علماني اسلامي، يعبد الحجر، يعبد البقر، المهم راهو في صح موقف، وراهم قالوا له باللي الناس راهم داروا انقلاب، وراهم شرعوا، وراهم وصلوا الى حد ما، شوف كيفاش يتصرف، لماذا؟ لانه عنده كاريزما، عنده شخصيه تخليه انت في لحظات معينه، والبلاد راها كيما الباخره هذيك اللي راها الطوفان يضرب فيها من كل جهه، الرئيس هذه هي لازم يكون يتمتع بحكمة، لازم يكون يتمتع بنظرة، لازم يكون دارس الموضوع من جوانب مختلفة، في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في كل المجالات، ويقدر هو يوفق على جال باش هو يختار القرار الصائب اللي هو يجنب البلاد من حرب أهلية، يجنبها من استدراج، قال مثلا تستدرج انت الحرب، أم كاين بعض مثلا رؤساء الدول يستدرج الى حرب ويمنع منها، وكاين اللي هو يروح يرمي بروحه على حاجه تافهه خلاص، يروح يرمي بروحه، يرمي بلاده تاعو، يرميها الحرب، فهمت؟ وهذه هذه مش انت واحد يروح يجيب لك انت معلق رياضي، يجيب لي انت تحطه لي انت اسمه رئيس دوله. كنت لما تطرح انت مثلا واحد كيما حمروش مثلا، حمروش راهو كان مع بومدين، اولا ابن شهيد، ثانيا كان في الجيش وتدرب على المسؤولية، كان مع الرئيس هواري بومدين، يعني بمعنى أنه راهو حضر للمجاهدين تاع حرب التحرير، كان في ليكول كادي هذيك، فهمتني؟ من الأوائل، واسمه تسمى مارس المسؤولية، كان رئيس حكومة، كان ثم كي نقول لك انا مع بومدين، مش من الناس اللي قال مثلا راهو قال ما على باليش انا كان مستشار، والله كيما راك سمع واحد هكذا قال مستشار، يجيبوا له يحطوا له فيديو واحد قال هذا ونقص منه وهذيك وهز منه، السيد راه كان معاه، راه كان معاه، يمشي معاه، بمعنى ان راهو كان لقاءات، طلع معاه، هبط معاه، يعرف الدخلات ويعرف الخرجات، بالاضافه الى انه كان ضابط في الجيش، يعرف الجيش كيفاه متركب، يعرف كذا. بالتالي انت لما تروح تحطه انت في منصب، خاصة انه هو انه راهو قال مثلا شرف، هو على مرحلة وين انه بدا في مرحلة انت الاصلاحات، بحيث هو انه قال مثلا كان في الوقت نتاعو هذاك، هو جاء في الوقت الخطأ، كانت الجزائر تغلي، فهمت، كانت تغلي لانه احنا عشنا الفترة هذيك وكذا، ربما لم تتح له الفرصة على جلب شمو، وراهو هو اخذ الدرس، حتى الناس درك مثلا قال مثلا تاع الفيس، لما تروح انت درك مثلا تسمع كمال القمازي، كمال القمازي في 2019
مش كمال قمازي تاع 91، كمال قمازي دركا في 91 قال الدوله اللي جاتنا نديوها. هذوك راه هو اللي يهضر يقول لك يا ودي هذو المتقاعدين تاع الجيش هذو اللي راهم خرجوا لبرا ولازم لهم هذو الحقوق نتاعهم و... فهمتني؟ سمعت راه الناس كاين اللي بيان سور كاين الناس اللي راه كاين الناس اللي تعظوا كاين الناس اللي راهم خذوا الدرس ما حتى نتوع الافافاز والله نتوع الافنان والله. بالتالي دركا هو المشكل نتاع حمروج درك وش هو المشكل نتاع حمروج هو انه هذه طول هذه الفتره ديال يعني التسعينات ما يبانش بزاف، يبان مره في عامين ثلاث سنين في قضيه عرس في جنازه في بيان كذا. هذا الشباب شباب ما يعرفوش، فهمت؟ شباب هذا اللي راهو دوك عايش يعرف الرفكة ويعرف هواري منار ويعرف ما على باليش انا وش اسمه نتاع البالو هذوك نتاع يجيبهم لك بالالقاب نتاعهم وبالاسماء نتاعهم نتاع البرصا ونتاع الريال يحسبهم لك. بصح تقول له نتاع حمروش ولا اسمه ما يعرفوش. انا مره كنت نمشي مع احمد طلب في فرنسا هنا في باري ورحنا في المسجد هذاك تاع باريس هذاك وجينا خارجين كاين ناس يعرفوني يجيو يسلموا عليا واش راك صافا لاباس بخير لاباس منا، وهو وزير خارجيه واحد ما يعرفو. علاه؟ لماذا؟ لانه انا راني في اتصال يومي، راهم الناس يشوفوا فيا، راهم الناس يتكلموا معايا كذا، وهو يقول لك شكون هذا؟ فهمتني؟ ودوك انت هذا وزير خارجيه مش معروف، لماذا؟ لانه هو راه منقطع. كانوا يعرفوه في الفترة نتاعو، كان في الفترة نتاعو كانوا يعرفوه قال مثلا في التلفزة يعرفوه الناس الكبار، ولكن جينيراسيون هذه جديدة، هذه جينيراسيون جديدة هذه مش دوك انت دوك تقول له مثلا ميشيل بلاتيني ما يعرفوش، تقول له انت سوكراتيس تاع بالو ما يعرفوش، تقول له انت زوف ما يعرفوش، تقول له انت بيكامباور ما يعرفوش. هو شكون يعرف؟ يعرف دركا، يعرف ميسي، يعرف رونالدو، يعرف درك اللي راهم دركا في الجيل تاعو، لاعبين محليين فقط. ايه هذه هي المسألة. قال لك الأخ فارس انتم القدماء سبب ضيعتوا أجيال بسبب سكوتكم وهروبكم، لا تؤتوا اليوم تبحثون عن حل. ربي يهديك الأخ فارس، هذا ما نقدر نقول لك. شو من سكوت؟ انت تشوف يا ساكن في الانترنت الليل مع النار انت تقول لي سكوت؟ شو من سكوت هذا يا رجل؟ ايه انت ما تحوسش على الشيوخ، تحوس على العجايز واقيلا على حسب الحطة. معاك الأخ نصر الدين. واش تقولنا الاخ عادل باش نمروا؟ ربما كش ما كاين فيه اخوه اخرين راهم ينتظروا. ايه راهم كاينه قائمه ما شاء الله. صلى نتمنى الفتره ربي يبارك فيك الاخ عادل. معذره كنخرج نشوفوا ترى الاخ كريم هذا بالك. الاخ كريم بنتومي للاسف راهو عندك مانع. شوفوا بلال هذا مسجي للاسف. شوفوا الاخ فارس لعل الله يقدر يطلع نشوفوا الأخ محمد. شوفوا طر الأخ هذا محمد بلك لا عاد يطلع. الأخ مراد قلت لي وش نكون رئيس القادم، الله أعلم. فهمت؟ وما درك راه ما عندهم عدة سيناريوهات. أنا راني كنت تكلمت في وقت سابق، الإنسان اللي راهو الآن في 2019 يعتقد من أنه بوتفليقة راهو يحكم أو بوتفليقة راهو رايح يترشح، هذا الرأس تاعو محكوم بالكادنا. ما عندكش كيفاش أنت تتكلم معاه. بوتفليقة نتاعها الأخ محمد مرحبا بك. الله يسلمك يا الأخ الكريم.
السلام عليكم. وعليكم السلام، من راك تكلم فينا الأخ محمد؟ من جنوب إفريقيا. مرحبا بك. الله يسلمك. أظن يعني عندي كلمتين على الحلقة تاع اليوم، هي أن النظام هذا في رأيي أنه سيستمر في البلبلة والخرافات، ونظن مولود حمروش ليس هو الحل. في نظري أنا أخضر إبراهيمي أحسن، لأن مولود حمروش كان في النظام السابق، كان معهم في عود لي عود لي الأخ، كلمتني المرة اللي فاتت قلت لي من تيزي وزو. لا لا أنا عماه، أنا أصلا من تيزي وزو. أنا عماه. ما عليش، مش مشكلة. شفيت الصوت تاعك الصوت ياه نظن. واش قلت لي؟ قلت لي باللي ما حمروش مرفوض. واش كون اللي قلت لي يقدر يمشي؟ انا نظن حمروش ما راحش يدير ان شونجمون في الجزائر، سي با بوسيبل، باسكو كان في النظام ومعروف ونعرفوا السيره تاعو. صح، طاح في وقت كان رئيس حكومه، كانت الجزائر عندها مشاكل وكذا، ما سيرش الامور كما يلق. بصح السيستم في الجزائر معروف، الجيش الرئيس ولا الوزير الاول ولا وزير العدل ولا وزير الداخليه، معروف السيستم في الجزائر. لازم يكون وفاق من الجيش، لازم يكون يخدم من في الجيش، ولا ما يعطولوش البلاصه، ما كاش منها. انا نظن في رأيي الأخضر الإبراهيمي يقدر يقود المرحلة هذه هكذا، بالك حتى يكون فيها شوية التوافق. بعد إن شاء الله بالك ربما إن شاء الله، هذا بالك ربي لا 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 أعطانا الرحمة، باسكو فريمون سي اون كاتاستروف. ربي لا منه من الأخ محمد. نعم. بين منه من لما تقول انت التوافق، تقترح انت مثلا هذا واسمه الاخضر الابراهيمي. الاخضر الابراهيمي يعني نظن عنده الدبلوماسيه. خلينا من التاريخ تاعو السياسي. خلينا الاخضر الابراهيمي يصلح. اسمح لي برك، اسمح. الاخضر الابراهيمي نتفقوا معاه ولا نختلفوا معاه، انسان رجل دوله يقدر يسير هو دوله، عنده امكانيات، عنده شخصيه، عنده علاقات دوليه، عنده كذا. ولكن بين منه ومن هذ الناس اللي يتفقوا عليه لازم تعرف. لي ايضا لما انت تحكي لي انت دوك قلت لي باللي هذا باش ما يكونش الكلام تاعك متناقض، لما انت تقول لي دوك مثلا باللي حمروش غير مقبول لانه حمروش راهو كان رئيس حكومه وهذا راه واحد من تو السيستم. اخضر الابراهيمي راهو لما خرج حمروش، الاخضر الابراهيمي كان وزير خارجيه، راهو من الجماعه اللي وقفوا مع الانقلابيين. هذا الأخضر الإبراهيمي. يا الأخ نور الدين، أنظن أسمامون الحالة في الجزائر ما ريش تعجب مليح هكذا. باش نستمروا في العهد الخامس تاع بوتفليقة، أنظن كارثة كبرى. والعلم لله، لا مازالوا حي ولا ميت ولا تسمى واحد ما على بالو واش صرا. نظن ان الاخضر الابراهيمي يقدر يسير المرحله الانتقاليه باش نقولوا راح تصرى انتخابات. هذا من المستحيلات السبعه. الاسم نتاع الاخضر الابراهيمي ما راهوش متداول بتاتا في يعني الطبقه السياسيه، ممكن بالك يتداول عند اطراف داخل الاجهزه نتاع النظام، ممكن بحكم انه قال كم من مرة يستقبل من طرف بوتفليقة، ولكن عند الناس المعارضين اللي راهم يحوسوا مع التغيير ما اعتقدش باللي الاسم نتاع الأخضر الإبراهيمي راه محطوط. أنظن سيكون الخط الأخضر الإبراهيمي سيكون الخط الوصيل، يعني فيه ناس أخرين. يعني نتكلموا على المرحلة هذه، يكون مرحلة انتقالية، يكون فقط لمرحلة انتقالية باش يتغير شوية السيستم، باسكو كيرا الشيرة الفترة اللي عايشين فيه، يعني رانا رايحين
النفق اسود، ما فيه، لا اقتصاد، ما فيه اي شيء يا الاخ. ما يقدر يسير المالي. المعارضه ما فيش معارضه في الجزائر. تتكلم على حمص ولا تتكلم على وزا حنون ولا تتكلم، هما نفس السيستم، يطبلوا مصبح حتى العشيه، يروحوا للابياني يغردوا شويه باش يجيبوا الشهريه تاعهم، كروسه باطل، ليسونس باطل، لاك تعرف السيستم كيفاه. اسمع، راهم داخلين في السيستم. يعني انا رايي الاخضر ابراهيمي يقدر يسير محل بعد الخضر الإبراهيمي. نظن الجزائر لازم يكون لها إنسان أكاديمي، ما يكونش من الجيش. هذيك في المرحلة، لأن في الوضع الطبيعي هذيك. إيه في الوضع الطبيعي، يعني كما قلت لك يسير الخضر الإبراهيمي مثلا، يقدر يسير المرحلة الانتقالية، لأن لها ما لازمش تعود صرانا كما صرات في 92 وكذا. ولكن الأخ محمد، الأخ محمد، هذا الأخضر الإبراهيمي على شكون؟ يعني الجهة اللي تقترحه، فهمت؟ شكون الجهة اللي تقترحه؟ قال مثلا لما ذوك مثلا كاين أحزاب اللي راهم دركم ينشطوا. اصبرني باش نكونوا موضوعيين. نعم يا. وعمليين. درك مثلا الاسم نتاع حمروش اسم متداول، قال مثلا في بعض الاحزاب السياسيه من بينهم الافافاس مثلا نتاع حمص، شفتهم انا استضافوه مره في داروا معاه ندوه اعتقد في رمضان والله في وقت سابق. نعم، الجماعه هذوك اللي داروا مازفران ايضا استضافوه. مقبوله صح. تسمى الاسم نتاعو راه متداول الى حد ما. لكن هذا الاخضر الابراهيمي شفناه فقط الانسان اللي راهو يستقبل فيه هو بوتفليقه. مره على مره قالها بوتفليقه استقبل الاخضر الابراهيمي. يا الاخ نور الدين باش تغير السيستم. ربما كاين فيه حديث قال مثلا، ربما ما على باليش انا، قال بعد الانتخابات هذه اللي ربما راهم واعدينه بكش منصب، او قال مثلا ربما فيه قال مثلا اقتراح نتاع الاسم نتاعو باش هو يقود مجلس الأمة. والله ممكن الاسم نتاعو راه متداول ولكن في الجهة نتاع النظام. راني موافق معاك يا الأخ نور الدين، باش تغير النظام هذاك لازم يكون واحد موافق معاهم. لازم نكونوا واقعيين. بصح مولود حمروش أيضا في المقابل لازم يكون، علاش في المقابل؟ لأن لما جبت حمروش هو عنده ناس داخل النظام يسمعوا له، ولو الناس اللي راهم دوك مثلا نقولوا مثلا الناس اللي كانوا هما في وقت بومدين والله تيار داخل الجيش مازال الى حد ما نقولوا مثلا راه مازال منهم صف والله، هما راهم رايحين ينقرضوا يعني ممكن بالك على 10 سنين والله ما تجيش تسمع بهم. لكن جيل مات، جيل مات. ايه ولكن عنده الناس اللي راهم يسمعوا له الى حد ما داخل النظام. راك تتكلم على المعارضه يا الاخ نور الدين، راك تتكلم على المعارضه. معارضه وفي الخارج ثاني. كيف يا الاخ نور الدين؟ من المستحيلات السبعه. صح كان في الجيش هو ثاني، ونعرفوا التاريخ تاعه، وكان في الاكاديميه ويعرف بزاف المسؤولين في الجيش، خدم معاهم. بصح المشكله ليس عنده خبره يا الاخ نور الدين على مستوى التسيير، على مستوى العلاقات الدوليه. يا الاخ نور الدين هذه الدوله يا الاخ نور الدين، ماشي حاجه لا تسير وزاره ولا تسير. هو علاه بوتفليقه خلق رئيس ولا بوتفليقه خلق رئيس ولا؟ بصح بوتفليقه شكون اللي جابوه يا الاخ نور الدين؟ العسكر هما اللي جابوه. ايه وكيف راح تقول لي؟ اسمع راح نوليو لنفس السيناريو، اسمع ما تقدرش بلا موافقة الجيش من المستحيل السبعة تاخذ منطقة. يبدو ما راكش فاهمني الاخ محمد، ما راناش على نفس الموجة. شوف راح فهمنا يا الاخ نور الدين، يعني النقطة اللي حاب تبلغها. اسمح لي، انا راني مع التغيير، راك مسامح، مع التغيير الحقيقي.
دركا باش تقول لي باللي انا مثلا كاينين الناس في السلطه يجب الاشراك نتاعهم مثلا في مساله نتاع التغيير، انا معاك. لازم يا الاخ نور الدين، لازم. لا انا متفق معك، انا هذه منذ سنوات وانا نقول فيها شيء جديد. لازم انا معاك، ما تقدرش يا الاخ نور الدين. نعطيك مثال، نعطيك مثال. هنا في جنوب افريقيا وسمعت الخبر الشيء اللي داروا الرئيس الدولة مقبل زوما كي خرج من الحكم، اللي اخذ المرحلة الانتقالية منه خلى الوزراء باش يسير الدولة. يا الاخ نور الدين، هذه مستحيل باش تني طواي كلش من الزيرو، هذا ما كش منها كاع. لازم تكمل بعد، تشوف من بعد كل واحد تصفي له الدوسي تاعها. بصح في الجزائر من المستحيلات السبعه يصرى هذا الشيء. لا لا متفق معاك، هو انه التغيير يكون على مراحل، يتغير العقليه. اخ محمد، نعم. شوف انا قلت لك راني نحوسوا نكونوا موضوعيين ونكونوا عمليين. ولما ذوك مثلا واحد، ذوك انت ذوك مثلا طرحت لي الاسم نتاع وش اسمه الاخضر الابراهيمي، نعم انا راني تسمى نحاولوا كيما نقولوا على جال باش نثريوا هذا النقاش، شيء على جال باش راني حاب نفرض عليك قال مثلا انا راي معين، حاولوا باش نثريوا هذا النقاش من خلال تسمى نقولوا الاقناع. دوك انت مثلا كي جبدنا دوك مثلا شخص، دوك انت تروح هز مجموعه اشخاص، كي انت دوك مثلا راح تدرس ملفات نتاع الناس، هز مجموعه اشخاص، هز قال مثلا خضر ابراهيمي، هز احمد طالب، هز حمروش، هز بن بيتور، هز بن محمد، هز الاخر 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 الاخر، وكل واحد شوف انت واش قادر هذا ياثر. قال شوف له مثلا راها كاينه عده مشاكل موجوده في البلاد، كاينه فئات راها موجوده في البلاد، كاين قال مثلا فئه نتاع البطالين، قال فئه نتاع المتقاعدين نتاع الجيش، قال مثلا منطقه القضاء. ماشي غير هذاك الشيء يا الاخ نور الدين، كاين بزاف المشاكل، إسلاميين، اسلاميين وطنيين، علاقات دوليه، مشاكل على مستوى الاقليمي، حرب في ليبيا، كذا كذا. انت تدرس الموضوع هذا تقول لي دوكا مثلا، اصبر تقول لي بلي دوكا الخضر الابراهيمي عنده علاقات دوليه، نقول لك وي عنده علاقات دوليه، قادر تكون عنده علاقات مع امريكا علاقات قويه، قادر تكون عنده علاقات مع فرنسا علاقات قويه، قادر عنده راهو نسيبه هذاك الملك نتاع الاردن، تقول لي عنده علاقات دوليه، نقول لك ايه معك، ولكن يا هل ترى عنده قبول شعبي؟ دوك انت لما تروح تجيب لي واحد دوك هو عنده علاقات دوليه، بوتفليقه عنده علاقات دوليه. يا اخ نور الدين، لا نوضحوا النقطه يا الاخ نور الدين. بوتفليقه كي جابوه هل كان عنده شعبيه؟ كانت عنده الى حد ما، ما نقولكش باللي اغلبيه، بصح كانت عنده الى حد ما، كانوا من كانت الناس يمشوا أقل... معاه على اساس انه كان معاه بو مدينه، كانت اغلبيه كانت الناس يمشوا معاه بالاطار. لا هذا هذه النقطه، هذه النقطه بالذات، الاقليه اللي كانت معاه كانت على جال التاريخ اللي ربطوا مع بو مدين. نعم صحيح. عمل الشعب، عمل الشعبيه بالحمالات باش تكلمنا على الوفاق الوطني وكذا وكذا وكذا، هذاك زاد عليها برك. زروال هو اللي خدم على الوفاق الوطني، هو ادى الشيعه برك، ادى الشيعه برك. بوتفليقه كمل عليها. شت كي واحد بدا يخطط، بدا تبدا تكتب شويه شويه جا، ويجيك يجيك واحد اخر يكمل الجمله بكلمتين. هذاك اللي صرا، هذاك اللي صرا وشفناه. انا ما مانيش من الجيل هذا، من الجيل السبعينات. كاين اللي راهم درك هما يقترحوا حماه واسمه زروال لتسيير مرحله. كاين اللي انا حكيت معهم، حكيت حتى مع ناس ضباط، حكيت مع ضباط يعني في الجيش كيما نقولوا من المتقاعدين. كاينين اللي هما يشوفوا باللي زروال هو مادام راه هو كيما نقولوا زاهد في السلطه، يقول لك لما لا مثلا زروال نقترحوه لتسيير مرحله انتقاليه تدوم عامين والله من اجل تنظيم انتخابات رئاسيه حقيقيه. كاين اللي يقترحوه في ظني زروال
ليش الشخص المناسب. نعطيك زوج حوايج هكذا، نعطيك من جهة العسكر يقدر يجيبها، يقدر يفوت ماشي مشكل. من جهة المعارضة يكون عنده نص والنص يعارضه. زروال ما عندوش كفاءات عالمية، ما عندوش مستوى وعلاقات دولية كما الإخضر الإبراهيمي. توافق معايا الأخ نور الدين ولا ما توافقش معايا في هذه النقطة؟ والتاريخ يشهد على هذا. والتاريخ بالجيش معك أشخاص، تيش معاك المعارضة، فيه أشخاص من المعارضة، فيه أشخاص معارضة راح يدعموا زروال، يدعموا زروال، منهم حمص. حمص لأن دعمهم حمص. ونعرفوا التاريخ ونعرفوا نحن الجزائريين. نحن أنا على تكلمتك على النقطة هذه. الأخضر إبراهيم قادر يسير المرحلة العامة بصح باش نرجلوا المشكلة تاع الجزائر تكون انتخابات حرة والديمقراطية وكذا وكذا، لازم تغير جذري يا الأخ نور الدين. النقطة الأولى نظن لازم المسؤولين والأكاديميين يفون كونفانكر أمام premièrement l'amour de la nation et de faire son devoir rien plus que ça. Mais qu'est-ce زايد على هذه؟ لازم يكون واحد متربي على خلق، على خلق حب الوطن، ونخدم خدمتي، ما رانيش تاع بابا. هذه هي العقلية لازم تتبدل في الجزائر. جربنا الأفافاس في القبائل، جربنا الأرسيدي. المشكلة في الشعب. لازم كنت كلموا على الحكم، الحكم خرج من الشعب، الحكم خرج من الشعب يا الأخ الكريم. لازم تتبدل العقلية، العقلية تاع الإنسان الجزائري. لازم التعقلية. عندي منصب كما قال أوباما، يا بيرسون أهدرها بلونجلي، قال نقدر نعاود نسير ونربح، صح كل شيء عنده نهاية. لازم نخلي الواحد آخر يجي يأكل، يدير الشهرية تاعو ويسيي الأفكار تاعو ويشوف كيف يرفد البلاد. الأخ محمد، هذه هي المشكلة. نعم يا الأخ الكريم. أخ محمد رام كاين مجموعة كثيرة رام ينتظر فينا. نعتذر أخ نور الدين، هذا رأيي الشخصي. ربي يبارك فيك أخ محمد. ونعتذر على الحلقة اللي فاتت. بعض اللي تبعوك في الفيسبوك بلكي يفهموني غلط. قلت لك المرة اللي فاتت مرحبا بك في كل وقت وحين. ماشي فانت. مشكلة يا أخي، نحن نتكلموا الصفحة تاعك سميتها يا الأخ نور الدين مصلحة الجزائر، المصالحة، نتكلموا على مصلحة الجزائر. ربي يبارك فيك الأخ محمد. الله يسلمك. شكرا الأخ محمد ومرحبا بك في كل وقت. نمر ترى نشوف ترى هذا شرف للأسف الشديد الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بشرف أنيس جريدي، حاولت باش ندخلك. شوفوا ترى مع الأخ هذا بديس بن جبار. عندك مشكلة الأخ فارس، كم من مرة ندخلك ولكن للأسف الشديد الأخ آدم اعتقد أنت دخلتك قبيل. الأخ اللي ترمز للإسم نتاعك باقي نفس الشيء، كاين عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوفوا طر الأخ هذا صالح نفس الشيء. سبحانك يا ربي. عاودوا نرجعوا لهذا نفس الشيء. لا إله إلا الله. يا الله يا كريم، الله كاين مشكل. المهم
آسف جدا الإخوة والأخوات. المهم الإخوة والأخوات، لا 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 لا، ما هيك تعلق يا الأخ فارس، علاش راك راك تعلق؟ كيفاش ماك محظور؟ ماكش محظور، لو كنت جيت محظور ما تقدرش تعلق، عندك بلوكاج في الهاتف نتاعك الا كان راك تستعمل هاتف، الا ماكش تستعمل هاتف راني قلت لك المره اللي فاتت ما تقدرش تدخل. شوفوا الاخوه والاخوات، على جال باش ان شاء الله نديروا كيما نقولوا واسمو الخلاصه لهذا النقاش. الانتخابات الرئاسيه تختلف عن الانتخابات البلديه والتشريعيه. الرئيس هذا الرئيس المفترض ما يكونش عنده حزب، لماذا؟ لانه لما يكون عنده حزب الناس اللي راهم رايحين ينتخبوا عليه يكونوا متحزبين، والرئيس هذا المفترض هو انه يكون فوق الاحزاب، بمعنى انه يقدر يجمع شمل الجزائريين. الرئاسة لازم هذا الشخص هذا اللي يتقدم للرئاسة. كاين بعض من الناس هكذا من الشباب هكذا ما مش فاهمين المسألة ويقول لك صحيح هو انه انت راك كيما نقولوا ترغب على جال باش يكون هذا الرئيس يكون شاب ويكون عنده مستوى جامعي ويتكلم عدة لغات، صحيح هذا راه، ولكن هذا يتم في الوضع الطبيعي. دوك مثلا في فرنسا لا تستغرب هو انه يخرج هذا ماكرون، لماذا؟ لانه المساله هي راها تتعلق بالافكار وتتعلق بالبرامج، لكن الوضع في الجزائر يختلف عن الوضع في فرنسا. الوضع في الجزائر راهو تحكم اشياء واحده اخرى، وبالتالي احنا باش ننتقلوا من هذا الوضع غير طبيعي لوضع طبيعي لازم لنا وقت ولازم لنا عمل لازم لنا مراحل باش حنا نلحقوا لهذاك الوضع، وين انك انت تصير فيه السسبنس وقال الناس راها ما على بالاش شكون هو اللي راهو راح يكون الرئيس القادم والى غير ذلك. هذه تتم في وضع طبيعي. حتى الان راه عندك تاريخ انت احتلال، عندك تاريخ انت مأساة، عندك تاريخ انت اخفاقات مختلفه، تاريخ انت فساد، تاريخ انت عروشيه وانت جهويه. راكم تشوفوا الجزائريين للأسف الشديد تطرح موضوع للنقاش تتقلب الدنيا، لأنه الناس للأسف الشديد مازال يعني ما عندهمش يعني كيما نقولوا ثقافة الحوار، والله مباشرة تبدأ الناس تسب وتبدأ الناس كذا وتبدأ الناس كذا. هذه لازم لها خدمة. حنا دركا لما الإنسان دوك هو يتقدم للانتخابات الرئاسية لازم تكون تتوفر فيها شروط. يا صاحبي انت تجيب لي واحد خضار يجي وين انت تقنبر انت بالغاشي، انت جات تشرح انت اسمه للرئاسه طلقوا عليها والله. باش انت ترشح للرئاسه لازم تكون عندك علاقات، يكون عندك مشروع، على الاقل عندك مشروع. قال مثلا انت راه ما عندكش مثلا قال علاقات دوليه، وقال ما راكش معروف داخل الجيش، وما عندكش علاقات قال على المستوى الاقليمي، ولكن عندك مشروع، عندك مشروع. قال مثلا انت واش تحكي في الاقتصاد، واش تحكي انت في السياسة، كيفاش انت تعالج المأساة، كيفاش تعالج انت هذه المشكلة انت التركات هذه المختلفة، كيفاش انت تأخي بين الجزائريين، كيفاش انت تجمعهم. ومشي بكلام، كاين بعض من الناس يبدأ هو يوعد في الناس، ولما نوصل هنا كما قالاش واسمو بومباردين نقلبها لكم جنة، فهمت؟ ندير لكم مدارس وندير لكم جامعات وندير لكم كذا وندير لكم وعود. كيفاش انت تجسد هذيك الوعود؟ تا دوك مثلا انت رايح تنتخب، رايح انت قال مثلا البلدية، مثال رايح انت البلدية، البلدية هذيك فيها كاميو وفيها ما على باليش انا سوق، وقال ما على باليش انا فيها سينما مثلا، وانت لما انت تروح للناس قال لها المشروع نتاعك، شو المشروع نتاعك؟ رايح ندير لكم طريق، وراح ندير لكم مستشفى، وراح ندير لكم مركز تجاري، راح نجيب لكم كارفور لهنا، وراح ندير لكم المترو، وراح ندير لكم طياره، نقلب لكم البلديه دي فيها مطار، وندير لكم وندير لكم وندير لكم. ولكن النهار اللي توصل انت
هذيك انت وعود، هذا مش برنامج عندك انت وعود، راك توعد في الناس تا غدوه لما توصل انت للبلديه منين رايح تجيب انت الاموال باش انت دير المترو، منين رايح تجيب انت الاموال باش دير انت المطار، منين رايح تجيب انت الاموال اجل باش انت دير لهم مركز تجاري. بالتالي انت لابد هو ان يكون عندك استثمار، تكون عندك موارد في البلديه ذيك على جال باش انت تحقق المطالب هذيك اللي انت راك تعد بها في الناس. نفس الشيء لما انت تكون انت راك راح انت تقدم انت للرئاسه، لازم يكون على الاقل عندك مشروع. خلي من العلاقات الدوليه وخلي من امور، لانك انت باش انت راك راح تحل ازمه يا بوتفليقه، راهو كان واحد من الناس اللي راهم محسوبين على بومدين، يعني زعما شغل من الناس الاولين اللي راهو يعرف النظام. راك تشوف 20 سنه وهو يباتيني وهي مازال ما تحلتش الازمه، 20 سنه راه تجيب لي انت واحد خضار رايح انت يقدم روحك انت سودور، واحد كان يلعب في البالو، واحد كان يدير في السيرك، راه انت ترشحني انتخابات رئاسيه يا العنبليس يا رجل العنبليس. لازم لك مشروع علاش باش انت تقدم الانتخابات الرئاسيه. لذلك انت دوك لما انت باش انت تقدم الناس اللي هما للرئاسه لازمك تقدم شخصيات انسان. تاع بعض لو قال انا مثلا حمروش، قال مثلا انا ما نتفقش معاه في بعض المسائل، ولكن هذا لا يعني لما انه انا ما نتفقش معاه في بعض المسائل انا قال نرفض كلش. لا، اولا حمروش هو من نقولوا من 92 وروح لهون بعيد عن النظام، بعيد عن النظام، وراه هو ترشح في 99 ضد بوتفليقه. دوك تروح تجيب مثلا شخصيات اخرى، هز مثلا بن بيتور، بن بيتور راهو في التسعينات كان وزير، راهو خدم مع رضا ملك، خدم مع بليد عبد السلام، وخدم مع بوتفليقه. دوك لما انت تهز قال مثلا انت تقرا، قال مثلا هذه النقطه هذه نتاع الجيش، شوف انت قال مثلا التاثير نتاعو هو داخل المؤسسه نتاع الجيش عند الاسلاميين في منطقه القبائل على المستوى الدولي على المستوى الاقليمي. لازم كل هذه الابعاد هذه لازم كنت تاخذها بعين الاعتبار. اجي لواحد داير لي ايميسيون في التلفزيون ولا في اليوتيوب ترشح انت الانتخابات الرئاسيه، لا بليس يا راجل البليس. ورا العلاقه الدوليه اللي عندك، واحد قال تقهوى مع واحد والله حسبها علاقات يعني البليس، يعني البليس راك رايح الانتخابات الرئاسيه لازم تكون عندك كاريزما، لازم يكون عندك مشروع، لازم تكون عندك علاقات دوليه، لازم تكون عندك علاقات في الداخل، ولازم 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 تهم ناس شخصيات راهم درك هما كانوا يحسبوا في رواحهم مانيش عارف هكذا، ولكن النهار اللي تروح انت للشعب وتشوف النتائج تصدم. لذلك هذه المساله هذه تاع الانتخابات الرئاسيه ما لازمش تشوفوا ليها هكذاك بنظره سطحيه. بعض الاخوه هكذا من الشباب هكذا، صحيح هو انت راك تحوس انت على جال باش يكون واحد بوغوس، فهمت، واحد يكون عنده مستوى جامعي ويكون عنده طاي مليحه، ولكن هذيك الامور هذيك ما تشوفش ليها في الرئاسه. الرئاسه شوف واش عندك في الراس، فهمت، تلقى واحد راهو الراس تاعو كيما الراس تاع الجمل ولكن الداخل كمبيوتر راهو يخدم، ويبان لك واحد راهو بوغوس وراهو عنده طاي كيما يقولوا مانكا وكذا، ولكن راسو فارغ، راسو مخو ذبانه ما كانش. ما لازمش انت تشوف انت الهيئه نتاع الانسان، شوف واش عنده في راسو، شوف واش راهو راح يقدم للبلاد. شوفوا ترى هذا باديس للأسف الشديد خرج، شوفوا يوسف هذا ربي يبارك فيك الأخ باديس، كنت زعما راح ندخلك انت خرجت للأسف الشديد خرج هذا. شوفوا ترى باديس هذا، لعل الله باديس عندك مشكلة في الهاتف نتاعك،
عيسى، عيسى بالك لعله تطلع المرة هذه. هاني طلعتك يا عيسى، المهم الخط تاعك ما يكونش فيه الثلج برك. على بالي باللي راه في كندا عندكم ثلج. السلام عليكم. أهلا. السلام. فيش الحمد ثلج لله. ولا؟ بك ثلاث تليفونات، ثلاث تليفونات به حكمتك، أيه بدلت ثلاث تليفونات. يا لا رحم بابك. ايه احنا عندنا، شوف الليلة، الليلة عندنا موان كارون يا رحم بابك. والله العظيم، راهو ديجا راهي للاخر قايمة هنا، يقول لك البرد اسمع والبرد وموان على كارون. بالك، اسمع باش نوسيو شويه، نلطفوا الجو شويه. على بالك باللي موان كارونت في الجزائر، والله موان كارونت في الجزائر، على بالك الشعب الجزائري يصبح جامد. وش من الجزائر؟ شوف انا نتحدى، انا ولد باتنا، وباتنا بارده. اه سمعت كيفطن واحد الصباح كي تخرج تلقى الجليد مجلد، هذوك الحفر تاع اللي فيهم الماء مجلدين برد. اه بصح اكد لك لو كان يطيح ناقص ربعه في الجزائر يموتوا. بصح من المفارقات اللي شفتها انا في كندا نوردين، انه هنا ما يموتوش من البرد، في الدول العربية وفي التيار موند يموتوا من البرد، هنا يموتوا من السخانة. توصل 35 درجة كاين شيء بيموتوا من السخانة، يموتوا. المهم لازم نتبادلوا ربي برك. يجيب المهم الليلة على بالك، احنا عندنا ناقص، كي اسمع تكون ناقص 27 اسمع، وزيد لها ملا لو الريح. عيسى، ملا لو كان يجي واحد من الجماعة نتوع كندا يجي العين صالح ولا الأضرار، ملا يذوب. يذوب ايه اي مو هنا، هنا عندك 35 درجة، 35 درجة يقول لك سخون الحال. انا عندي 35 درجة كي والو، احنا انا فتنا ال 50 في ورقلة، انا ورقلة عشت شفتها، مشيت فيها 50 درجة تحت الظل. بصح تتأقلم كما يقولوا. اه المهم انا واش شفت، تحكي لنا عن الانتخابات الرئاسية؟ انا الانتخابات اخي على بالك الساعة بدالك بواحد المقولة اللي قلتها لك خطرة، وما اخي قلنا لهم، من يحب بوتفليقة بوتفليقة قد مات، ومن يحب الأحزاب الأحزاب فاتها الزمن، ومن يحب الشخصيات الوطنية راهي ما تحك ما تصك، واللي يحب الجزائر فهي باقية إلى يوم الدين. هذه لازم يحطوها الناس اللي مازال يامن أنه بوتفليقة يحكم. كما تقول تاره خلاص، أنا عندي، أنا من الناس اللي رفع عليهم القلم. بس عندي شعر فيما خص، انا باغي نلطف شويه الجو من بعد ندخلوا في الموضوع. اوكي عندي شعر راح نقرا عليك هنايا، أروح. شعر ده يحكي عن المراحل العمريه. هي شتا فيديو تاع واحد انسان زي مواليد 1929، واحد الشيبك، بصح ما على باليش هو اردني سوري لبناني اللهجه تاعو هكا. بصح قال كلمات شعر تحكي عن الاعمار تاعنا، على المراحل العمريه. وش يقول؟ خليني انا نواضر على بالك قبيل تشوشت مع نواضر، تكسرت لي برا. المهم يقول لك: ابن 10 سنين غلام فارغ الذيل، ثغره بسام عاتل غافل سريع حراك، دأبه الغيظ والرضا والخصام. هذا اللي عنده 10 سنين. ابن 20، ابن 20 للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام. ابن 20 للصبا والتصابي، ليس يثنيه عن هواه ملام. حبب الأكل والشراب إليه، وصنوف اللذات وهي حرام. هذا ابن 20. ابن 30 همة وشباب وهيام ولوعة وغرام. فإذا زاد بعد ذلك 10 فكمال وهيبة وتمام. وابن 50 ما مر، هذه نتاعنا، هذه نتاعنا انا وياك نرد. وابن 50 مر عنه صباه فيراه كانه احلام. والله يا نور الدين غير كاينه منها، عندنا نشوف الاحلام اللي عشناها يا ريتها ترجع. واحد مجرب هذا. ايه ابن 50 مر عنه صباه فيراه كانه احلام. وابن 60، شكون ابن 60؟ انا كي نقول ابن 60 تسمي لنا واحد من الشخصيات. أوكي. ابن 60 سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. ابن 60 سيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. وابن 70
لا تسل أنا لا هذا قالك ولا ابن السبعين لا تسلني عنه، ابن السبعين ما عليه كلام، إذا زاد بعد ذلك عشر بلغ الغاية التي لا ترام، كما نقولوا بوتفليقة وهذا الأخضر إبراهيم اللي كان يهضر عليه الأخ لحقوا 80 وقلك بلغ الغاية التي لا ترام. ابن التسعين أقعدته الليالي واعترته وساوس وسقام، وبعد وإذا زاد عن بعد ذلك عشرا فهو حي كمية والسلام. المهم هذا الشعر أنا لقيتها عندها بزاف وكتبتها بتاع واحد زي ده إيه فيها الأعمار العمرية عنده تجربة في الحياة. ذكرنا رجع لك خليني جايك جايك أنا جايك 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 الانتخابات، خليني برد قلبي يا أخويا ومن بعد نروح الانتخابات نجيك ونتحب. أنا يوم ما رحت الخدمة قالوا لي مون ترونت زدت لقيت كتا تحكي يلا قلت خلي غدا ندخلوا نخدموا يلا خلي ندير ربو اليوم. ألوين قال لك ناس نساو كيفاش كانوا وناس في الشدة ما بانوا وناس واش ربحوا كي خانوا وناس وصلوا إلى السلطة واش داروا وما يدوم غير ربي سبحانه. هذا شعر المنحون تاعنا. أسغل زيد لك هذه الرجال غير هما والرجال هما هما والرجال ديما هما وانت يا نور الدين كي العسل في القرجومة. هذه زدتها وقلت كاين الرجال كي العسل في القرجومة بصح انت هو خيارهم. وهذه كلمة لله يا رب سجلها في الفيسبوك وسجلها التاريخ. والله يا نور الدين والله العظيم فانت عبد الحميد بن باديس في زمنه في عصرنا هذا. سمعت شوف اللي رشل راك تدير فيه الشيء اللي راك تنادي به علق انت عندك مشروع وزيد انا وشي غيظني وحاشا ما به ما نقيسش الناس. انا ما شتيش نذكر الاسماء بصح هذا من اللي راهم يتمطلوا ويحوسوا يديوا الرئاسه غلطني الجزائر وصلت لاي مرخص يولي رئيس نامبورت لو كي يحوس يدير علينا رئيس يحسبوا فيها لي قربي. بصح انا عندي معدل عندي زوج أنا زين نكمل لك هذه الشعر الأخرى تاع الملحون وبعد ندخل في الموضوع. يقول لك شوف الأولى هبال اللي يدخل للسياسة بلا رجال، هذا الإبراهيمي الرسالة اللي ما عندوش رجال في السياسة وما عندوش القوة وكما كنت تحكي وما يعرفش الناس داخليين وخارجيين غير غارديرو. يقول لك الأولى هبال اللي يدخل للسياسة بلا رجال، والثانية هبال اللي يدخل السوق بلا مال، والثالثة هبال اللي يتهم الحراير ونسى الرجال، والرابعة هبال اللي يسبغ شعره باش يكحال. هذه نسالش معاه اللي راهي اخويا احنا ماناش سابغين راهو عادي تشوف والشيب المهم احنا وكلانا الشيب كلانا الشيب وصلنا 50 سنة وقلنا تشوف والله اللحية كلانا الشيب وحنا عندنا 50 سنة، الناس عندها 80 سنة ورجل في القبر ورجل في الأرض ويقول لك باغين السلطة والرايحين بها برك والرايحين. وزيد هذا أنا من المقاييس اللي حطها أنا للانتخابات الرئاسية أنا نقول اللي فوق 65 لازم يكون من رجال بومدين ولا يبلع ما يزيدش يهضر، يكون من رجال بومدين صح يكون خدموا معاه. حمروش كمثال، الإبراهيمي كمثال، كاين غيره كاين قوجيب كاين يحياوي الله يرحمه يحياوي. بصح انت قبيل من بعد نرجع لك الحمروش خليني حمروش خليها أبو. انا مع حمروش ونشاند حمروش لازمك تنشط له دوك نقول لك على راني قلت لك قلت لك النهار في الميساج كي كتبت على القنصليه قلت لك اذا تدخل انت ان شاء الله علاه انت ما ترشحش علاه أنا جايك أنا المقاييس اللي حطها من فوق 65 اللي ما كانش خدم مع بومدين وكان رجل وجنب للجنب مع بومدين غير يقاري، واللي قل من 55 هبط من نتيجك ونتيجنا وهذا من الجيل تاعنا على بالك احنا الجيل تاعنا احنا من 60 للسبعين 72 نقولك احنا الأغلبية وإحنا اللي فاهمين الوضع. أصبرني برك الأخ عيسى الأخ باديس والإخوة اللي ما يعني حاولتوا على جلب باش ندخلكم راه ربي عالم والله العظيم هاهو الأخ عيسى راهو مال في يتكلم معايا منذ كما كنا فاتحين المنتدى نتاع بلا حدود راهو عنده على الأقل 10 سنين
راهو قداش من مره وانا نجي ندخلو ما يدخلش، هاو كيما راكم تسمعوا فيه ثلاث تليفونات باش يقدر يدخل، لانه مرات كاين مرات واحد عنده شوف دير الميزاجور تاع الفيسبوك، كاين مرات تلقى ميزاجور دير الميزاجور في الفيسبوك يسيء على جال باش نتا كاين حاجه نوردين طفيه طفيه وعاود شعلو. اسمح لي نوردين كاين حاجه نضيفها برك، ومرات تكون الانترنت راه يكون خط. نعم نضيف حاجه مهمه الناس ما يستعملوا. انا على بالك ما جماعه عندي تليفون ابليكاسيون باطل، ما نسلك لا تليفون ما نسلك والو لا انترنت، يسمى كونيكتي ويفي كي يكون عندي الويفي نقدر امام تليفوني، عندي نيميرو تليفون بار ابليكاسيون. هاد الابليكاسيون راهي ما تمشيش معاك انت، اللي عنده تكست ناو الابليكاسيون كيما اللي عندي انا تكست ناو راهي ما تمشيش معاك انت، لازم تليفون رقم حقيقي، رقم عادي يعني رقم تاع هذه هي. المهم نشكر الجماعه اللي قالك تحياتي من خنشله. المهم ميرسي بوكو، انا مش نقرا في التعليق يا جماعه ما نقدرش ريبوندي، انا كنت موجب. انا عندي نصيحه برك نزيد نقولها للشباب لخاوتي، كي عاود نور الدين سي نور الدين يهضر والاستاذ نور الدين، انتما ما تعرفوش قيمه نور الدين، قيمه وقامه وكما زلتوا ما تعرفوهاش. واذا باغيين تعلموا هنا رانا من مدرسه راديو وطني، وكثر خير نور الدين اللي خلانا انا نهضروا هذه الهضره هذه. ما لا يا جماعه يا شباب سورتو يا شباب، والله يا نور الدين خلينا نهضروا، والله نهضر من قلبي مانيش راني نسمى نحابي الواقع، نهضر الواقع والحقيقه. اسمع زيد جيب لنا الشريف وجيب لنا واسمه التونسي وقدور وزيد سمعت. انا المهم به نوصيهم نقول لهم برك هذه راهي مدرسه راديو وطني اللي راهي تهدر. اجمعها قبل ما تدخلوا كي يدير نور الدين كي يدير الحوار ولا يدير التيتر واش راح يحكي، وجدوا احوالكم، الشيء اللي راح تهدر عليه وجدوا، الاسئله اللي عندك وجدها. كي يعودوا الناس يهدروا من قبل كان على بالك راني منوطيلك، شوف منوطيلك مثلا كي كنت دير على التشفي عندي دي نوت عندي ما عليتش الحوار، راني غير واسمه مباشره قال راح ندير نقاش هكذا وبالك واحد العشر دقائق والله ودرت الحوار. شفت انا دارو الاعلان هذا اليوم، شفت انا نهز دي نوت. اصبرني ناخذ لك شويه برك الكلمه الاخ عيسى ونعود نرجع لك. تفضل هذاك ونشرب درت واسمه سمعت باللي داروا هذا الاستدعاء نتاع الهيئه الناخبه هذا، وعارف انا بعض الاخوه هكذا سيما من الشباب كاين الناس اللي ربما ما عندهمش كيما نقولوا المام هكذا بالسياسه، او كاين الناس اللي هما تغلب عليهم العاطفه او يشوفوا قال الموجات. كاين بعض الناس اللي درك هما يبداو يبانوا فهمت، قال خمس سنين هو ما مخبي، دوكا كاين بعض من الناس اللي هما يدخل في الانتخابات هذه ولكن ليس الهدف نتاعو هو يدخل اجل باش يفوز بالانتخابات او من اجل خدمه الشعب، هذه لازمكم تعرفوها ايها الشباب. كاين بعض من الناس اللي هما دوك يدخلوا الانتخابات، كاين اللي هو على باله باللي راه راح يدخل الانتخابات وبالك حتى واحد ما على باله به، هو يدخل المهم فقط باش يستغل هو هذيك الفرصه، قال باش يلتقي مع بعض وسائل الاعلام، يدخل هذه الانتخابات على جال باش هو يكتب في السي في نتاعو قال باللي راني كنت مرشح للانتخابات الرئاسيه، وكاين اللي يدخل الانتخابات على باله باللي راهو رايح يتصفع، ولكن هو يدخل وراهو يحوس على جال باش يدي مليارات او باش يعقد صفقات او باش تصير عنده قال معرفه قال يلتقي مع الوالي ويلتقي مع الوزير وكذا. لذلك الناس اللي راهم درك هما علاش حنا درك مثلا مره على مره نتحدثوا على بعض الشخصيات، تا درك مثلا كاين اللي راهو درك مثلا واحد كيما حمروش مثلا، والحديث مش غير على حمروش كمثال فقط، حمروش هذا راه مستقبله دايرو من وراه، حمروش راهو كان رئيس حكومه مش مشتاق هو باش يتكلم في وسائل الاعلام، والله مشتاق هو باش يدير معرفه مع جنرال توفيق والله مع القيد صالح. حمروش نهار كان هو ضابط في الجيش، هذا القيد صالح واحد ما يسمع به. حمروش نهار كان هو مع الجماعه تاع بومدين، هذا توفيق واحد ما هو سمع به. حمروش نهار كان هو رئيس حكومه،
كاين منهم اللي راه يتمنى باش يبينوه في التلفزيون، يتمنى باش تهضر عليه صحيفه. هو مش مشتاق مسؤوليه، والله راه مشتاق على جال باش هو يدير سيتوياسيون على روحه. هو لو كان راه يجي يخمم على روحه، راه عنده باسبور ديبلوماتيك، وراه عنده شهريه نتاع رئيس حكومه، راه شحال راه ميزلكو بالك اخر شيء 40 مليون ولا 50 مليون اخر شيء، راه 40 وباش حوس على روحه. هو اذا كان درك هو ممكن اتيحت له الفرصه في بدايه نتاع التسعينات، وكانت في الوقت هذاك الناس ليست على قدر من المعرفه وعلى والوعي وكذا، وربما هو في تلك المرحله قال مثلا جاء في الوقت الخطا ووقعت مشاكل، وربما هو راه يحوس يصحح او يحوس يصلح او يحوس. قال مثلا كان عنده مشروع لم يجسد في تلك المرحله، عنده طموح مشروع. ولكن باش انت دوك يجي لي واحد هو لا عنده ثقافه سياسيه، يسرق في معلومات من الويكيبيديا، يسرق في معلومات من الكتب من الانترنت، لا عنده شخصيه، لا عنده علاقات لا على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي، جاي انت تتمهبل، انت جاي انت تسرك، انت راح ترشح انتخابات رئاسيه لين بليس يا راجل، عند بريس. وانا في شخصي طرحت لي انت بن فليس يا اخي، شفت انا ما شفتش انا بلي اسمع بن فليس ومعاه قطع جنرالات وشاوي والنفوذ، وكان وزير وخدم مع النظام ويعرف خبايا النظام وما خلاوهش يوصل. هذا بن فليس. انا كي تنحكيو على حمروش لونساج هذا نتاع درك هو المشروع تاعو، واللي نزيد انا باه نوضح الامور لجماعه الفيس، لازم يعرفوا هذه جماعه الفيس اللي طيح حمروش واللي ضر حمروش هما جماعه الفيس. نهضروها صراحه، الفيسيين هما اللي كانوا طيحوا ما خلوش يخدم. انت لونساج كانوا يقولوا لنا حرام ما تديوش لونساج لاخطراش فيه لي زانتيري وحرام، باه تربقوا ومن بعد زادت دارت معرفه لونساج. ولا غالب هو كان صرا له تحدي، كي شغل تحدي مع جنرال نزار، قال له حنا نديوها ونطردقوكم بكم بالوطنيين بالاسلاميين. الناس ما زالت ماهيش فاهمه باللي كان صراع بين الوطنيين والاستيصاليين والفيسيين اسم الاسلاميين والطرف الرابع تاع اللي الصراع الدولي، كان حتى صراع دولي داخل فيها امريكا وروسيا. تشوفوا انتم كي تقول لي انت دوكا مرسي معاه 12 مليون تغبت عليه، هاو في الحبس واحد ما يهضر عليه، 60 ولا 100 الف ساجين. هما دوك عندهم قضيه المخطوفين وش يسميوها الاخر، الاختفاء القسري. دوك من بعد كي يطيح هذا يروح هذا السيسي هذا، ومن بعد يعاود يقول لك عندنا حتى حنا 100 الف مخطوف، وين راحوا الله اعلم. حتى حنا هذه هي اخ بديس اللي اسمه حمروش، مش هو صاحب المقوله هذيك اللي قلتها انت؟ هذاك يقول له حباشي ماشي حمروش. لا 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 حباشي واحد من المجاهدين، هو اللي كان يقول يدير هكذا، دير نحبك يا شعب. شفيت عليها ولا ما شفتش عليها؟ حباشي هذاك وقيل جابوا زروال الله اعلم. حباشي ماشي حمروش. اسمع المهم انا حمروش يا ناس كان عنده مشروع، كان باغي يخدم، داروا اصلاحات 88 راهي انطلقت من المصلحين ضد الانتهازيين، ودوروها انتفاضه وماتت ناس، ومن بعد خرجت الديمقراطيه الاسلاميين تقسموا لنا لثلاثه. وما رايك في الوطنيين مثلا؟ وحنا مصيبتنا في لاراندي، ونرجع لهذا اللي راح يحكم رئيس ان شاء الله، اللي راح يجي رئيس بعد بوتفليقه. انا ديما نقول للجماعه سوا حمروش، المهم نكونوا حنا متفقين عليه، حنا نكونوا فارضينه حمروش ولا غيره. بصح انا احبذ حمروش على الاخضر الابراهيمي. الاخضر الابراهيمي كان قادر في وقته انه ما نروحش للعشريه السوداء، كان قادر وما دار والو وخلوها راحت.
المهم انا حمروش عنده مشروع باغي يخدم البلاد من الناس المصلحين الاصلاحيين في البلاد. مالا نزيد نطلب من اهل العاصمه، من ولاد العاصمه، ماشي ولاد، اسمع السكان، احنا كل ولاد العاصمه، سكان العاصمه والاسلاميين والفيسيين بالذات هما يعتذروا ويدعموا حمروش ويدعموا كي يدعموه، نعتبروها اعتذروا في حقه، يعني غلطوا في حقه، وخل الشاد اللي اعطاهم الديمقراطيه وفتح الاحزاب على الشمس مار شحال سميتنا ها هو. شوف اخي عيسى، شوف هو نقول لك، شوف احنا عشنا المرحله هذيك نتاع بدايه نتاع التسعينات. انا واحد من الناس كنت ضد حمروش في بدايه نتاع التسعينات، كنا ضد لا فعلان. اصبرني اصبرني، لا 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 ها ها. شوف نقول لك، في الوقت هذاك الناس ما كانتش عندها مستوى من الوعي، بحيث هو انه انت تعرف مثلا واش راهو صاري الفوق، بالإضافة إلى التحولات الدولية، وكانت الناس كما نقولوا غالبة عليها السرعة، مثل ما راها الآن شباب. كاين بعض من الشباب دوك نتا غنت جيت قلت كل خليني يرحم باباك، خليني يرحم باباك. لماذا؟ لأنه التسرع هذاك ما يخليهش يستوعب الأمور. انت باش تصير تستوعب الأمور، كاين بعض من الناس اللي انت تتكلم معاه والله ولو كانت بتتجوق له في راسه، والله ما راح تدخل معلومة في راسه. الشيء اللي علموه شي هو تعلموا الميزيرية، يعلموا الوقت، تعلموا التجارب، تعلموا الخبرة. درك انت في الوقت هذاك كنا ناديو مثلا بذهاب حمروش، انت ذوك مثلا لما تسقط الحكومة نتاع حمروش، انت في الوقت هذاك واش تشوف فيها؟ تشوف فيها انتصار، راك انت سقطت الحكومة نتاع حمروش. ومن بعد، ولكن انت ما كنتش فاهم باللي راهو كاين صراع وراه كذا وكذا. هذا الشيء رانا احنا وضحناه منذ الحوارات تاع اذاعه وطنيه والتسجيلات اللي على اليوتيوب، ووضحناه بشكل منهجي ومن خلال معلومات ومن خلال المعطيات. وهذاك الامر ان شاء الله ما يزيدش يعاود ينطالي علينا احنا وينطالي على ناس اخرين. حمروش في تلك المرحله كثير من الناس، والان اللي راهم دوك ما زالوا، هذا غير تأكد باللي الراس نتاعو مضروب بالكاظنه وما عنده حتى معلومات. تروح تلقاه بلاك في حياته ما قراش كتاب، تلقاه في حياته ما قراش كتاب. شوف الناس اللي راهم مضروب هما وصلوا الى درجه من الوعي ودرجه من الثقافه وفهموا الامور كيفاش كانت تمشي، فهموا الصراع اللي كان موجود بين هذو الضباط تاع فرنسا والناس الوطنيين، وفهموا الصراع اللي راه موجود على المستوى الدولي من خلال التحولات اللي راه موجوده في الشرق الاوسط. هذا الشيء اللي راه جاري في تركيا، واللي راه جاري في سوريا، واللي راه جاري في مصر، واللي راه جاري في ليبيا. التحولات اللي راه موجوده ما تنطاليش عليه الحيله. اما الانسان اللي هو راه يشوف لك باللي هذاك هو باهي وهذاك هو يعرف يتكلم، هذاك غير ما كلا تناقشوا في هذه الامور خلاص بتاتا. هذه نتاع الدوله وتاع الرئاسه وتاع، ما عندوش وعي باش هو يسمع. هذا روح احكي له انت، قال ها هو واسمه ميسيا وسنيا في خنشلة، فهمت؟ جيب عنده حاجه، قول له ها ميسي سنيا في خنشلة، او سنيا في بشار، او سنيا رونالدو في الاخضريه، احكي له الموضوع كيما هكذا اجل باش هو انت اما باش تحكي له انت على امور تاع تحولات دوليه واقليميه، وقال انت مشروع اقتصاد ما يفهمش الامور هذه ما يستوعبهاش. يا ولدي انا اللي مازال يتبع لي دوك بوتفليقه حي ميت. المهم قالش الاخر، انا مات بابا ومات خويا كانوا كيحكيوا معايا الله يرحمهم، نقول لي وقت جي عيسى نقول لهم كيموت بوتفليقه، ماتوا هما وهو مازال حي. دونك الاعمار بيد الله كما يقولوا، انا ما نتمنوا الموت حتى الواحد، بصح وشيه الجزائر ما يعني واه توصل بك يا صاحبي. المهازل كاينه غير انا برك، هذه برك عيتنا فما الاكبر المهازل اللي راه يتصرى عندنا في الجزائر وفي مصر. انا ما نعرف الشعبين هذم يشتيوا الذل، يشتيوا الطحين، ما فهمتش، ما همش باغيين، ما القوه، ما فهمتش واش راه صار. بصح حنا
لازمنا الشعب يوعى الحاجة. أنا قلت لك أنا مع حمروش، دعم حمروش، الناس اللي قلنا كما كان الأخر يقول لك إبراهيمي، إحنا قلنا ثاني حمروش موش راح يقعد لنا 20 سنة، راجل مرحلة. سيدي نرجعوا للديمقراطية، نرجعوا لتداول السلطة الرب سيدي، نرجعوا لتداول السلطة برك. الدستور هذا اللي من الماريكان من 1700 ما تبدلش الدستور، احنا تبدل بالو عليه 1000 خطره اللي يجي يتبدل الدستور هذا. صاحبي يرجعوا لتداول السلطه كل ربع سنين ولا ست سنين يجينا رئيس جديد. المهم المهم انا بغي نقول خويا برك يقول لي خليك خليك برك. انا بزرع على دخلنا عندي قدام حلقات نراطيها نحوس ندخل ولا غال خليك ماشي كيما كنا في السكايب نقدر ندخل مجموعة من الناس، ندخل غير بالواحد. إيه سكايب خير بصح هذه قاعد فيها المباشر. هذه هي برك. أنا أخويا نوردين هذا هو الكلام اللي باغي نوصلو أنايا. قول قبيل قلت لك اللي عنده 65 سنة يكون مع رجال المدين، اللي قل نتيجنا 55 ونزل ولا 60 وهبط يكون معقب العسكر في بوغار، يكون عنده 3 لغات. اسمع معايا، لازم يكون معقب العسكر تاعو الخدمه الوطنيه تاعو معقبها في بوغار، هذا الشرط الاول. الدوزيام يكون قاري، يكون فاهم، يكون عنده علوم سياسيه وعنده 3 لغات. هذا اللي يكون من 50 سنه 55 سنه وهبط. وتكون عنده اهم شيء ثاني حاجه كبيره تكون تقول الكاريزما. الكاريزما تكون عنده كاريزما تاع رئيس، كاريزما تاع واحد يقنع، تاع واحد يخوف، تاع واحد يقرر، تاع واحد الملك عبد القادر. سال عليه بالعافيه والخير، قول له ادخل نشوفوك اخويا، روح قول الناس اش كلمات. هو ما يبانش عبد القادر، اسمه اوم انفيزيبل ما يبانش هو. يلا خلي الجماعه يطلعوا. المهم انا مانيش بوت، وهذا حمروش ما هو صاحبي، ما هو خويا، ما هو ابن عمي، ما نعرفه، ما نعرفوك ايها الشعب. أنا كي كنت في باتنا هو كان في في في, في رئيس حكومة، عجبنا المشروع تاعو، واش قال ضد الفيس، كنا متعاطفين مع الفيس بصح. لا الأخ عايز أصبرني برك، القضية نتاع الأخ عبد النور قلت لي باللي قضية نتاع الفيس. الأخ عبد النور ما لازمش تاخذ المسائل بالعاطفة. قضية نتاع الفيس هو أنه نجحوا في الانتخابات، هذا أمر من المسلمات. فيس نجحوا في الانتخابات في البلدية وفي التشريعية، أمر مفروغ منه. حتى الناس اللي في السلطة، العربي بالخير كان وزير. يلا نوردين صحة، نوردين سلام. لا. سلام أنا خليك، شكرا خلي. ربي يعاونك. المهم أنا كان نحكي وأنا نحكي، والمهم تراني شوي عندي. ربي يعيشك، تلا في ربي يكون معك إن شاء الله. شكرا. المهم خلينا نشوفوك. المهم التوعية برك، التوعية 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 التوعية. السلام. إن شاء الله. شكرا للأخ عيسى. إذا الأخ عبد النور، شوف قبل ما نعود ربما كش ما نزيد ندخل هذا الأخ شرف الأخ آدم، اصبروا شوية برك دوك نعود نرجع لكم. أخ عبد النور فيما يتعلق بهذه النقطة، هذه قلت لك هذه المسألة من المفترض في تلك المرحلة هو أنه الجماعة نتوع الفيس ونتوع الأفلان ونتوع الأفافاس والأحزاب الأخرى، المفترض هو أنه يكون مثلا قال مثلا تنافس على البرامج مش مشكلة، ولكن ما لازمش أنت تتخذ من حمروش عدو، حمروش خوك، ولا تتخذ من شخص واحد آخر واسمه عدو، لأنك أنت مثلا في تلك المرحلة كانوا هما يناديو بإسقاط الحكومة نتاع حمروش، راه حمروش كانوا يناديو بإسقاط الشاذلي، وراه الشاذلي راه كاين واسمو بالصوت وبالصورة. عباسي المدني يقول باللي مسمار جحا لازم يتنحى، مسمار جحا لازم يتنحى. درك انت لما تعطي الفرصة لهذوك الناس اللي هما راهم يتربصوا بيك، ما تقول ليش درك انت يا باللي من بعد انت خاطي. هاو قبيضك مثلا كان الاخ اللي كان يتكلم مثلا على تيزي وزو من منطقة نتاع القبائل، نفس الشيء. درك انت كاين الناس اللي راهم درك هما يسعوا من اجل فصل منطقة القبائل، وانت تروح تسقط له في الفخ، تروح تدخل معاه، قال يجيب لك هو غنايا، قال له ودي حنا
نوقفوا حنا من اجل الطريق وهذه طريق قديمه وكذا ونحن نوقفوا حنا ولازمنا تمشي انت معاه. هو راه العنوان نتاعو الطريق ولكن هو راه مديك لحاجه واحده اخرى. مشي من بعد انت حتى تفصل المنطقه نتاع القبائل وتصرى فيه مجازر ومن بعد انت من بعد خلاص. حمروش كان المفترض في تلك المرحله هو انه ما يدخلوش الناس معاه في مواجهه لا هو ولا مع الشاذلي. هو راهو باشر الاصلاحات هذه وراهو قال مثلا فتحت التعدديه الحزبيه تا واحد عطالك درك التعدديه الحزبيه وفتح لك المجال الحريات في وسائل الاعلام. الناس دات مقرات في الاحزاب، الناس تنشط تدير في الاسواق تنشط، قال دعوه المساجد كذا. بصح الناس كبرتها كبرتها وكيما لما راني نتكلم لك انا في هذا الكلام يعني ما يجيش واحد حتى باش يعني نقولوا مثلا يقول لي كلمه في هذا الموضوع. راني كنت ثم انايا فهمت، كنت ثم ونعرف ادق التفاصيل. راه لحقت الناس لواحد المستوى وين انه في مسجد الامام اللي راه معينته الدوله ما يصليوش معاه ويصليو في جماعه واحد اخرى. راه لحقت الناس لماذا؟ لانه الامام هذاك مش ملتحي. راه الناس لحقت لواحد المستويات راه غير ربي اللي على بالو بها. كانت كاينه اخطاء كارثيه، هاد الاخطاء ما لازمش تتعاود. ما يجيش واحد دوك انا يحدثني في هذه القضيه هذه نتاع الفيس، نعرفها جيدا، نعرف الانتخابات كيفاش جرى ونعرف الوسمو، وانا كنت من الناس اللي ساهموا في المرحله هذيك. مش يجي واحد دوك انا في 2019 يجي يحدثني في هذا الموضوع لما راني نتكلم في هذه المسائل من بناء على التجربه وبناء على الماساه اللي عشناها في الجزائر. ما ناش حابين هو انه تزيد تعاود تحشل الجماعه. خلاص وراء المشكل هو انك انت اذا كان راك انت انسان عندك نقولوا مثلا درايه فهم للموضوع، مش بالضروره انت اللي تتقدم. فهمت؟ خلي الناس تتقدم على 10 سنين 15 سنه 20 سنه. شوف تركيا، خذ مثلا اردوغان كمثال، شوفوا واش صرا اللي من قبله أربكان هذاك كم من مره، وشوف الان راهو وصل اردوغان وشوف وين راهو مشى بتركيا. لازم انت في السياسه يكون عندك بعد النظر، ما لازمش انت تشوف له الامور تشوف فيها هكذاك برك بسطحيه. يجيك واحد انت قال واش هذا حمروش هذا وشيخ هذا، هذا واش دير به هذا؟ الرئاسه ماشي لعبه نتاع كره القدم. تروح تشوف لي انت يا واحد قال هذا عنده 22 سنه شيخ. الرئاسه لا لا، الرئاسه 50 سنه او 60 سنه او 70 سنه ماهيش حاجه واسمو. خاصه هو انه لما يكون واحد عنده لياقه وراهو قال يقدر يتحرك وعنده افكار واش تنتج واش راح تقدم للبلاد. تروح تجيب لي انت يا واحد شاب في عمره 25 سنه وراسه فارغ مرة وراح يقدم حتى حاجة للبلاد. ما لازمش تنظر للمسألة بنظرة سطحية. أو قال مثلا في المرحلة هذيك قال أنت خلاص، صحيح هو أنه الناس فازت بالانتخابات، صحيح هو أنه كانوا ناس اللي هما هذه المسألة اللي لازم الناس تفهمها. ما لازمش الواحد يزيد يعاود يوقع في المشكل هذاك وفي الخلل هذاك، بحيث هو أنه صرا فيه صراع بين التوجه الوطني والإسلامي. هذه ما لازمش تجي تعاود توقع خلاص نهائيا. كاين الناس اللي راهم عندهم هما عداء تقليدي للعروبة والإسلام، هذه ما لازمش تعاود تتعاود نهائيا. الناس راه عندهم هما مخططات من أجل تقسيم البلدان ويستهدفوا في هذا التيارين لأنهم تيارين محافظين. ما لازمش الواحد يزيد يوقع في هذه المشكلة خلاص نهائيا. حمروش هو راهو أقرب الناس ليك، علاش أنت تتخذو عدو؟ علاش تتخذو عدو؟ ما تتفقش معاه مش مشكلة، شوف طريق واحد أخرى.
بصح ما لازمش انت تتاخذو عدو، لانه حمروش هذا مش وحده، كاين تيار اللي راه هو يسند فيه، وتروح انت على اساس واش واش دار لك حمروش؟ دار لك تعدديه، انت راك كنت داير حزب سياسي وتنجط، واش دار لك حمروش؟ خذا لك 10 مقاعد، خذا لك 20 مقعد، راهو دار لك هو قال قانون على جال باش هو يمنع الفوز نتاعك. وانت علاش تتسرع؟ لماذا؟ حتى الناس الان كاين بعض من الناس اللي راهم يعاودوا يكرروا في نفس الاخطاء اللي وقعت في تلك المرحله. وش داك يا صاحبي؟ قال انا في الربيع القادم الدول الاسلاميه، هانا دوك عندنا 30 سنه، وراه وين راه؟ العراق احرق، افغانستان دمرت، ليبيا تحرقت، اليمن راهو يتفتت، السودان هو في الطريق. وين رايح يا صاحبي؟ خمم، خدم الراس نتاعك. تروح انت في تلك المرحله هذيك تاخذ انت مبادره، تروح انت تنتقل تمشي نتايا للسعوديه، وتمشي انت للعراق، وصدام حسين راهو عندنا سلاح نووي وكذا. شوف النتيجه اللي وصلنا لها، صدام حسين مشنوق، القذافي مشنوق، علي عبد الله صالح مشنوق، وزيد 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 وزيد. هذه المسائل، هذه التجارب المريره، هذه المآسي ما تتعلمش منها يا صاحبي. وين راك رايح؟ لوين؟ فهمني. هذه المآسي كامل ما خلاتكش انت تفهم هذه الدروس وتستوعبها. شوف البعيد، علاش قبل انا كنت انا نقول لك مثلا قضيه نتاع الانتخابات الرئاسيه لازمك انت تنظر من كل الجوانب ومن كل النواحي. شوف شوف الناس هذوك اللي يلعبوا جديشاك، كان حنا كنا نلعبوا واحد اللعبه تشبه لها، كنا نديروا العظام ولا نديروا الحجار ونلعبوا بهم. واللعبه ديك نتاع جديشاك واش تخليك؟ تخليك انت تركز، دير انت استراتيجيه كيفاش انت توصل للملكة. في السياسة نفس الشيء، السياسة نفس الشيء، تراه عندك هدف راك حاب انت توصل ليه، نفس الشيء. كاين الناس هما يقدموا لك، كيما دوك مثلا كنت نجيب لك انا في اللعبة نتاع جدي شاك، والله في لعبة واحدة اخرى يقدم لك، علاش يقول لك البيون؟ يقدم لك البيون، كول تفضل، كول يزيد، كول يزيد يعطيك واحد، كول او مره نتاع الجماعه نتاع الكارطه هذو كيف كيف قدم لك حاجه، ولكن هو راهو راح يديك اربعه ولا خمس حوايج. انت قبل ما انت تقدم خمم الموضوع هذاك، قال انا في حاله ما راني راح ندير كذا واش راهو راح يخرج لي. هذه هي السياسه. تدرك انت راك رئيس دولة، مش كيف ما واحد راهو يلعب في حتى في البالو. في البالو تشوف انت مدرب، وقتاش يدخل هو اللاعب رومبلاسون هذاك احتياطي، وش من وقت يدخله، وراهو قاعد يتبع يدير استراتيجية نتاع، قال مثلا كذا هاو المدافع الفلاني هاو المهاجم الفلاني، وراهو يتبع. هذه راه دولة تستدرج الى معركه، تقدر انت تتجاوزها، تمنع بلاد نتاعك من الحرب، وقادر انت تروح تتعنطر وتدي بلاد نتاعك للهاويه. شوف هاي الدول كيما كنت نقول لك انا، دول دمرت ودول راها جايه. وانت يا صاحبي كل هذا التاريخ المليء بالدماء والمليء بالدموع لازمك تستوعب الدرس. وقعت اخطاء، انا ماشي نقول لك باللي حمروش راهو لم يخطئ، والله نفس الشيء، هو راهو وقع في اخطاء، ولكن راهم درك كاين اشياء اللي راها وقعت راهو غير ربي اللي على بالو بها. فهمت؟
راه التسجيلات موجوده منشوره، وين انه يلي بالحاج يقول لهم المكان اللي حط فيه حمروش انا نحط فيه، ومن بعد لما عدت انا نروح المكان هذاك هو عاد ما يروحش ليه، والناس الله اكبر الله اكبر دون ما انك انت تخمم وتفكر، والناس بارك الله بارك غاي الله اكبر الجماعه كل تعاود تردد الله اكبر، الناس قلت يلا خمم خدم مخك قبل ما انت تمشي تستدرج كيما كنت نقول لك انا المسائل انت خمم لها، فهمت؟ وراه المشكله دوك انت قال رئيس حكومه هي الحكومه، ما نديش انا حتى وزاره، فهمت؟ ما نديش انا حتى وزاره. كاين بعض من الناس يقول لك هاو قال احمد طالب الابراهيمي وقال احمد طالب الابراهيمي وقال حشاني وقال يروح التجمع نتاع تيزي وزو اسمه حشاني واش كان يقول يحكي على السلاح النووي علاش قتلوا صدام حسين، وش الموضوع نتاع عباس مدني يروح للعراق رئيس دوله انت يا لما انت تتجاوز انت الدوله تصير انت الدوله ما عندهاش، ودوك الناس راه تحكي قالها وتلقى مع السفير الفلاني وهو تلقى مع هذيك ومع هذيك، راك رئيس حزب سياسي يسي انت كيفاش على جال باش انت دير حزب صحيح، كيفاش تكون المناضلين تاعك، كيفاش تأطرهم، كيفاش تهيكلهم، كيفاش انت تنشر الوعي السياسي عندهم، راك انت رئيس حزب بمثابة انت رئيس دولة، وتكون الحزب نتاعك هذاك تكوين صحيح، وما لازمش انت تتسرع قال ما ديتش الحكم انت اليوم خلاص. وكاين كاين بعض الناس درك انت لما انت تجي تحكي على واحد حاجة ما عندوش هذيك، تسمى انت غير تجي تقول له مثلا حاجة سلبية يقولك انا ما نقبلش، تسمى انت راك كما فهمتكش انا هاك تضرب منا ومنا، بمعنى واش يحوس؟ يحوس هو انك انت لما تحكي له واحد احكي له كلش خضر ولا كلش حمر، لا علاش نحكيك انا كلش خضر وحمر، غلطت في حاجه نقول لك هاك غلطت في حاجه، قال ربحت في الانتخابات وي ربحت، ولكن تصريحات خاطئه، الموقف اللي درته موقف خاطئ، فهمتني؟ وبهكذا نمشيو تذوق واحد راهو دار اشياء مقبوله في الوقت هذاك، الصراع اللي راهو درك هو حدث كاين فيه صراع مفتعل، تم افتعال صراعات بين القيادة نتاع الجبهة الإسلامية والقيادة نتاع جبهة التحرير، وكانت كاينة أشياء اللي هما درك مثلا في تلك المرحلة واحد لما يكون رئيس حكومة وراه على باله باللي راه قال مثلا الهاتف راهو تحت الاستماع وراه كل شيء مراقب، لما انت تجي تكلم معاه علاش شوف تلقى مرات انت رئيس يهدر غير بعينيه غير بالاشارات برك بالاشارات يشوف هكذا او يعرف الاخر ذاك اللي راه معاه واش راه يقصد، وكاين اللي انت تكرش له ما يفهمش، تكرش له انت تقول له باللي راه فيه صراعات دولية ومش فاهم مش فاهم، ولكن هذاك اللي راهو درك هو في السلطة وعلى باله، شوف كيفاش يعودوا يهضروا مع بعضهم بالتليفونات ماشي كيما رانا نقصروا حنا درك هكذا الو وي خمسة اربعة زوج، فهمت؟ غير بالكود، وانت ناس يرحم والديك رايح انت يا تسير لي دولة ما على بكش بالصراعات الدولية، فلسطين محتلة وناس راها تخطط الى المزيد ماشية، سوريا طربقوها العراق طربقوها وماشيين، وانت رايح هاي واش درت للعراق وجر ها وصدام حسين صار من الماضي، هاي الناس درك الان شوف 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 تبهدل اللي راهو صاري في البلاد،
شوف ترى الاخ هذا شرف والله، انيس والله، اخ انيس جريدي عندك بلوكاج في الخط تاعك، ايسرني نشوف فيك عاود طلبت الكلمه. صبر نشوف ترى حسن هذا نفس الشيء، الاخ محمد حسن، ايسرني نشوف فيك عاود طلبت الكلمه نفس الشيء، بلوكاج الاخ عيسى. المهم اذا كان في اخوه هكذا يحبوا يزيدوا يديروا مداخلات هكذا قصيره باش نختموا هذا البرنامج، ومعذره اذا كان طولنا عليكم. المهم وقعت اخطاء كارثيه في تلك المرحله، وما لازمش الناس تزيد تعاود تتجرع نفس الاخطاء هذيك، خلاص يكفي باسطة كما يقولوا. شوفوا ترى احمد، هاني طلعتك الاخ احمد، نتمنى هو انه الناس راه استوعبت الدرس. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا الاخ احمد. واش راك استاذ لاباس؟ والله غلا بس الحمد لله، انت واش راك؟ الحمد لله. ودي يسمح لي يعني باغي نبرك وجهي، انا ما بغيتش نبين. هلا اخويا، بين وجهك خير. خفت لي يقولوا مش باهي ولا كيفاش؟ والله والو، ما هي ذاك عليه الراجل، الراجل عيبه في كلمته مش عيبه في وجهه. واش راك الاستاذ لاباس؟ والله غلا، انا معرجل مانيش مع النساء. الحمد لله الحمد لله، واش الاخبار لاباس؟ ربي يبارك فينا وفيك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. واش الاخبار؟ واش هو الموضوع اليوم نتاع راي المواطن في الرئاسيه، في الانتخابات، الانتخابات الرئاسيه؟ كاش اقتراحات، كاش ملاحظات، كاش كاين بعض الناس اللي راهم. والله يا استاذ، انا الراي تاعي في الانتخابات الرئاسيه انها غير باطل، ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى، ما كانش يعني ما كانش نية صادقة في الآخر، في النية ما كانت، لأنه علاه البرطية مخدوعة كما يقول، النية ما كانت نية باش يخرجوا. يا ودي خلينا منهم هذو الأخ أحمد، هذو هما درك راهم هما مستمرين. مانيش نهضر على نظام الحكم، نهضر على يعني نهضر على يعني الشعب والمعارضة، إذا كان نقدروا نسموها معارضة، لأن المعارضة هي ما كانت، يعني الشعب اللي راه يتكلم منه ومنه. لأن يعني المعارضة الرسمية، المعارضة الرسمية تاع النظام هذيك ماهيش معارضة، هذيك موالاة، راح تمشي لهم في الماتش، يعني راح تمشي لهم في لعبهم. أنا نهضر على الشعب، الشعب كما يقولوا ما عندوش نية باش يخرج إنسان متوافقين عليه. مش عارف أنا دوكا تقدم شحال من واحد، كنت قدم المرة التالية، واسمه هذاك واش عيطوا له تاع اللي كان في المغاربية بكري، عبد الغني. يعني يتقدم واحد، شو من علاقة هذاك؟ ما عنده حتى علاقة يعني بالسياسة، ما خرجنا، ما عنده حتى علاقة بالسياسة. على بالي إيه يعني، هو صحافي ماهوش مناضل، مناضل صحافي، ما ولا صحافي ولا سياسي. شفتي ياك شان كان يدير في السياسة، وهذا هو المشكل، خلاص ما عنده ما ولا صحافي ولا مناضل ولا علاقة. وانا بالي من المطبلين يعني، يعني أنا ماشي قضية تاع مطبلين، هو ذوك راهو نقولوا مثلا حب يترشح، ممكن حب يبان، ولا حب نقولوا مثلا يدفع ناس هكذا على جال باش يسمعوا، ولكن باش انت تعول على واحد كيما هكذا يا راجل، لعن بليس الدولة هذي تبنى بالمهرجين، والله يا لعن بليس يا راجل. الناس راها طالعة في السياسة، وشوف انت يا حمروش كان في الرئاسة، في الرئاسة، ومن بعد على فهمت كيما قلت رئيس حكومة التليفون برا، محطوط فهمت الدولة باش انت تبني دولة نتاع بالك. واش اسمه والله راهم ذوك مثلا، قال مثلا باش يجي وينحي واحد برك، يتحرك من مكان من مكان لمكان، يعيطوا له يختلق له اسمه ذريعة، قال ودي راه ما عندي الضياف اليوم وما نقدرش نجي، لانه عارف باللي يخرج من ثم يتلاقاو مجموعه يهزوه يديوه، راه على بالك راه اصابات تحكم، مش عن بالك انت هذا يجيك واحد انت روح دير اللي انت سرك في اليوتيوب، وخليك في اليوتيوب دير سرك ثم، راح انت ما عنده حتى معنى، ما عنده حتى معنى، شفري ما عنده حتى معنى، عنده ماهيش معارضه اللي عنده معنى. يا تروح جيب لي انت دوك مثلا واحد راهو مارس الحكم
راكش في وضع طبيعي، نقول مثلا راك في وضع طبيعي، قال راه الناس لحقت الى درجه من الثقافه ومن من الوعي ولا من، وقال مثلا انت راه كاين تنافس شريف اكثر شحال راك، الله يسهل عليك، راه الشعب واعي وراه اسمه سي فري. انا الانسان يلزم حين كسياسيه ايه، وشوف واش كنا نحكيو حنا درك، انت تستدرج الى حرب تمنع منها. شوف استاذ، حسب الراي تاعي الله اعلم، الراي هذا راه شخصي، باللي يعني فرنسا مازالت يعني شاده 99% من الحاكم، من تعيين الحاكم الجزائري الرئيس الجزائري، انا هذا واش باين لي الله اعلم يا ودي، يلزم يكون عنده دعم فرنسي باش على الاقل يتقدم بالانتخابات الرئاسيه، وباش عندهم شوف عندهم انا عاتي يا ودي، الناس ما الناس تحكي برك هكذاك، برك ما كاينش منها. شوف فرنسا هي دوكا لما خرجت في واسمو الاثناء الفتره نتاع الاستقلال، ماذا بها على جال باش يبقاو هما يخدموا فيها ناس، لكن لما وصل بومدين وبدا يقص في الجنحين مشى، ناس كانت تتحوس تشوف في بعض الامور كذا، ولكن ما كانتش عندهم الثقافه نتاع الدوله وهذا النظره البعيده هذه. هو كان يمشي يمشي يمشي، ولكن فيما بعد غدروه قتلوه، قتلوه كي غدروه، فيما بعد عاودوا اخترقوا الاجهزه نتاع الدوله في الوقت نتاع الشاذ. جستم هذا هو المشكل. درك لما جا زروال، لما جا زروال عاود رجع عليهم زروال، عاود رجع ليهم وبدا هو في الوقت نتاع زروال. وش هو في وقت زروال؟ ما كانش الجزائر كيما نقولوا يعني الاسعار تاع البترول ما كانش كيما جات في وقت بوتفليقه، كانت الجزائر ركعه خلاص. ومع ذلك صندوق النقد الدولي، ومع ذلك زروال مهما كان يعني نقولوا الامر، مع ذلك استطاع هو في تلك المرحله لجل باش يفرض سياسه داخل الجيش، لانه الجيش هو كان راح يتهلهل، راه يطرطق خلاص، بدا ديجا ميليشيات في مناطق مختلفه من الوطن، بدات عمليه نتاع الناس تهرب من داخل الجيش، ولا صاروا الناس ما يروحوش يؤديوا الخدمه العسكريه، بدات الناس تهرب كذا. صحيح فهمت، الناس تخاف، بدا هو يضبط الامور، لكن هما لما شافوه راه رايح بعيد داروا له بتشين أيه. ولكن فيما بعد دركا احنا من خلال النقاشات هذيك اللي درتها انا مع شوشان، والله وضحنا كثير من المسائل، دوك الناس اللي راهم داخل مؤسسه تاع الجيش فهموا باللي راهو كاين تهجير وطني، خطر عليك هذا التعميم في تلك المرحله كان فيه تعميم، الناس تعمم قال اسلاميين وقال وطنيين وكذا، تا دوكا تشوف الناس كان يعني ما يصفيش غير هكا، لما يقتلوا واحد من لابلي يفرحوا، دوكا صار واحد يجي يقول لك انت هم هذو الناس اللي راهم متقاعدين او عندهم حق، باش كيف البارح انت كنت تقتل فيهم ابلي، روح عقب سيرفيس ميليتير تاعو، ها او عيسى او عيسى هذا اللي كان يهضر قبلك، او حضر المجزرة حضر لها، هذاك اللي عمى مجزرة حضر لها هو كان فيها، كانوا يقذبوا كانوا حضر فيها، قتلوا قدامه، هذا عيسى اللي كان يتكلم معاه قتلوا قدامه جماعه، ذبحوهم قدامه، فهمت، ذبحوهم قدامه، وكان حاضر ثم هو معاه من منع من الموت. إيه كانت هنا مجازر، ومن بعد دوك يجي في 2019 لو الجماعه هذو عندهم حقوق باش يديوهم، والوقت هذاك عميت كما قلت. بصح كاينه حاجه استاذ، معليش نعقب عليك، معليش نقطع لك حديثك، في المرحله اللي كانت بعد الارهاب، يعني اللي كانت بعد العشريه سموها كما يبغوا، يعني خرجت وطنيين في الجيش، وطنيين يبغوا الوطن صح، خدموا المرحله نتاعت الارهاب من قلوبهم، يعني ما كانتش عندهم خلفيات في الخدمه نتاعهم، وضباط سامين تم التصفيه تاعهم جوست بعد اللي كملت المهمه تاعهم كما يسموه ضد الحرب ضد الارهاب هذه تاع العشريه، تم التصفيه تاعهم، اسماء باينه تصفى، وضباط سامين، رموا فيك خبرهم مادام انت راه كنت
في الميدان يعني ماشي ليا. نفس الاخرى صارت بعد الثوره، لانه كان تم تصفيه ناس وطنيين بعد الثوره. هما راهم يجتهد في الوطني. انا يعني اقول لك فرنسا واذن بفرنسا. اللي صار في بعد 62 بعد الثوره اللي صفوا نظام، هذه لا تخفى على 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 واحد يتبع في الشان الجزائري قاعد عندهم خبرها، اللي كانت ناس ياسر تصفات حقق بدون سبب قتلوهم. ما نحملوا مسؤوليه حتى واحد، ما نقولوش بومدين ولا بنبله ولا غيره، مي كان تصفيات من جهه اذن بفرنسا. نفس العمليه هذه تمت بعد انتهاء العشريه السوداء، يعني الحمراء ولا السوداء ولا يسموها كما يسموها، بعد انتهاء الارهاب صفوا الناس الوطنيه وخلوا الاذنان. لا 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 لا، يمكن الناس ما قدروش يلحقوا. شوف نقول لك، هي بدات مباشره بعد ما وصل الشاذلي. والشاذلي مش هو الشاذلي، انسان وطني، انسان يحب البلاد، انسان صادق، انسان مجاهد، وانسان ثوري. وش هو هما هذ الناس اللي كانوا هما ضايرين ولقوا الفرصة؟ نعطي لك كمثال برك، وانا راني ذكرتها في وقت سابق ولا بأس هو انه نذكر بها، قضية تاع بلوصيف. معليش معليش، قضية تاع بلوصيفي في الثمانينات، انا كنت ندير في الخدمة العسكرية، جاو للثكنة وهضرونا عليها باللي القضية تاع حليمة وقضية تاع اسمه. هذ الناس كانوا يخطوا قبل القضية تاع الفيس، قبل لما جات الاحداث نتاع اكتوبر هما تغلغلوا. شوف هما هذه القضيه نتاع التعدديه الحزبيه خدمتهم بشكل كبير، ممكن نقول مفتعله. لا 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 لا، ماشي مفتعله، خدمتهم. لماذا؟ لانه هما في القبل كان الحزب نتاع جبهه التحرير، كانوا الاعضاء نتاع اللجنه المركزيه كانوا من جيش التحرير. كاين ناس اللي سهولة سياسيين، كاين ناس اللي سياسيين، وكاين ناس اللي كانوا عسكريين وداخلين في اللجنة المركزية. لما جت واسمه التعددية، وكاين بعض الناس اللي هما ينظروا لها نظرة سطحية، كي جت التعددية بطبيعة الحال الحزب الحاكم نتاع جبهة التحرير يولي كسائر الأحزاب، أمر عادي. يقولوا كيف كيف، ولكن فيما بعد هذه الجماعة هما اللي كانوا في الجيش في القيادة راحوا كامل، فهمت؟ بمعنى واش قعد؟ قعدوا الجماعه هذو اللي راهم كانوا في وزاره الدفاع، هذا خالد نزار والجماعه نتاعو، وبداو يكركروا فيهم، روح حشيشي، روح العربي سي الحسن، روح هذيك، روح هذيك، روح هذيك، جبدوهم كامل، زروال لاكليك كامل الوطن. زروال هما علاش جابوه؟ جابوه لانه في تلك المرحله بدات تزلزل داخل الجيش. وهما كي جابوه من اجل عجل باش هما يعرفوه باللي انسان صارم، ويعرفوه باللي انسان عسكري وكذا. هما لما جابوه ايه الجماعه قالوا له بوركوا با، جماعه اللي وطنيين اللي كانوا في تلك المرحله نقولوا مثلا فقدوا بعض المواقع ولا كذا، لما جا زروال قال بوركوا با صاحبي، انت راك جيت كنا احنا نحوسوا عليك، جات فرصه، علاش ما تكونش انت رئيس؟ انا معاك. كي هو وصل للرئاسه بدا يجيب في جماعه، هو بدا يجي جماعة قال داكور سمام، انت احنا جبناك على وزارة الدفاع، انت بغا يرجع للجماعة هو، هيا داروا له بتشين، بغا يرجع للجماعة هو. هذه هي القضية صح. واش رايك انت في الانتخابات الجاية؟ واش راهي الصورة اللي عندك انت في الانتخابات الجاية؟ شوف الموقف نتاعي، شوف تجري الانتخابات في وقتها والله يأجلوها، يديروا بوتفليقة، وهو كما راهو في الحالة نتاعه والله يجيبوا شخص واحد آخر، النتائج كلها واحدة واحدة، كلها واحدة، كيف ما تخيطها تخرج لك واحدة. الحاجة الوحيدة اللي هي تغير هذا النظام هو أن الناس تلتقي على طاولة الحوار، يضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبارات، العامة فوق كل شيء، ويفكروا في مشروع نتاع مجتمع ولو لخطوط عريضة، لأنه فيما بعد لابد من مشاركة الشعب، يتفقوا على هكذا أرضية وعلى ضمانات، وتمشي الناس واحدة واحدة. تغيير النظام تغيير جذري، لأنه هذا الناس هذو باش نغلبوهم احنا لازم نغلبوهم بالعمل الجماعي، ما لازمش احنا ندخلوا في هذه الصراعات، لانه هما هذه الصراعات هي خدمتهم.
نستومه هو ينوض لك اللي اسمه ينوض لك المشاكل باش تلهى فيها وتنسى تنسى المصلحه اللي تحوش عليها. صح ماشي من السهل باش ماشي من السهل. صحيح. لا لا ها هو ذوك الان راهو خطاب يعني انا ساعه ساعه نسمع لهم قال مثلا الجماعه نتاع الار سي دي مثلا هذا نتاع الار سي دي وش اسمه هذا محسن بن العباس يعني تقدر تقول باللي راهو تقدم الى حد ما مثلا مقارنه بسعيد سعدي تقدر تفهم تويه الجماعه نتاع الاف اف اس نفس الشيء جماعه نتاع حمص بصح الوزن نتاعهم في الساحه أه؟ الوزن نتاعهم في الساحه واش هو اودي شوف انت دوكا كاينه تيارات سياسيه هما الاحزاب اللي راهم دركا موجودين الحزب اللي راهو ربما مهيكل دون نقولوا مثلا واش اسمه جبهه التحرير هو حزب نتاع حمص هو اللي راهو دركا مهيكل مهيكل عندهم نواب في البرلمان عندهم في البلديات عندهم اعضاء في المجلس الولاية حزب جديده هذوك ما ديرش عليهم انت يا هادو دوك هادوك تابعين هادوك حزب هما دركا خارجين ديديري ار سي دي ار سي دي والاف اف اس مهما يكون الامر عندهم تاثير في منطقه القبائل عندهم تاثير كبير بنسبه 90% فاول لما تشاركهم لما تشاركهم انت يا الحاجه الاولى الاساسيه هو انك راك رايح انت تقطع الطريق امام الانفصاليين هذه الحاجه الاولى راك رايح تقطع الطريق امام الانفصاليين مهني وجماعته ايه وهذو درك اللي راهم درك انت الفيس فيس ما راهوش عنده القوه نتاع 90 و91 يكذب عليك كذب تمام مستحيل طرطق مستحيل. فيس طرطق وطردقوه الاعضاء تاوعو فيس النهار اللي قتلوا محمد سعيد خلاص يا راه والنهار اللي قتل حشاني خلاص الناس صاي طلقت النواة تاعو كانت كما قلت عبد القادر حشاني الله يرحمه قال في وقت سابق فهمت ممكن ذوك راه ولد عباس مدني راه يشوف فينا قال في وقت سابق قال كنت انت محاصر وكانت التلفازه ما تهدرش عليك وكانت الصحافه ما تهدرش عليك وكنت تتمنى باش يكتب عليك واحد سطر والله يتكلموا عليك كذا والله يفكوا عليك الخناق والله كذا يا ما عندك قناه دركاك انت تمارس في التهميش وتمارس في الاقصاء وكدير انت في لا لا معاهم 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 الناس راهي تمشي بالمصلحه ماشي تمشي بالاخرى خلاص تمشي بالمصلحه العامه المصلحه الشخصيه الانتيري بيرسونال تعرت الروس فهمت تعرت الروس والناس تفهم المسائل خاصة من خلال الفيسبوك هذا واليوتيوب وكذا دوك عاد تكشفت تكشفت ايه وما دوك الشيء اللي بقى دوك هو انه الناس تفكر المستقبل للاجيال لازم تشوف روحك انت انسى روحك خمم هذا في هو ولادك في ولاد ولادك تخدم الجيل تخدم الجيل خمم في ولادك وفي ولاد ولادك لازمك انت دوك هذا اللي دوك هو في 2019 مازال يفكر لي بهذه نتاع الفيس وهذه نتاع الانتخابات البرلمانيه نتاع 91 هذا انسان جامد في راسه ثم مازال باغي يرجعنا 20 سنه فكر الله. في المستقبل نتاع الاجيال احنا الان كيف ما يقولوا رانا استهلكنا وقت ورانا الان دوك راه الناس راه تزحم فينا راه دوك حنا الان راه الناس راه نقول لك انت شيخ صاحبي روح خلي المكان تاعك بصح يا استاذ ما رجعونا قبل 62 ايه رجعونا قبل 62 الجزائر رجعت قبل أنا يعني مانيش نحكي على قضية السياسة راني يعني نحكي لا على الهياكل ولا على دولة كدولة البلاد يعني المؤسسات راه ما كانش مؤسسات في البلاد ما كانش كيما راك تقول انت لازم نبداو من طرق نبداو نبنوا ننسوا واش كان قبل اليوم هذا في الصح نورمالمون نبداو نبنوا نبداو نوجدوا الجيل الجاي ان شاء الله لازم نربوا النشأ نربوا اولادنا نربوا الناس جاية قدام تبني ماشي نتبعوا كيما قلت انت رجعوا 92 قال الانتخابات نتاع 11 جونفي ولا مانيش عارف نتاع 26 ديسمبر 91 نعاودوا نحكوا عليها دروك ودار سي فري كان انقلاب على الشرعيه وكان كان اخطاء لا لا ما تحكيش تحكي وماذا به الناس باش تعرف المأساة وتعرف الحقيقه وتعرف وشو بصح ما لازمش انت تبقى لي انت تبقى لي انت كيما نقولوا جايني في نقطه وقال الرجوع للانتخابات التشريعيه نتاع 91 نو استفادوا من الاخطاء مستحيله ودي روح راك في 2019
مستحيل. لازمك انت تفكر للاجيال اللي راها جايه، فهمت؟ تفكر انت هو انك انت اولا بعدوا البلاد نتاعنا من هذه الصراعات هذه اللي راها موجوده، لانه كاين احقاد متصالح. كاين احقاد اللي راها ذكرها صارت مورثه الاجيال. لوك انت تشوف الناس اللي ارتووا بالضغينه وارتووا بالحقد، ولوك انت قادر الناس تقتل بعضها البعض على امور كذا. لازم الناس تفكر للمستقبل الاجيال القادمه، هو انه الناس تبدا تفكر في رسم معالم وتمشي الناس واحده بوحده، فهمت؟ تمشي الناس واحده بوحده. يلزم يلزم توعيه وتعبئه. الانتخابات اللي راهم دوكا راهين يديروها دوكا، لما مثلا يروح فرضا عبد الرزاق مقري يترشح نقولوا مثلا على اساس حمص، اللي راهين ينتخبوا عليه شكون هم؟ راهين ينتخبوا المناضلين نتاع حمص، جماعه مباركين. هذا المناضلين نتاع حمص واش يساويو في الجزائر؟ بالاضافه الى انه اسكو انت هذا عبد الرزاق مقري راهو راح ياثر هو داخل المؤسسه نتاع الجيش مع العلمانيين في منطقه القبائل على مستوى الدولي؟ ناس واش راهم راحين يشوفوا او مرسي او في الحبس في مصر او نتاع في الفلسطين حمص او كذا او كذا، الناس تشوف هكذا راه محاصر. قال بلاكم هم اسلاميين جايين. دونك انت في نهايه الامر انت على واش راك راح تشارك؟ رايح تشارك انت باش انت تعطي مصداقيه للانتخابات، هذا هو. والنتيجه اللي يبقى لها راح توصل لها واش هو؟ هذا الناس اللي راهم في السلطه ما راهمش راحين يطلقوا هكذا برك قال هاي السلطه وديها. مستحيل. انت راك تزاحم. مستحيل تزاحم، ومن بعد النتيجه لك راح توصل لها واش هي. هادو جماعه نتاع الار سي دي ولا نتاع الاف اف اس نفس الشيء، راح تدخل الانتخابات عندك نسبه معينه ما راكش راح تفوتها. ما تفوتهاش. عندك برنامج كما يقولوا عام وطني، عندك برنامج وطني، عندك برنامج جهوي على جال باش هما يمشوا في الانتخابات وراهم رايحين يوصلوا للنتيجه اللي راهم رايحين يوصلوا لها اللي حوسوا عليها الشباب. هذا راه هو في الغالبيه نتاعو مقاطع للانتخابات غير عابئ. راهو الناس تحوس على الحرقه وتحوس على الهجره وتحوس على الفيزا وتحوس مقتنع باللي ما كانش تغيير، مقتنع باللي ما عندوش تغيير. يعني انت راك راح تزيد تساهم في هذا الوضع، هذا الوضع المتعفن، هذا الوضع المحتقن، انت راك تزيد تراكم فيه. يا خويا حبس بسطه. قال في وقت من الاوقات، قال احنا في تلك المرحله قال الدوله راها كانت آئله للسقوط، وقال سيدي قرات لك الناس الاعذار، وقال بارك الله فيك اخويا راك انت ما ساهمتش في سقوط الدوله وما راحش الشعب وكذا، ولكن حبس بركه من المستبغيل تاعك. صاي شاركت مره زوج ثلاثه اربعه، دوك كل ما تجي انتخابات تروح تبربش معاهم وتروح تكسكس معاهم وتقعد انت كل مره تقول حبس، وانت تعرف النتيجه وتعاود تدخل معاه. خلاص درك هما هاد الجماعه درك اللي راهم درك في البوفوار، هما دوك بوتفليقه رانا قلناها شحال من مره، بوتفليقه انتهى. بوتفليقه العهد الرابعه هذه ما كانش حاضر خلاص نهائيا، بدون شك ما كانش حاضر نهائيا. وانا قلتها في وقتها، قلت لهم باللي ما يدورش العام خلاص انتهى. هو درك هما راهم يستعملوا في الاسم نتاعو، وممكن ناس هكذا داخل السلطه من اصحاب القرار يشوفوا من انه الى حد ما جابوه لما كان بالصحه نتاعو وشارك وساهم وكذا، يقول لك اودي من الوفاء ومن كذا من خليه عليه حتى يموت ويدير له ربي طريق. يعني خلوه رئيس شرفي، خلوه رئيس شرفي. ممكن الناس راهم يفكروا هكذا، ولكن لا خلوه رئيس شرفي. الى متى وين راك رايح؟ وين راك رايح؟ فيما بعد انت راك رايح توصل لمسقي غير كون كاني. بصح اسمح لي استاذ، كاين ناس تضرب على الانتيري بيرسونيل تاعها، ماهيش تضرب على هذا المبدا نتاع باللي نكبروا به ونخلوه حتى يقعد في الرئيس. الناس راهي تضرب على الانتيري بيرسونيل، يعني كي تحكي انت واحد استفاد من الفساد هذا ولا استفاد من النظام الحكم. لا تقدر يضرب لا عليه باش يقعد. كاين الناس اللي عندهم، شوف نقول لك، كاين الناس اللي ربحوا العيب مع بعض الضباط،
لا سيما الناس اللي كانوا مع توفيق، وخرجوهم طردوهم. كاين الناس اللي خرجوهم في الربعينات من العمر تاعهم، وخايفين انه في الصف الثاني ولا الصف الثالث يعاودوا يرجعوا بطريقه واحده اخرى من بعد ينتقموا منهم، وبالتالي دركهم راهم يحوسوا يزيدوا يمشيوا للامام لانه خايفين من الانتقام. يعني نعطيك كم مثال برك، هذا انيس رحمانيه هو راه مشى وخرج للعيب، وغدوه لو كان يتبدل الحكم راح ينتقموا منه اللي دون شك. ها وغير شوف برك علي فضيل هذا برك حاجه يلاه زيروا عليها دوكا معاودوا فتحوا له لافان شويه يجبدوك يحبسوك شي شهر والله هذيك بالسلامه بالعافيه تربح واللي تعيط إيه. حبسوك لي سورس برك. هو دوك لازم مشكلة. الناس تفكر للمستقبل الرئاسيه هذه بالشكل اللي راهم رايحين يديروه ما راهيش راح تجيب حتى نتيجه. شوف الحاجه الاساسيه اللي هي قادره تقدم خدمه للبلاد هو انه الناس هذو اللي راهم يامنوا بالتغيير تغيير حقيقي مش تاع بريكولاج، هو انه يجتمعوا حول خطوط عريضه وتمشي الناس واحده واحده للانتخابات، ما تعاودش ترجع الناس للديار لما تروح للانتخابات انسى باش ترجع للدار. ترجع للدار في حالة واحدة هو أنه تحترم هذه الإرادة الشعبية. أما أنك أنت تروح أنت تحط الورقة نتاع الصندوق نتاعك وترجع للدار تاعك مثل الإنسان هذاك اللي راح رماها في لابوبال. لازمك هذا هو أعطاها لهم خير وشرب. لازمك أنت من البداية الناس تتفق حول خطوط عريضة، هو في النهاية راح يخرج واحد. فيما بعد تتفق الناس في البداية، تتفق الناس توجد حكومة، ليش انت تستنى حتى يجي الرئيس؟ لازم الناس تتفق بعد هو اللي على حكومة صلاحية رئيس الجمهورية ماهيش حكومة، وتفق الناس على مرحلة على توقيت على خطوط عارضة مثل ما كنت نقول لك انت مشروع مجتمع ثم قاعدة طارئة واحدة واحدة. اما هو ان الناس تمشي انت قالوا راح ترشح هذا ضد هذا، النتيجة واحدة هي تضييع فرصة نتاع الانتخابات، مزيد من الإحباط، مزيد من الاحتقان، والنهار اللي يموت بوتفليقة هم ذوك راهم متخفيين من وراه. نهار يموت بوتفليقة راني قلتها راه مسجلة بالصوت وبالصورة. والله يا الشي اللي يصرى في البلاد غير ربي اللي على باله به، ليس حب في بوتفليقة ولكن كاين بعض الأشياء ما تبانلكش لأنه كاين بعض الناس اللي راه ما عندهمش هذه المفاهيم. كاين بعض الاشياء اللي ما تفهمكش هم كاين نعطيك في الدار في الدار يشوف انت باللي راهو الوالد هذاك وراهو كبر ومنا ودي وش دير ومرض والله غالب ومنا، ولكن نهار اللي يموت الوالد ياكلوا بعضها تتعرى الدار. كانوا كاشفين كانوا محترمين الوالد هذاك تتعرى الدار توصل الناس وين انه تتعادى مع بعض البعض على الميراث وعلى ديك وعلى ديك. ما بالك انت هاد الناس اللي راهم في القنصليات وراهم في السفارات وراهم في الوزارات وراهم في المديريات وراهم في كل مكان اللي شاد كاشيرو يدير رايو به إيه. كل الناس انتقام صح استاذ جا دوك واحد رئيس واحد يلا يبدا يجيب في الجماعه نتاعو تبدا الانتقامات وتبدا ونقعدوا حنا الدول راها تتقدم وحنا رانا كل مره نقعدوا في السيركل فيسيون نقعدوا ندورو فيه ايه داك هو ريغلومون دي كونتي ريغلومون كونت مع بعضنا صح استاذ. نطرح عليك سؤال، انت قلت لي لازم قاعده يعني يجتمعوا فيها ويديروا فيها خارطه الطريق للمرحله الجايه. يجتمعوا في 2014 نورمالمون حمروش وبنفليس وبن بيتور مجموعه من السياسيين عندك خبرها نورمالمون اكتوبر الله اعلم 2014 وما خرجوش وخرجوش بنتيجه يعني اجهضت هذيك المبادرة اللي داروها. كيفاش يجتمعون يعني هما لازم يكونوا سياسيين معروفين في البلاد عندهم وزن سياسي عندهم قاعدة شعبية مليحة يتقدموا بالمقترح اللي طرحته انت. وش هي الطريقة اللي يافونسيو بها يعني لا ما تجهضش يعني المقترح هذا لا يجهض يعني. شوف انا من الاول لابد راك مفكر في من الاول كنت مركز على هذه النقطة لأنه تما درت عليها كيما نقولوا بحث
ماشي غير هكذاك برك قال جاتني في راسي هكذا طلقتها. ولو تشوف يعني بعض الاشياء اللي انا كنت نقولها كانوا يديروا فيها، واش هو معنى الشجاعه برك باش يقولوها؟ شوف انا منذ البدايه كنت نفكر في الموضوع تاع الخارج، اذا كان هملت الناس اللي راهم في الخارج، يا راه عندك في فرنسا عندك 5 ملايين محمد، واش بيه 5 ملايين والله اكثر اللي ديكلاري في مصر، وراهم ناس في سويسرا وناس في اسبانيا وفي كندا وفي انجلترا 10 ملايين ولا اكثر من 10 ملايين راهم برا، هذو ما لازمش تهملهم. هذه الاطارات اللي راها موجوده في كندا اطارات عقول، كيفاش انت تهملهم؟ ادمغه، كيفاش انت تهملهم؟ تروح تجيب اللي انت يا بدون ما نظن نعطي في الاسماء، ما عنده حتى قيمه، يجي يدير لك انت باج لهنا وقاعدين ينقلوا في التصاور ومنا ويا خو منا البليز. الناس هذو اللي راهم في الخارج راهم موجودين في الخارج كفاءات، يكون مؤتمر وحدهم، خطر عليه العقليات اللي راهم دوك نتاع الناس في الخارج ما هيش كيما العقليات نتاع الناس اللي راهم في الداخل، مختلفه شي. تعطي لهم الفرصه هو انك انت هذه حبارة. الكفاءات، لانك انت راك رايح تبني دوله جديده بكفاءات وبالاطارات، ما تقدرش انت هذا تذوق انت لما راح تدير تجاره، تجاره راح تدير انت يا مصنع، ولا راك راح تدير انت ما على باليش انا مركز تجاري، وراك راح تدير انت حاجه فيها دراهم، لازم لك راس المال ولا ما عندك ولا ما لازمكش راس المال؟ لازم راس المال نتاع الدوله هو العقول، ما تقدرش انت تبني بالبقري وناس متشبعه بالديمقراطيه يعني ما تقدرش انت تبني بالجماعه نتاع الكسكروطات، لازم لك عقول. العقول هذه ذوك الناس هذو اللي راهم في الخارج دوك، انت لما تجي ليه قال ودي البلاد راها محتاجتك، هو تاثر فيه، راهو قال مثلا نقرا وراهو تكون وراهو يبكي على البلاد، لما انت تعطيله هذه الفرصه راه رايح هو يخدم وناس تعرف الديمقراطيه، فهمت؟ ماشي كيما اللي في البلاد، لكن لما اللي في البلاد ما يعرفوش الديمقراطيه اللي برا يعرفها، راهم اطارات، راهم في كندا في الامريكان في فرنسا في كل مكان. لما يكون مؤتمر قال مثلا يحدث فيه نقاش، قال مثلا نتفقوا، قال مثلا يكون مؤتمر مثلا في سويسرا او في بلجيكا ولا في دوله تكون محايده، ولا حتى في دوله قال مثلا تركيا ولا ما يهمش دوله عربيه مش مشكله، دوله محايده، دوله ايه دوله محايده، خدم انت هذيك الاطارات قال مثلا 300 ولا 400 ولا 500 حتى 1000 وراه المشكل، تلمهم والناس اللي راهم في الداخل، جيب انت الحركه تاع المجتمع المدني هذوك الاطارات الثاني كيف كيف، جيب انت الاحزاب شخصيات سياسيه مفكرين علماء حتى رياضيين حتى كذا وسائل اعلام مختلفه، وتتناقش الناس على خطوط عريضه، يكونوا فيه شخصيات محترمه شخصيات وطنيه، تمشي الناس واحده واحده على جال باش انت تغير. بصح انت بالطريقه اللي داروها هو انه قال التقى نتاع الار سي دي مع نتاع النهضه، تاع شكون نتاع النهضه هذا كان في وقت من الاوقات مشارك في النظام منقلب على جاب الله، شكون هذا نتاع الار سي دي؟ هذا واحد مش وكذا، ومن بعد قال واش قال اروح نطوروها، واش اروح نجيبو ايت نجيبو واسمو بنفليس واش كان بنفليس؟ كان مدير ديوان تاع بوتفليقه جزء ولا معارض جزء من أوكي. النظام وهذا واسمو بن بيتور كان وزير في الوسمو، ومن بعد اروح انت ومن بعد قال اروح سعيد سعدي سلم على او علي جد لهنا. من بعد الناس راها تشوف وراها تتبع، والدليل في ذلك هو لما جات الانتخابات الشرعية تقسموا، ولما جات الانتخابات الرئاسية نفس الشيء. فهمت؟ 99 ولا علاش 99؟ الانتخابات الرئاسية الانتخابات واسمو وقتاش جات؟ الانتخابات الرئاسية في 2014 التالية الأخيرة في 2014. إيه والانتخابات التشريعية وقتها جرات في 2017 إيه ممكن بالك في الانتخابات التشريعية الرئاسية، باسكو الانتخابات جات في قلة في أفريل
وما داروا له اسمه داروه في جوان. ايه البرلماني، ولكن منهم اللي هما شاركوا، هذاك سفيان جيلالي وهذاك بن بيتور شاركوا، ومن بعد ولاو زعما قال لك مقاطعه، واسمه بن فليس قال لهم لا روح نشارك، وراحوا شاركوا، ومن بعد يشوفوهم الناس متلاقين ثم. والله يا استاذ معليش نقاطعك في كلمه برك. بن بيتور احمد بن بيتور انا حكمت له الاخرى في طمراست هذا في 2014، كلفني على كل حال. وين؟ قلت له يا ودي في طمراست. جمع الاستمارات. تاع التوقيع. قلت له يا ودي تاع التوقيعات. قلت له يا ودي يا دكتور راك رايح يعني رايح فسدنا اسمنا في البلاد وراك ما حد دير والو يعني في الديبي. هذا قصرت معاه، حكيت معاه مطولا. قلت له الشعب ماهوش من ماهوش لاحق للمستوى تاع الديمقراطيه، يعني راك رايح تربحنا العيب باطل. ما اللي مش توقيعات. المهم رحنا، والله رحت معاها في نص الماتش جبد بينا، قال لك بطلت ما دام بوتفليقه ترشح انا حبس. والله في نص الماتش جبد بينا الحصير وما خسر والو. ما اللي مش توقيعات هذا في الالف مجمع ما حبس شي حبس جمع توقيعات هذوك اللي فيه. ما لمش يحبس الجمل مش لا حبس حبس لا ودي صعيبة. شوفوا نقول لك اسمع، أنا راني نتحدث معك من باب تجربة ومن باب معلومات. على بالي على بالي. أنا مشيت معهم الطلب الإبراهيمي في 99 لمينا التوقيعات في 2004 ما لمش، كاين بعض اللي وسمو ومن بعد قال لك هم محمد سعيد وهم راحوا سرقوا لهم الانتخابات، سرقوا لهم الورق وباش يكوفري باسكو ما قدرش يلملو. كيف من بعد راح من بعد هو لموه له توقيعات في 2009 باش يعقبوه، ومن بعد صار لك هذا المعارض الشرس نتاع النظام، صار لك وزير تاع الاتصال. خليني ارحم باباك بس ما يشتمش هذا المشكل. مهم شكرا للاخ احمد. شوفوا كلام مازال واحد رب. والله استاذ معليش كلمه برك كلمه معليش نطرح عليك واحد السؤال يمكن خارج على الموضوع بصح نفس السياق، على بالي ماهوش موضوعك بصح ندو رايك على كل حال، باسكو كي تناقش مول الموضوع نتناقش مع انسان خارج يعني يتفرج خير من اللي انسان في صاحب القضيه. قضيه نتاع الجبهه الشعبيه لانهاء الوصايا على بالي ما يعجبك في الحال استاذ، انا هضرت على الموضوع بصح اعطيني رايك برك في هذا الموضوع باسكو انا ما عنديش فكره عليه. ايه يعني هذا الفكره اللي هداها احمد شوشان واش رايك فيها كفكره؟ واش الفكره؟ على واش قامت الثوره؟ على الثوره فهمني راه من باباك، الثوره على واش قامت؟ على الاستقلال. قامت من اجل انهاء الوصايه الفرنسيه ومن اجل تحرير الشعب الجزائري. ايوه هذا هو انهاء الوصايه الفرنسيه. وكنت لما تصير انت تصنف في الناس صارت هذه المساله راني حكيت عليها المره اللي فاتت وقلت باللي انت لما انت توصل للسلطة وتدير انت بديل للشعب وتحقق انت الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، هذه المسألة تصير تحصيل حاصل. لكن لما انت تخرج خلاص وتديرها قضية وتصير انت قال انت فرنسا 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 راح تقعد تستنى فيه، انت وش عندك كونت في الفيسبوك طف هذا مكان اربح بالسلامة بالعافية طفيك كنت في الفيسبوك مثل النملة اللي راه في بحر ما تبانش طف امشي روح بسلمة بالعافية. تدول دول لك شوف انت العراق جيش رحاوة، شوف القذافي جيش رحاوة، دول الله خرجوه دول رحاوة، رايح انت تتعنطر. نهار اللي توصل للسلطة وتكون المؤسسات هذيك راها خاضعت لك وعندك اراده شعبيه حقيقيه وراك استطعت انت على جل باش انت توصل بالبلاد الى مستوى في كل مجالات، عندك اكتفاء ذاتي ما تحتاج لفرنسا ولا تحتاج غيرها. في ذاك النهار لما انت تنقي هذيك الاجهزه تنقيها عمليا، مش انت دوك راها قال هكذا وانت كتقدم في الناس فلان روح يسمون فهمت
ماشي تروح انت سيدي يا عندك درك الحق. درك واحد ينحيوه قال واشي هذا مش مقبول زبيه ايه يلا ابعث ليه زيد جيب الاخر ثم فهمت هذه على انت حساب الهواء. شوف اقول لك ممكن بلاك نكون قاسي على الاخ احمد نفس معليش الاخطاء والله هو اللي وقعهم نفس الاخطاء اللي وقعها فيهم علي بالحجر راه يعاود فيهم شوشان نفس الاخطاء حقيقة حقيقة يعني خرج للعراء ما عندوش سلاح. نفس الاخطاء اللي وقع فيهم علي بالحجر راه يعاود فيهم شوشان ايه خرجوه للعراء يسمى البلاو وما عندوش سلاح اللي يجاوبها به. فهمت ها هي درك كان نهضر على الانتخابات وهاو الانتخابات وهاو مجلس وهاو هاي انتخابات قدامك مازال 3 شهور هو راه مراهن، هو مراهن على وزير على قايد صالح راهن خاطري هذا بطو قال راهن على بالله روحك هو راهن عليه. راه ما بقاش بزاف مازالوا 3 شهور ما فهمت كانش ضمان، ما كانش جارونتي والله ما تسع، واحد ما كانش لازم كاع يكون ضمان عنده واحد. نظرة بعيدة هي عندك جماعة برك شوف باش يديروا اعتراف برك ومشاو فيها في الجزائر نواب في البرلمان باش يديروا اعتراف انت تعترف فرنسا بالجرائم اعتراف ماشي انهاء الوصاية ما اعتراف حبوش قداش من مرة يجي الرئيس قال واش يحبس جي ما حوار يبغوش جي يديروها، ما صفقة يبغوش منا يطلبوها. قال ودي خلينا مش بديش الموضوع احكي لي في موضوع واحد اخر ايه جاي هذا وش خليه، قلت هذا لك موضوع انا شائك يعني. ترى عندك تركة انت مأساة ما عالجتهاش هاي دوك انا نولي انا كن نولي يعني دوك يعني انا كاين بعض الناس ساعات يهاجموني ولا على باله بشي ولو كان جي انا يهاجمك خاطر نولي في قضية هذه والله غير قادر على باش نقول كلام كبير ولكن ما نحبش نقول انا خليه روح برك دير روحك ما سمعتش لكل مقام مقال في غريب، لكل مقام مقال. لا الموضوعية لازم في هذه الوصاية المواضيع ويحكيوا ما الوصاية نتاع فيهاش العسكر الوصاية نتاع العسكر وش هو القايد صالح انا باش يجي يقد عليا انا قايد صالح راهو من 94 من نهار اللي كانت الدماء تسيل هو كان قائد القوات البرية كان جنرالي هاي يعني وجبهة راس الوشاية الطيار وكان فهمت هذا الوشات هذو اللي راهم موجودين في كل مكان اروح نعالجوا المشكلة نتاع البلاد فهمت وهذه القضية انت لما تكون في السلطة مش انت لما نلحق ولما وندير لكم كما كان يقول علي بالحاج وتونس والبلاد اللي جينا في الطريق نديوها حتى نلحقوا القدس نرحيو هاي هار اللي تكون انت في السلطة تلحق الى درجة من الاكتفاء الذاتي درجة من الوعي السياسي من الوعي في كل المجالات وتصير هذيك راه التحصيل الحاصل تكلمت فرنسا قال واشي طفي الضوء ما نهضر معاه ما جوزي والو سوال طفي حكورو الضوء كان الناس هذا تشوف هو فيها تحرق تشوف فيها قدام عينك عندك الراس ولا ما عندكش وتروح لفرنسا، وتروح لفرنسا تموت يعني ما الناس يجيش في تروح البحر لفرنسا هذا جا لفرنسا يعني. خلي من الناس اللي وتشوف تبهدل اللي راهو صار اللي هنا غير ربي اللي على باله والله نشوفه فيه، والله نشوفه فيه، ربي وين يستر راهو بقى. هذا اللي عندك وين راهو وسائل الاعلام هذا اللي عندك هذا القايد صالح راهو معاك وراه من الناس وين راهو ما كانش حتى حرف في جريدة وسائل الاعلام كلموا راكم عليه تشوفوا هواري المنارة مقلب الدنيا فيها قنوات كل تهدر الريف كدد وانت ما تكلموش عليك كلمة بنص كلمة يعني. وراه هذا اللي وراه عندك كنت في الفيسبوك انا قلت قال لك لك ده يغلقوه لك كنت في الفيسبوك سيتو عادي جدا. انت فكر كنا نهضروا دوك حنا انت راه عندك استراتيجيه كما كنت قبيل القضيه نتاع اللعبه نتاع جودي شاك عندك استراتيجيه شوف البعيد كاينه امور تجنبها علاش انت تروح انت تحط روحك انت في الواجهه على جال مساله تحرق روحك تحرق الاوراق نتاعك هاي دوك غدوه القايد صالح نحاوه
هذا اللي متحزن به مشاي. ومن بعد قال خرج لك هذا معاذ بوشارب، والله واحد من الناس اللي راهم هما دوك راهم يفكروا فيهم. واش راح تقول انت للناس؟ راح تقول لهم كذبت عليكم؟ راح تقول لهم ما كانش التقدير تاعي؟ راح تقول لهم خانوهم؟ واش راح تقول للناس؟ والله تعاود دير واش راح تقول؟ ودي فرنسا تنوضها قاع تحت حرق البلاد قاع على مصلحتها، مستحيل باش تطلق لك غير هكا. يلزم كما قلت التحصيل حاصل، كما راك تقول انت سي، يلزم خارطه الطريق ويلزم برنامج ويلزم حوار. شوف البعيد مصالحه بين الشعب، شوف البعيد مصالحه نهار اللي توصل الناس تتصالح مع بعضها البعض، تخلق انت هذاك المجال، تخلق المجال هذاك كالمين الناس خلاص لحقت الواحد المستوى من الوعي ومن كذا، نهار اللي تلحق لهذيك الامور كامل تتسوى. بس عليك تخدم لها انت، تخدم لها نهار اللي تلحق المستوى، ولانه تتخاوى الناس تروح هذيك الاحقاد هذيك الضغائن هذيك الصراعات، وتصير انت عاود رجعت انت الكفاءات وعاود رجعت انت الاطارات وعطت لهم فرصه على جل باش انت للاستثمار وللابداع وذيك. من بعد انت مش بالضروره تكون انت مدير اقتصادي، مش بالضروره انت خطط كيما دوك هذاك الانسان اللي راهو درك هو قال عنده مشروع تاع جسر، مش بالضروره انت تجسدو، انت راك خطط للجسر هذاك. وممكن بالك راه الناس تضحك عليك في الاول، تضحك عليك يديروا بك السيرك يديروا كذا، من بعد يجي واحد يقتنع بالفكره هذيك يجسدها يطبقها، قادر انت ما توصل لهاش. بن مهيدي وصل للاستقلال واسمه لا مستحيل، الله يرحمه، جيتو شمو الله يرحمه الامير عبد القادر، الشهداء ذوك كيما قلت العيد لاخر هما راحوا خموا خطوا مشاو في التجسيد، ما لحقهمش ربي، لحقوا ناس اخرين. انت كاين ناس وحده تلحق نفس الشيء، ما لازمش انت تربط روحك دوك انت مثلا بموعد انت الانتخابات الرئاسيه. انا دوك مشروع على 50 60 100 سنه نموت مازالوا يمشي، مش مربوط بالانتخابات، الانتخابات كوسيله بناء دوله، مش غير بكلمه، ماشي بهذا بثلاث شهور ولا بعام. بناء دوله ما يلزم له، تربيه ويلزم له اسس بالذات، هي نفسها بالذات هذيك الاخ عبد القادر نفسها تاع سنقيمها. اودي انا اودي والله غير نعقل هذا الشيء هذا كاع تاع الدوله الاسلاميه كان نفس الطريقه. سيفري والله غير تاريزون، عندك الحق استاذ والو، نفس الطريقه سيفري، نفس الطريقه تاع تلفيس راه خرج بها سي احمد شوشان، مع احتراماتنا ليه على كل حال. بطبيعه الحال انا هو خونا نحترمه ونقدره، وكاين بعض الامور اللي ماهيش الفكره، بعض الاخطاء اللي ماهيش بلاصتها. انت وهو عنده هذيك، عنده واحد العقليه سي احمد، ما يقبلش المنتقد كاع، ما يقبلش اللي ينتقده وما يتناقش. شفتوا باللي ما يعني كي لابس على كلمه لازم كلمه، ما كاينش غلط. المهم هذه المساله هذه، شوف قلت لك انا، هذه تكون تحصيل حاصل لما انت تبني الدوله تاسسها وتجسد المصالحه، من بعد هذيك تكون تحصيل حاصل، تكون هي الاخرى تحصيل حاصل، هي الاخرى، هي اللي تطلق تطبق في... هو راه يطبق في البرنامج هي الاولى، شوف فيها هي الاولى، نبداو بها هي الاولى ومن بعد نروحوا للمصالحه. فهمت؟ نبداو بها هي الاولى، وكيما اسمو هذو الجماعه نتاع رشاد نفس الشيء، ارواحو نديرو اسمو شو اسمه عصيان مدني، ومن بعد نديرو. انا نقول لهم لا دير عصيان مدني، انا نقول لهم لا ارواح امشي للانتخابات، ها دوك مثلا انتخابات، العصيان المدني ذاك تلحق ليه انت فيما بعد تحصيل حاصل. دوك انت لما تقول للناس ارواحوا نديروا عصيان مدني يقول لك ما نمشيش معك، خطر علاه؟ مستحيل، باسكو يتخلعوا كلمة، انت يا راك راح تحييلو في الذاكرة نتاعو الجراح، راك راح تحييلو في الذاكرة نتاعو المآسي، هو ما يمشيش معاك. لكن فيما بعد لو كان انت دوك مثلا قال ارواحوا هذ الناس اللي راهم مأمنين، قال حمص، قال الارشيدي، قال الاف اف اس، قال انتو النهضة، قال جبل الله،
قال الجماعه اللي راهم في الفيس، الناس اللي راهم في الخارج، الاطارات، الكوادر، تلمهم الناس، قالوا ودي ارواحوا هذه راه فرصه تاع الانتخابات، ارواحوا نلتقيوا في الداخل وفي الخارج ونديروا خطه، نديروا حكومه ولو حكومه ظل هكذا، نتفقوا على مسائل هكذا ونروحوا للانتخابات. لما انت تروح للانتخابات راك عارف باللي هذ الناس هذو ما راهمش رايحين يسكتوا لك، راهم رايحين يزوروا، مستحيل يديروا كذا. ولكن انت فيما بعد لما انت تمشي قال نهار الانتخابات نديروا هذا العصيان المدني، اذا كان زورت الانتخابات نديروا العصيان المدني. اذا عندك كل مبرر النتيجه، عندك المبرر النتيجة. وحتى غدوه في الخارج، غدوه قال مع الدول ولا ذيك، عندك المبرر وقال درك راهو بوتفليقه مريض وكذا والناس تمشي، فهمتني؟ يولي تحصيل حاصل. لكن لما انت تروح انت قال ودي نروح ندير العصيان المدني، يقول لك الناس لا لا يا اخي راك غلط، ما نديروش غير هكا بدون ما عنده حتى اساس، يعني ما عنده حتى منطلق. كي تهضر له مع المصالحه كانه انا راني نقول لهم انا نروح نديروا المصالحه، ومن بعد المصالحه هي الاخرى، اروح نغيروا الدوله، نبنيوا مؤسسات، نغيروا النظام. هي مؤسسات، مؤسسات غيروا النظام، نبنيوا مؤسسات حقيقيه، والمصالحه هذه نصنعوا لها ثقافه، ثقافه نتاع التصالح، نقبلوا بعضنا البعض. هار اللي نوصلوا المستوى، مش بالضروره احنا تارك تخدم وتمشي، من بعد احنا فيما بعد نهار اللي نوصلوا المستوى من انه تبنى الدوله نتاع المؤسسات ونحققوا احنا لك الاكتفاء الذاتي وتصير الدوله نتاعنا مستقره وامنه ومزدهره وكذا وكذا، تلحق انت لهذيك الثقافه نتاع التصالح. لما تلحق انت للثقافه نتاع التصالح تلقى هذا الفرنسي هو يحرق للجزائر. صح صحيح، يحرق الجزائر، يولي لك المواطن الجزائري يرجع للجزائر. فيما بعد انت هذه نتاع الوسمو يجي يهدر هذا نتاع رئيس فرنسا ولا ذيك كله راه ضرب زرنا، الناس راه تجي عندها لا روتريت عسكر يجيو يدوي في فرنسا، ها هو غير الاخير هذاك الاخ هذاك، ها هو ممكن بالك راهو يسمع فينا هذاك واسمو اللي يعني درت معاه حوار، اصيب في الجزائر بقنبله ويدوي في فرنسا، هذا واحد جاي يدوي في فرنسا واحد هذاك اللي عمى اللي عمى عينيه. كاينين الناس اللي راهم عندهم 20 30 سنه ما روحوش لديارهم، ناس راها داوي وناس راها كذا وكذا وكذا، تجي انت تهضر له انت على فرنسا، مش قضيه انت على فرنسا راها قال مثلا راها ركبت له في راسه، ولا تراك ضد الواقع، واقع تحكي الناس ناس راها تحرق، ناس راها تحرق فرنسا فرضت روحها، فرضت روحها، عندها ديمقراطيه، عندها انسانيه، واش نقولوا؟ خلينا من هذيك الامور نحكي لك انا دوك، انت راك في واقع، واقع صحيح تقول لي باللي درك راهم ناس هما درك راهم عندهم عملاء، ولا الناس راهم درك هما راهم مخترقين الاجهزه نتاع الدوله، راني معاك، ما رانيش نقول لك لا لا، هذه حرب. بصح انت لما درك انت تشمر على تعري على صدرك، هاني جاي ليكم، ها آه نحيكم، ها وراه واحد مخليه، واش يقعدوا يسمعوا فيك؟ يقعد يشوفوا فيك، مستحيل يقول لك روح الشيخ صار هكذا، ما لا راك مول علينا، اصبر تشوف دوك الناس تاك تقدم في ناس الناس اللي راهم دوك قالوا اسمه هذاك، هاي يلا روح امشي اتحرك نو لا لا هما راهم يشوف تشوف البعيد، اذا كانك راك انت حاب دير دوله ودير تغيير لازمك تشوف بعيد. انت دوك انت تقول لي انت تقول لي على حمروش انسان ابن شهيد كان في كان باباه شهيد، كان السيد كان في الجيش النهار اللي كانوا المجاهدين، تجي تقول لي انت يا بلي هذا نتاع الوصايه الفرنسيه على البليس، واحد يقول منطق منطق فهمت العين بليس. هو الشعب، شوف استاذ قضيه هذه تاع قايد صالح، نفعته اكثر من ضرته. قايد صالح خلاهم، راه مخلينهم الدوله، راه مخليتهم على واش مخليتهم، واش مخليتهم ينشطوا في الجزائر؟ يا راجل انت والله غربيه ديك، راهم يدوروا على ما مشي دور على روحك،
دوروا على روحك، واش عندك عندك واش عندك، روح في مصلحة تجمع، في مصلحتهم، روح دير تجمع، دايره دعايه، دايره دعايه، واش من دعايه وراها القنوات اللي تستضيف فيه وراها الصحافه اللي تهضر عليه، واش على بالي من دعايه يا راجل، روح دير تجمع، روح دير نداء ودير تجمع وروح واسمو شوف رب الفعل تا ها وشوف نقول لك انا نهضر هكا العام ممكن راهو الاخ احمد راهو يسمع فيه. شوف انت رايح دير انت تطلب في هذا النظام اللي راك تقول انت راهو تابع للوصايه، راح تطلب منه عجل باش يعطيك اعتماد، راح دير منظمه تحرج من انت تحرج وزاره الداخليه ما عطاتكش اعتماد تحرجها يا وهذا راه حزب معتمد نحاوه محاوه نحاولوا لول حزب معتمد محاوه هو مهري راهو كان وزير في الحكومه المؤقته مجاهد راه مسوقولو سوقولو غنايه نتاع خائن فهمت والابراهيم يا يجري والله راه كانوا يقولوا عليه سراق وعشاه هو الرئيس وكما قلت عطاه يسمى الغياب كانوا يقولوا عليه مظلوم وجاو وقتلوه اي تحمد كانوا يقولوا عليه خائن ولا وجاو واستقبلوه بالورود داروا له جنازه واش نقول ما مرك تحكي انت هذو هذو الناس يحشموا هذو الناس تاع قانون هذو الناس نتاع كذا حبيت انت تدير حاجه كون راه دير منظمه راهو في انجلترا في بريطانيا دير منظمه دوليه ثم بعيد الجماعة هذو اللي راهم قال في البوفوار قال تحرجهم ديرها في بريطانيا ودير ممثلين عندك في الخارج في واسمو قال ها وروح تبع هاي المحاكم الدولية هاي لا هاي قدامك محبت انت دير شونطاج دير شونطاج دير هكذا هاي لا هاي قدامك وهاي كذا وروح قال جيب ملفات نتاع تاع الاسمو تاع الصحراء هذوك اللي راهم مقيسين انت اي نيكر وانت رجان وروح هاي المحاكم الدوليه روح وانشط هاي الوسائل الاعلام وهاي عندك فيسبوك وعندك اليوتيوب ما تحتاج لا لا دوله ولا ودير اصنع انت راي عام حول القضيه ترى تقول لي انت انتخابات رئاسيه راح تقول لي انت انتخابات رئاسيه وكنت هذا اللي راه يشوفك يقول لك هذا السيد هذا ما فهمتش انا والله ما فهمت نعم ده حتى معنا جبريل حقيقة سينو الدين ما نعطلوش جماعة يمكن واحد كان بغى يطلع هذا باديس بصح كمل معليش كمل الموضوع وربي يجازيك يا سينو الدين شكرا للأخ حتى أنا الباتري راه نقصت والإخوة ربما راه معي وثاني شكرا للأخ أحمد المهم مازال الأخ هذا جمال نشوف ترى بالك لا عودكش ما يقول كلمات وللأسف الشديد الأخ جمال الأخ وراه وش اسمه باديس نو ما نقدرش نطلعك الاخ باديس لانك ما راكش موجود ما نقدرش نطلعك ما تظهرليش في القائمه الاخ باديس للاسف الشديد المهم الاخوه والاخوات اعذرونا راه البطري نتاع الهاتف نقصت وأتمنى هو أن رانا أفدناكم من خلال هذا النقاش وإذا كان أخطأنا تجوزوا على الأخطاء نتاعنا الإجابة نتاعي على الأخ واسمو أحمد هذه قناعة أنا أحملها فهمت مانيش أنا ضد الفكرة هذه اللي راح يتكلم عليها وإنما هكذا اعتقادي موش هذا هو الأسلوب اللي تعالج به هذه المسألة أنا في رأيي باللي هذه القضية تم تعالج لما يكون واحد في الرئاسة وما يهدرش بها يهدرش بها يجسدها في الميدان من خلال الأفعال في الإدارة ولا في التربية ولا في كل المجالات لأنك أنت لما أنت تروح أنت تقفل دولة وتقول كذا وتبدأ تمشي هكذا ما راهمش راحين يستناوك وحتى الناس اللي راهم في الجيش والله أنا متأكد باللي كل واحد هما فاقوا به يقصروا جنحه والله في الإدارة والله في كذا هما راهم متغلغلين موجودين في كل مكان ممكن نراهم الناس اللي راهم حتى يسمعوا فينا الآن وها هو كدليل أنا راني درت جواز سفر ما عطاهوليش في هذه الدولة هذه اللي راهم تاع المصالحة ونتاع التغيير
المهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، الرأي نتاعي راه واضح، راه مسجل ومدون منذ سنوات، مازالني في نفس القناعة، لابد وأن الناس تلتقي حول مائدة نتاع الحوار وتنظر الناس للمستقبل. هذه هي الكلمة نتاعي. ايه الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك بامازيغ غير من بكري هذه على بالنا بها، الناس تحوش على يوم نتاع عطلة من بكري هذه على بالنا بها. المهم الاخوة والاخوات، ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم وبارك الله فيكم.